باشمهندسنا الأعزاء، أهلا بيكم جميعا، ويا رب تكونوا استفدتم من اللي فات. وبادئين النهارده المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله، والأخيرة في القرص، بس إن شاء الله بإذن الله هحاول أرتب مع الباشمهندس أخويا حبيبي باشمهندس عمر إن إحنا نعمل إن شاء الله حاجات برضو تانية إن شاء الله، بحيث إن الاستفادة تعم الكل. وزي ما قلت قبل كده، دي حاجة يعني نقول عليها ايه، يعني واجبنا العلم وايضاحه، واللي اكبر استفاده للجميع. تمام، نتمناها للجميع اكبر استفاده من اللي احنا بنقوله، وربنا يا رب يتقبل مننا ويجعله في ميزان حسناتنا. تمام، وتكونوا فعلا بتستفيدوا باللي احنا بنعمله ده. طيب، الاول قبل ما نبدا النهارده، طبعا النهارده ان شاء الله باذن الله، بس في البدايه كده طبعا مع اخواني الاعزاء، كان للاسف ما كانش عندهم وقت. الله يعزك يا باشمهندس محمد، ده نورك والله، الله يعزك يا رب، الله يعزك حبيبي. كان المشكله في الوقت، ان احنا عشان المحاضره النهارده وناخد محاضره تانية، كان ممكن الموضوع ده يتقدم معانا لحد اخر الشهر، نظرا لظروف المواعيد. هم طبعا الجدول بتاعهم مشغول جدا، ربنا يوفقهم يا رب ويجازيهم خير عن تعبهم ومجهودهم. فكانت المواعيد المتاحه في الايام العاديه بتبقى حوالي الساعه 5، وانا ظروف الشغل بتاعتي ما اضمنش بصراحه ان انا ابقى موجود هنا الساعه 5 او لا. تمام، فكان الاقتراح امبارح ان احنا نخلي النهارده محاضره مكثفه. باذن الله هحاول بقدر الامكان ان اخلص بقدر الامكان قبل الوقت المحدد، بس احنا ان شاء الله بنتكلم في حدود حوالي 4 ساعات. اوكي، وان شاء الله ممكن نخلص، يعني احنا بنتكلم من 3 ل 4 ساعات باذن الله. هناخد بريك في النص، ماشي، بس انا ما حبيتش ان احنا ناخد محاضره النهارده ونترك لحد اخر الشهر عشان ناخد المحاضره الثانيه. اعتقد هيكون اصلا نسيت اللي احنا قلناه في المحاضره دي، او مش هيبقى في ترابط بين المحاضرات. فكان مضطرين طبعا، اسفين ان احنا نبدا النهارده محاضره مطوله بمقام محاضرتين. اتمنى تكون الامور واضحه تمام للجميع، ومعلش سامحونا على الضغط في الوقت ده. طبعا في حبايبي وزملائي الاعزاء طبعا، اللي احنا متعودين اصلا كنا بنشتغل 4 ساعات كل مره، من الباشمهندس محمد وباشمهندسه سميه، اعتقد هي موجوده معانا هنا، وباشمهندس كل الباشمهندسين الموجودين معانا حضروا معانا قبل كده. طبعا انا مش تمام، بس في ناس كتيره، باشمهندسه ايمان تمام، ففي ناس كتيره حضرت معانا وكانوا متعودين معانا على شغل الساعتين، سوري الاربع ساعات مش الساعتين. باشمهندس محمد اهو بيقول لك ساعتين دول دلع. تمام، باشمهندسه ندى برضو موجوده. تمام يا هندسه، الله يبارك فيكم يا رب، ربنا يعزكم خير، والله سعيد بوجودكم معايا والله بامانه يعني. تمام، فهم متعودين معايا ال4 ساعات يعني، ماشي، متعودين معانا على ال4 ساعات. فالساعتين دول حاجه كده خفيفه، ما كناش حتى بنلحق، او حتى برضو باشمهندسه ايمان بتقول لك فعلا الساعتين دلع يعني. تمام، فالساعتين بالنسبه لهم طبعا مش حاجه يعني، تمام، الساعتين بالنسبه لهم مش حاجه. واعتقد برضو احنا كان يمكن برضو موضوع الساعتين، لان احنا كنا بنبدا من 8 ل 10 بتوقيت مصر، اعتقد عندكم كان بيبقى من 9 ل 11 تقريبا، مش مهندس ايمان مش مهندس محمد، بيبقى من 9 ل 11. فطبعا من 11 بالليل يعني اكتر من كده يبقى بالظبط يعني ظلم ليكم، لان طبعا فروق التوقيت عندنا وعندكم. تمام، فده اللي خلانا النهارده نضغط ان احنا نخلص ان شاء الله ونبدا بدري بالظبط. وكان جه رمضان علينا فعلا باشمهندس ايمان، صحيح فعلا، وكان ظروف طبعا رمضان وصيام وفطار وسحور، فالحمد لله. فالنهارده يعني هنقول من 3 ل 4 ساعات حسب ما ربنا يكرمنا ونقدرنا ونخلص باذن الرحمن، وهنحط بريك في النص، اللي عايز يصلي، اللي عايز يشرب حاجه بتاع. انا بالنسبه لي شربت قهوه، حاطط قدامي شاي وقهوه، حاطط كل حاجه قدامي، محضر كل شيء. باشمهندس ابو بكر بيقول 4 ساعات، تمام، عايز، هو عايز 4 ساعات كاملين، على الله، ربنا يكرم يا باشمهندس. طيب النهارده كده، انا بصراحه النهارده فضيت نفسي ليكم تماما يعني، انا ما خدتش اي مواعيد ولا خرجت ولا رحت شغل ولا عملت اي شيء بصراحه النهارده بسببكم. تمام، اجلت كل حاجه، وشغلي بعد يعني بعد ما اخلص نشاطي ده اتحرك بقى اروح على المكتب. ده ريندر عملته بسرعه كده للركنه بس، يعني قلت برضه حتى حاجه نشتغل عليها النهارده، لان طبعا عايزين نشتغل بوست برودكشن، ما حبيتش اجيب مشروع قديم، حبيت نشتغل على اللي احنا عملناه يعني، برضه عشان نشوف النتيجه بالتعب والمجهود بتاعنا في البروجكت بالكم. الزرد يا باشمهندس محمد، فعلا الواحد نفسه في شاي زرد. ماشي، انا شربت القهوه الاول، الشاي بقى ايه، ناخده في البريك ان شاء الله. فعملت ريندر سريع زي ما انتم شايفين كده للركنه. تمام، الريندر ده خدوا بالكم ده على اقل اعدادات،
على الاقل الاعدادات اللي احنا كنا شغالين عليها، على اقل اعدادات يعني احنا اشتغلنا بالاعدادات العاديه جدا، ما زودتش حاجه من عندي تمام، هي لا الريزولوشن العادي ونفس الاعدادات اللي احنا كنا بنعمل عليها تيست ريندر، هو طلع النتيجه بتاعتنا كده. اعتقد ان النتيجه دي هقول لك يعني كافيه بنسبه 97 98% تمام. يعني شوف انا بقول لك بنسبه ايه، يعني 97 98 اعتقد انت لو بعت العميل حاجه زي كده او طلعت ناتج زي كده بتاعي مش وحش، ما فيهوش ادنى مشكله خالص، مع شويه التعديلات البسيطه اللي احنا نعملها بالفوتوشوب النهارده ان شاء الله اعتقد ممكن توصل لنسبه 100%. عندي هنا مشكلتين اتنين بس برضو حابب اشاركهم معاكم، ظهروا معايا او ثلاث مشاكل بمعنى صح، مش مشكلتين انا بحاول ان انا اوضح عشان يعني انا مش بنتقد نفسي وانا بنتقد شغلة، بس بحاول ان انا اتشير داتا معاك او ان انا اعلمك من حاجه زي كده ماشي. اول حاجه عندي هنا او اول مشكله انا ما خدتش بالي منها ان انا طبعا عندي هنا ضوء نهاري تمام، انا طبعا نسيت اقفل البلانه دي بس طبعا ما حبيتش اعيد، ما كانش او ما عنديش الوقت ان اعيد تاني. الضوء النهاري ده ما ينفعش مع الاضاءه الليليه، يعني لو الضوء النهاري ده قايد المفروض ان ابقى طافي السبوتات تمام واكتفي بالاضاءه النهاريه فقط لا غير ماشي، انما انا يعني عامل يعني اناره للاباليك وللسبوتات والليد يبقى المفروض ده اضاءه ليليه. فهمنا كده حاجه يا جماعه؟ يبقى المفروض اضاءه ليليه، يبقى انا المفروض الاضاءه النهاريه دي لا. دي اول نقطه انا بكلمك للايضاح، انا طبعا اكتشفتها بعد ما رندرت ما خدتش بالي طبعا ان انا البلانه نسيت اقفلها خلاص، فطبعا طلع كده كانها نهار والاضاءه جوه كانها ليل، فالميكس ما بين الاثنين مش مديك احساس انت نهار ولا ليل خلاص. طبعا واحد يقول لي طب يا باشمهندس هتفرق ايه؟ يقول لك مثلا انت عندك شموع هنا على الترابيزه، الشموع دي المفروض دي اضاءه ليليه، يعني مش هاجي بالنهار اولع شمعه يعني الموضوع مش لوجيك خالص يعني اوكي تمام. الاباليك نفس الموضوع، فانا لا يعني المفروض ان انا الاضاءه دي تبقى او البلانه دي كنت المفروض ان اقفل الاضاءه بتاعتها، دي حاجه. الحاجه الثانيه هنا في دوبليكيت في البلوك تمام، فوجئت بيها عشان ما حدش يقول لي مثلا ده غامق وده فاتح ليه، في دوبليكيت في البلوك هنا، في اثنين بلوك فوق بعض تمام، يعني في تكرار كوبي اثنين فوق بعض تمام، فكان لازم واحد يتمسح منهم طبعا. ده نقطه برضه عشان ايه واحد يقول لي طب ليه البلوك ده فاتح ولا يعني البلوك ده مثلا اهو كده شفاف تمام اهو وده كده غامق، يعني هما الاثنين حتى لو قارنت ده بقارنت ده كده، لا اقول لك ده اثنين فوق بعض، واحد بلاك اسود خالص اللي هو كان البلوك القديم اللي ما كانش فيه ماتيريال زي ما كنا بنشوف في مشكله البلوكات، والجديد اللي انا نزلته عليه، فالاثنين نزلوا مع بعض دوبليكيت. لو انت خدت بالك هتلاقي فاتح بغامق، وهنا خلاص لما خدت بقى كوبي من الجديد فالقديم فضل زي ما هو، ما خدش بالي ان انا امسحه زي ما مسحت التانيين تمام. دي نقطه الثانيه. يعني الثالثه طبعا هتلاقي هنا بعض البقع من النويز، بعض البقع من النويز، يعني انت هتلاقي المكان كله ما فيهوش ادنى مشكله خالص، هتلاقي البقع غالبا في الاماكن اللي اضاءتها هنا ضعيفه اللي هي الجزء ده كده شايفينه تمام، الاجزاء تحس زي بقع اهي نويز شايفها تمام، بقع نويز هنا وهنا خلاص في الجزئيه دي، هما بادئين من اول هنا كده الجزء ده كده والجزء اللي تحت ده كده ماشي. البقع من النويز دي لان احنا شغالين على يعني جوده قليله قوي خلاص، فطبعا لازم تلاقي البقع دي. احنا شغالين زي ما قلنا على الاقل اقل الاعدادات، احنا شغالين على الفيري لو، لو انتوا فاكرين احنا كنا ظابطين الاعدادات بتاعتنا على الفيري لو، فالفيري لو طبعا انت اصلا حتى يعني مش بادئ في باقل حاجه، لا ده انت تحت القليل، فلما يجي بقى حاجه زي كده دي طبعا وارد ان انا يبقى عندي مشكله زي كده، بس دي برده ان شاء الله نحاول نحلها في الفوتوشوب برده ايه نعالجها تمام. طب انا كده في الشكل العام طبعا انت لو خدت بالك كده هتحس ان الدنيا عادي، ان انت ممكن لو انت مش بروفيشنال او انت مش راجل محترف ماكس او بتشتغل ماكس كويس، انت في الشكل العام انت مش شايف ان في مشكله خلاص، انما احنا بنتكلم كناس بروفيشنال لا احنا عندنا مشكلات ومشكلات بسيطه مش كبيره، مش المشكلات اللي هي تبوظ المشروع كله، لا احنا عندنا مشكلات بسيطه قوي تمام. زي ما قلنا كده الاضاءه المفروض ما تكونش فيه نهاريه، والبلوك هنا فيه زياده تمام، وجزئيه النويز بس في الحته دي فقط لا غير لضعف الاضاءه هنا عندنا، انما الباقي كله مش هتلاقي فيه نويز ولا حاجه، هتلاقي الدنيا عندك مظبوطه تمام مفيش فيها مشكله خالص. طيب ده كده النتيجه اللي احنا وصلنا لها من شغل الماكس في الفتره اللي فاتت. حد ليه اي استفسار او تعليق عن اي حاجه؟ حد ليه اي استفسار او تعليق عن اي شيء يا باشمهندس؟ تمام اوكي. تعالوا بقى نبدا في شغلنا النهارده الا وهو الشق الثالث في الدبلومه بتاعتنا، جزئيه التعامل مع الفوتوشوب تمام. الفوتوشوب بالنسبه لي عندك هنا في اصدارات تمام، في اصدار جديد واصدار ده، عندي اصدار مثلا اللي هو السي اس 5 وفي اللي هو السي سي 2018
ال 2018 هو طبعا احدث، وفي طبعا احدث منه كمان، لكن مشكلته ان هو بيضغط على الرامه بتاعت الجهاز ومساحه الهارد بتاعتنا، يعني بياكل مساحه كبيره قوي من مساحه الهارد. اوكي طبعا في كنترول عليه اوبشن والكلام ده كله، بس انا ما اضحكش عليكم يعني، انا برضو عايز افهمكم نقطه او اعلمكم نقطه انا بمشي بيها بصراحه. انا دايما ما بحتاج حاجه، باخد اللي انا عايزه فقط، ما بحاولش اعمق نفسي قوي في حاجه مش بتاعتي عشان ما اتوهش نفسي. تمام، يعني انا مثلا انا مش راجل، مش ديزاينر، مش بتاع جرافيك. تمام، لا انا مثلا هعمل دعايه واعلان، ولا هصمم مثلا ويب ديزاين او صفحه ويب، او هصمم مثلا كروت شخصيه، انا مش بتاعتي. فانا مش محتاج ان انا اتعمق قوي في الفوتوشوب. تمام اوكي، لا انا عايز منه فقط اللي يفيدني في المجال بتاعي، مجال الاعمار. انا راجل اركتكتشر او معماري، فانا عايز فقط ان انا اعرفه من الفوتوشوب اللي انا محتاجه فقط للمجال بتاعي، زي ما عملنا في الماكس بالظبط. احنا مش ناس بتوع دعايه واعلان ولا بتوع جرافيك. تمام، لا احنا بنخش الفوتوشوب بس، سوري الماكس، ناخد منه اللي احنا عايزينه فقط، زي ما احنا عملنا كده، جبنا المشروع من الكاد، ظبطناه على الماكس، رندرنا، خلاص خلصنا الشغل بتاعنا. لا انا بقى محتاج انيميشن، ولا محتاج مش عارف ايه، الا بقى لو انت بتعمل حاجه ادفانسد او حاجه اعلى، دي حاجه بتاعتك انت. تمام، المهم نرجع لشغلنا في جزئيه الفوتوشوب. تمام، انا مش فارق معايا اصدار، عشان نكون بصراحه مع بعض كده، واحنا اتكلمنا اتفقنا فيه قبل كده، انا مش فارق معايا اصدار، سواء على الاصدار الجديد الاصدار القديم، مش محدش يقول لي طب انا محتاج فوتوشوب بكام، انا مش فارق معايا، خلاص انا مش فارق معايا، خلاص اوكي. اي اصدار عندك اشتغل عليه، ما عنديش مشكله خالص فيه باذن الله. تمام، طيب النهارده برضه عشان نبقى فاهمين، احنا محاضرتنا النهارده شقين اثنين، محاضرتنا النهارده شقين اثنين، في عندنا المشروع بتاع الباشمهندس ابو بكر، عندنا النهارده المحاضره بتاعتنا الشق الاولاني فيها باذن الله ان انا افرش بلان معماري زي الباشمهندس ابو بكر كده، اللي هو البلان اللي هو عامله، طبعا استعنت بالبلان بتاعه بحيث ان هو احنا اشتغلنا على شغله خلاص، وهو اللي بعت لنا البلان مفروش. البلان بتاعنا ده كده احنا الاول عايزين نفرشه، ده الشق الاولاني بتاعنا، هنزل نفرش ده بالفوتوشوب اوكي، كبلان معماري نقدر نستخدمه في الدعايه والاعلان، في التسويق، في حاجات كتيره. يعني مثلا سي انا ممكن اوريك مثلا حاجات من عندي خلاص موجوده لشركات، وحتى مع الانترنت، يعني ممكن اجيبها من الانترنت كمان كده، لو دخلنا مع بعض كده اللي هو اركتكتشر بلان عشان نفهم الفكره بتاعتنا عامله ازاي، نفرش بلان معماري خلاص، يبقى عندي ايه، نقول مثلا بلان معماري عربي ولا انجليزي، معماري خلاص اوكي بالعربي اهو كده اوكي. هنخش على نشوف الصور بتاعتنا هيجيب لنا ايه، هتلاقي هنا معظم الصور بتاعتك اهي، شايف كده، ده السيستم اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي الصور دي، الفرش بتاعنا المعماري اللي هو ده، شايفينه كده، شايفين الستايل ده كده يا جماعه، ولا حد عنده مشكله؟ اهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. تمام، ده البلان المعماري بتاعنا، ممكن اعمله كده عشان نشوف بشكل افضل او بشكل اكبر شويه من كده. تمام، فده شغل البلان المعماري، هو ان انا افرش بلان معماري بالشكل ده كده، بيستخدم طبعا في الماركتنج زي ما انتم شايفين كده. تمام، في الماركتنج عندك في التسويق بتاعك، فبيشتغل فيه بلانات زي كده، ابتدي ايه اشتغل عليها، ابتدي اعمل لها تسويق اهو زي كده بالظبط. تمام، ده هم بيشتغلوا عليه، بينفع معاهم في الديجيتال ماركتنج، بينفع معاهم في البروشور، البامفلت، الدعايه والاعلان. تمام، بيبتدي هو يقول لك كده، وبيبتدي العميل ده برضه لما يجي العميل يشتري شقه، هو مش هيفهم البلان بتاعنا حاجه. تمام، فهو محتاج يشوف حاجه زي كده، حاجه صور بالسيستم ده كده موجود عندنا، نبتدي نبص نتفرج عليه. ده المعتاد بتاع الرسم او البلان المعماري اللي احنا بنعمله على الفوتوشوب. بس بصراحه الشغل ده قديم شويه، احنا محتاجين نطوره. تمام، يعني انا ده يعني هو في بلوكات جاهزه وموجوده ومنتشره كتير جدا، بتاخدها من زملائك واي حد واي مكتب والكلام ده كله، بس هنا بحس ان الشغل ده شغل زي كرتون شويه. مش معقول ان يبقى ناس بنشتغل ماكس وبنطلع شغل حلو جدا، وفي الاخر نطلع شغل تحس ان هو ضعيف. ده كرتون كده معمول لاحد الشخصيات. تمام يا باشمهندسين، اوكي؟ فعايزين نعدل الشغل ده وناخده بشكل بروفيشنال شويه، برضه عندك نفس الايه الفكره اهي، الفرش بتاعنا اللي بنتكلم فيه. تمام؟ اوكي يا باشمهندسين؟ فده بالنسبه لايه، للفرش اللي احنا بنتكلم فيه او المعنى اللي احنا عايزين نتكلم فيه. طيب يبقى انا في الحاله دي محتاج سعادتك ان انا في الشق الاولاني في المحاضره دي ان انا افرش بلان معماري. طب الباشمهندس ابو بكر جزاه الله كل خير طبعا، كان عامل البلان فرشه كله اهو، عايزين نشتغل على البلان بالكامل. ممكن نفرش بس الريسبشن، وممكن نفرش البلان بالكامل، ما عندناش مشكله، بس طبعا حسب الوقت بتاعنا باذن الله. طيب دلوقتي انا البلان بتاعي هو على الاوتوكاد، وانا فرش على الاوتوكاد ومظبطه ومظبط الدنيا بتاعتي كلها،
السؤال دلوقتي انا عايز اطلع البلان ده يطلع يروح للفوتوشوب تمام، يعني البلان ده عايز اطلعه اوديه للفوتوشوب اوكي. طب الفوتوشوب ده ايه؟ الفوتوشوب ده بتعمل مع الصور، عايز صوره، عايز بيكتشر تمام، عايز صوره اوكي. انا بتكلم اهو عايز ايه؟ صوره. طب الصوره دي اجيبها منين؟ خلاص يبقى لازم اطلع بالايه، من الكاد هنا بقى كده، بعد اذنك اعمل لي برنت خلاص خلاص اوكي، واقول له والله انا عايز صوره ماشي اهو جي بي جي تمام، ايا كان الريزوليوشن، واقول له والله انا عايز الصوره بتاعتي دي لو سمحت تطلع بالبلان ده، واخد كده سيلكت على البلان اهو من هنا لهنا كده ماشي، واستنى طبعا وابتدي ايه اظبط بقى ايه اعدادات الطباعه بتاعتي اللي انا محتاجها عندي، واقول له كده بعد اذن حضرتك فرجني كده الدنيا عامله ازاي، قال لك ده شكل البلان بتاع حضرتك، ده صوره جي بي جي اوكي كده يا باشمهندسين، ده صوره جي بي جي تمام. طيب يبقى انا اقول له كده الدنيا تمام. طب انا ملاحظ مثلا ممكن تكون الصوره كده محتاجه ايه، يعني انا مثلا روتيت شويه كده بشكل افضل شويه، اعتقد ان كده ممكن تكون افضل اه كده، المساحه بتاعتي معقوله خلاص، واقول له بعد اذن حضرتك احفظ لي ده على الديسكتوب، طلعته ايه جي بي جي اهو عشان الناس تبقى ايه متخيله الموضوع ده. يبقى انا طلعت من الكاد تمام صوره، واطلع الديسكتوب كده واقول له ايه هنا مثلا، اقول له انجينيرنج ابو بكر، وتشيل بقى ماكس والكلام ده كله تمام ماشي اوكي، ونقول له هنا على الديسكتوب سيف خلاص، هتبتدي سيف معانا وابتدي يقول لك اتفضل ادي الصوره بتاعت حضرتك موجوده على الديسكتوب اهي، ادي الانجينيرنج ابو بكر تمام كده يا باشمهندسين. يبقى ادي البلوك بتاعنا اللي احنا، او ده البلان بتاعنا اللي احنا عايزين ناخده على الفوتوشوب ايه نبتدي نفرش. حد عنده مشكله في اللي احنا بنقوله كده يا باشمهندسين؟ حد عنده اي مشكله في اللي احنا بنعمله ده؟ ها؟ طيب يبقى احنا كده خدنا البلوك بتاعنا او خدنا البلان بتاعنا وطلعناه نبتدي نشتغل عليه على الفوتوشوب. نطلعه بصيغه ايه؟ نطلعه بصيغه الايه؟ الجي بي جي او الصوره، لان احنا بنتعامل مع برنامج بيتعامل مع الصور. اوكي؟ هو مش هيتعامل مع الكاد ومش هيتعامل مع اي حاجه، ده هو مش هيقرا من الكاد. مش زي الماكس مثلا كنا بنعمل امبورت وابتدي اخد الايه الملف الكاد، لا هو مش هيعمل عندي كده. لا هو الراجل ايه لازم يتعامل مع صوره. فانا بطلع من الكاد صوره عادي جدا زي ما انتم شايفين، ويفضل طبعا الريزوليوشن يكون كويس عشان الديتيلز تبقى بشكل افضل زي ما انت شايف كده. طبعا التكست والحاجات دي ممكن نبقى ايه نحاول نشيلها، مش هحتاجها ممكن، او ممكن تبقى ايه بالفوتوشوب. طبعا الريزوليوشن هنا يمكن سيء شويه، قول شغال تمام، انما انا يهمني طبعا الحوائط وحدود الغرف والكلام ده كله، يبقى الدنيا عندي واضحه باذن الله. طيب حلو قوي، يبقى انا كده هاخد ايه الفايل اهو ده اللي احنا عملناه وهنبتدي نشتغل عليه. افتح بقى برنامج الفوتوشوب بتاعي، ممكن اقفل الكاد بقى خلاص مش محتاجه تمام، واجي هنا بقى على برنامج الفوتوشوب. اول حاجه طبعا لازم افتح فايل جديد تمام، مشروع جديد خالص اوكي، واقول له كده ايه كرييت نيو. فالراجل هنا بيسالك بيقول لك انت تشتغل ايه، يعني ايه الستايل الاول انت هتعمل ايه ماشي. فممكن مثلا اقول له مثلا سي هقول له ايه بقى، نقول له مثلا ابو بكر عشان باشمهندس ما يزعلش مننا، عفوا نكتب الانجليش افضل، ناخد نفس الاسم ممكن ايه فين بسم الله، ممكن ناخد هنا نفس اسم المشروع كده اهو عشان باشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا تمام، ونقول له هنا مثلا اعمل لي كده نيو كرييت نيو، هتدي له نفس الاسم برضو اهو، شفت باشمهندس ابو بكر ما ايه تمام يا باشمهندس كده اهو. وهنا بيقول لك تعالى يا باشمهندس انت سعادتك هتشتغل بايه اليونتس بتاعت حضرتك تمام. هنا بقى الله تبقى في يونتس، قال لك اه كل اليونتس ماشيه معانا، يعني اليونتس كنا بنقعد ندق عليها في الكاد كتير قوي وندق عليها في الماكس، الكلام ده مش بمزاجنا، ده الكلام ده هو واقعي فعلا، اي برنامج لازم تحط له يونتس هتشتغل بيها. فالراجل بيقول لك اليونتس هنا هتشتغل سعادتك بايه؟ سنتيمتر ولا مليمتر ولا انش ولا شغل، طبعا ما فيش هنا متر تمام، هنا يا ملي يا سنتي، احنا بنتكلم في صوره تمام، مش بنتكلم في بلان ولا بنتكلم في سكيل ولا الكلام ده كله، لا فعندك يا ملي يا سنتي، فغالبا هيبقى سنتي بالنسبه لنا مش وحش. انا بقول لك الصوره بورتريت ولا لاند سكيب تمام، زي ما انت عايز هتشتغل بورتريت او لاند سكيب اب تو يو يعني تمام. خلاص الريزوليوشن 300 دوت، فاكرين في الطباعه في الكاد لما قلنا الريزوليوشن 300 والكلام ده كله، فالريزوليوشن المفروض المينيموم بتاعي 300، والنوع ار جي بي تمام اللي هو ريد جرين بلو اللي هو النظام الالوان، يعني صوره الوان مش ابيض واسود. طبعا هنا ممكن تلاقي مثلا في بلاك اند وايت، في جري سكيل تمام، خلاص في ام واي كي والكلام ده كله خلاص، لكن طبعا الحاجات دي لها تفاصيل ثانيه مش عايزين نضيع وقتنا فيها خلاص، او ما عندناش وقت نتكلم فيها. وكواليتي الصوره 8 بت او 16 او 32، خد بالك النقطه دي هتاثر معايا في حجم الصوره، يعني 8 بت ده مثلا ممكن تبقى الصوره ممكن مش عارف هتبان معانا الحجم بتاعها
مش باين الحجم هنا، المفروض يديني الحجم. 8 بي تي ده يقول لي الفايل حق السايز بتاعه قد ايه، للاسف ممكن يبقى نشوفه من جوه. المهم هتلاقي مثلا حدود السايز ده 8 بيت، هتلاقي مثلا حدود مثلا 30 ميجا 40 ميجا 20 ميجا. اوكي، طب لو انا وصلت 16 اضرب 2 على طول، فهمنا؟ يعني دايما ايه البيت ماشي، لو هو مثلا حجمه مثلا سي مثلا ميجا مثلا، يعني يبقى 16 يبقى ايه ده 2 ميجا، او 32 يبقى 3 اضعاف هكذا يعني. فده بيأثر على حجم الفايل بتاع حضرتك، فلازم تاخد بالك كويس قوي ان انا حجم الملف مهم جدا، عشان لما تيجي انقله احطه مثلا على بروشور او ابعته على النت او الكلام ده كله، فبيفرق معاك السايز بتاع الفايل. لكن طبعا كل ما تزود كل ما الريزوليوشن او الجوده بتاعت الصوره تبقى افضل. يعني عاوز اخلي 16 اوكي اتس اب تو يو، يبقى الكواليتي بتاع الصوره اجود واحسن يعني. باشمهندس عماد انا مش عارف، بس لو حد عنده مشكله في الصوت يقول، لو حد عنده مشكله في الصوت يقول. لا صوت تمام عندك. طب باشمهندس عماد بيقول ان في عنده مشكله في الصوت. حاول يا باشمهندس تتاكد من توصيل السماعات او ان الدنيا تكون عندك تمام. تمام يا باشمهندس. طيب نكمل كلامنا. طيب يبقى انا كده خلاص ظبطت اللي انا عايزه. هنا كنت محدد طبعا كاستمر ان انا شغال قبل كده من ريسنت، ريسنت دول انا شغال فيهم، يا شغال فوتو سايز يا اما بتكلم في بيبر سايز. بيبر سايز طبعا انت ممكن فوق بقى تختار من هنا عندك الجزئيه اللي هتعملها، مثلا ايه موبايل ولا ويب ولا فيلم ولا فوتو الى اخره. ممكن سيف هنا تختار مثلا سي مقاسات صور زي ما انت عايز، تمام؟ يديك المقاسات للصور، فوتو اختار بمزاجك، تمام؟ او برنت طباعه، ممكن تختار مثلا اي 4 اي 6 اي 3 اللي هي مقاسات الورق بتاعتك، ممكن تحدد مقاسات اللوحة لو هتطبع على لوحة، ده شغل بقى هندسي بتاعك. لو تطبع مثلا لوحة اي 3 ولا حاجة تعرضها عندك في الشركة، او اي 4 تمام اهي، يعني تختار زي ما انت عايز المقاسات بتاعتك. طبعا الستريشن وارت والويب لو هتعرضها على الانترنت او موبايل الى اخره، او فيلم وفيديو قصص. طبعا موضوع كبير قوي، فمش عايزين ايه نضيع وقتنا فيه دلوقتي، او ايه نركز على اللي احنا عايزينه فقط. طيب يبقى انا كده خلاص، ده الريسنت اهو، غالبا ده هتلاقي اللي هو الاي 4، ده غالبا هتلاقي الاي 4 وادي اعداداته اهي ماشي خلاص. ونقول له ايه كرييت، خلاص هنبتدي نشتغل على الفايل ده. عايز حاجه اكبر، انت عندك البرنت اهو، ممكن تاخد اي 3 يعني، ممكن تاخد اي 3 براحتك زي ما انت عايز ماشي. واقول لك هنا ايه كرييت، خلاص انا كده كل حاجه تمام تمام. الباك جراوند بتاعي ارضيه ابيض، اللي هو الباك جراوند بتاع اللوحه بتاعتي او الفايل. طبعا في بلاك وفي باك جراوند كلر، ممكن تبدا دول، انا افضل ابيض مش مشكله خلاص. هو مديك اللون الابيض اهو، واقول له هنا ايه كرييت. هنا كده فتح معايا الفايل اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا باشمهندسين، تمام؟ ادي الفايل بتاعي، اسمه فوق ايه زي ما انتم شايفين كده اهو، ابو بكر تمام، انجينيرنج ابو بكر اهو. وادي نسبه 33% للزوم ده، ده الزوم ده اللي هو 33، ما حدش يقول لي 33 لا ده الزوم، ده انا عامل زوم هنا 33%. ممكن اصغر دول كده شويه مش محتاجهم، هتلاقي الزوم كبر شويه عن الاول. طيب هتلاقي الجزء هنا عندك بقى مجموعه التولز بتاعت حضرتك اللي احنا بنشتغل بيها، وعندك في الجانب الايمن هنا مجموعه اللايرز اللي احنا هنشتغل بيها. اوكي، طبعا ممكن نعرف هنا من الايمج سايز بتاعتنا، نعرف اقول لك الحجم الصوره دي قد ايه. اهي بص قد ايه 24 ميجا وشويه، حوالي 25 ميجا، ده على الايه ال 16 بت تمام. ده ال 16 بت، لو حبيت تعلي عن 16 هيزيد طبعا الحجم ده كده عن المقاس اللي احنا بنتكلم فيه. هنا الايمج سايز اهي، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه 16 او 18 او الكلام ده كله. اوكي طيب تعالى دلوقتي بقى، احنا عايزين نشتغل على اللي احنا فيه ده. نزلنا البلان بتاعنا وسوري نزلنا فتحنا الفايل بتاعنا، وعايزين بقى نبتدي نشتغل على البلان بتاعنا اللي احنا عايزينه. طب هو البلان بتاعنا فين؟ قال لك البلان انت حاطه على الديسك توب اهو عباره عن صوره. يبقى انا هاجي من هنا كده اقول له بعد اذنك انا عايز اعمل اوبن لصوره، تمام؟ هيقول لي فين الصوره بتاعت حضرتك دي؟ هقول له تعالى دلوقتي اختارها لك من على الديسك توب اهي، وانزل لتحت كده ادور على الصوره بتاعت الباشمهندس ابو بكر. فين باشمهندس ابو بكر؟ سابنا وجري صح؟ راحت فين الصوره؟ ايه يا باشمهندس ابو بكر؟ بسم الله. لا اهي، ونقول له ايه اوبن، تمام؟ ادي الصوره بتاعتنا اللي احنا عملناها او طلعناها من الكاد، تمام؟ طيب الصوره دي موجوده في فايل لوحدها، واحنا عاملين البروجكت بتاعنا هنا في الاعدادات بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها. اوكي؟ طب انا محتاج انقل دي من هنا لهنا عشان اشتغل، بسيطه جدا، باجي هنا واختار اداه الموف بتاعتي اللي فوق دي، واسحب كليك وتاني ساحب ماسك بايدي كليك مع الهولدنج على الكليك، واعمل دراج ودروب للفايل بتاعي هنا كده واسيب ايدي. نزل معايا اهو الصوره بتاعتي، تمام؟ خد بالك انا ظابط الورقه بتاعتي على اي 4، ولما جبت الصوره دي طلعت اصغر. ليه؟ لما كنت اطلعها من الكاد مفيش بقى لا سكيل ولا مقاسات ولا الكلام ده كله، انا كنت واخد صوره فقط لا غير، تمام؟ فانا عشان كده ظبطت ورقه. وكان واحد يقول لي طب ما فيش انا ممكن اشتغل هنا، بس انا مش عارف لها مقاس دي، انا مش عارف، انا ممكن اشتغل هنا عادي بس المقاس بتاعها ايه ما اعرفش.
اوكي. فانا هنا عملت اي 4 فجبتها دراج ودروب خلاص نزلت معايا ونزلت اهي فوق في الكلير. ممكن اسمي الكلير دي بلان عشان بس ما توهش في الشغل بتاعي، عارف ان ده ايه البلان بتاعي. طيب البلان ده طبعا محتاج ان انا اكبره شويه، فممكن احرك طبعا بعمل موف عادي جدا بالتول، الموف دي كليك واسحب عادي جدا زي الكاد بالظبط بوسطنها، وممكن ها ابتدي اكبرها كده شويه اوسع السايز بتاعها ما عنديش مشكله اوكي، واسحب برده السايز كده احاول اكبرها بس طبعا ما اطلعش عن حدود الاطار الصفحه بتاعتي، واكبر من هنا كده اوكي ماشي. اعتقد كده الدنيا تمام. ممكن اوسطنها بقى في النص كده بالظبط. هو الراجل طبعا ايه بص التولز بقى هو بيديك ايه، بيقول خط النص بيظهر الخط اللي ايه اللي في النص اللي هو اللون اللي هو الفوشيا ده كده، ده بيقول لك انت كده في النص بالظبط، وتقدر تطلع وتنزل يقول لك برده النص بتاع الصفحه فين، هو كده مسطنها بالظبط اوكي. عايز تكبر شويه تصغر براحتك، عايز تمط اللوحه شويه برده براحتك، عايز تخليها زي كده اتس اب تو يو براحتك تماما. يعني ممكن اجي اسحب من هنا خلاص واكبرها كده شويه خلاص براحتك، عشان عندك حاجه عايز تخليها زي ما هي كده بالسايز بتاعها اوكي تمام كده باشمهندسين، هي مشكله في اللي احنا بنقوله. طب خلصت اقول له ايه انتر، خلاص انا كده ظبطت لي اللوحه بتاعتي بالسكيل اللي انا عايزه او بالحجم اللي انا عايزه. عايز تكبر عن كده زي ما قلت لك براحتك زي ما انت عايز ماشي. طب انا واخد البلان بس زي ما انت شايف كده، ده البلان بتاعي المعماري اللي انا هشتغل عليه ما عنديش فيه مشكله خالص، وهبتدي بقى اشتغل على البلان بتاعي ده يا باشمهندس اوكي. طبعا انا ممكن اعمل الصور دي لو انت مثلا في مشكله مثلا عايز تخليها بالعرض عايز تخليها بالطول، ممكن اجي من هنا من ايمج خلاص واقول انا عايز الصوره دي اعمل لها ايه روتيشن تمام خلاص 90 درجه بقى كلوك وايز او انتي كلوك وايز، يعني كلوك وايز مع عقارب الساعه خلاص. فلو عملت كده مثلا تلاقي الصوره اتقلبت كده، يبقى ايه الريسبشن فوق والايه والغرف تحت ماشي. لو انت عايز تشتغل مثلا بالحجم ده او بالسايز ده، عايز تقول لا والله مثلا هنا كنترول زد ارجع كده، ممكن اقول لا انا مثلا عايز اعملها انتي كلوك وايز العكس مثلا. لو انت مثلا عايز تغير كده تاني عشان اقول ده اصل انا محتاجها بالطول او كده بتاع، ما عنديش مشكله خالص يا باشمهندس تمام، ونقدر ايه نشتغل عليها بالستايل اللي انت عايزه. طب انا ممكن اكبرها شويه زي ما قلنا، ممكن اسحب كده اكبر ما عنديش مشاكل اهو، بس خد بالك ده هيبقى على ايه على حساب سكيل اللوحه. ممكن اطول كده اوكي، ممكن اطول كده اوكي، يعني برضه خد بالك ان انت ايه كل ما تمط فيها يبقى ممكن يكون عندك شكل مش ظريف شويه، فانت تحاول تظبطها بقدر الامكان بحيث ان انت تبقى سكيل مظبوط. بقول لك مثلا كده انتر عندنا، يبقى انا كده ظبطت اللوحه بتاعتي لو محتاج ان انا املى بيها ايه المكان كله. طبعا ما تقلقش انت ممكن بعد كده تقص الحاجات دي كلها تدلتها، يعني ما عنديش مشكله ممكن اعمل ديليت للجزء ده كله، او ممكن ان انا العماره عندي في ممر بيبقى في الجنب وممكن اعمل الجزء ده بلاط كانه ممر، وممكن الجزء ده اعمله اي حاجه ثانيه برده كبلاط، يعني ممكن اخلي باك جراوند للارضيه بتاعتي ما عنديش مشاكل فيها خالص باذن الله. اوكي تمام كده يا باشمهندسين. او ممكن حتى برده بعض الناس بيستغلوا الجزئيه دي ان هو يكتب السايز المساحات، يعني مثلا سي مثلا هنا بلان زي ده كده هو كاتب كده مثلا اهو ده كده، ممكن يشتغل عليها يبتدي مثلا يكتب لك الايه مساحات الغرف التكست بره بتاعك اوريه لك دلوقتي حالا اهو تمام، بيوضح لك انا بيكتب لك ارقام هنا ويقول لك كل رقم بيمثل ايه، ودي جدول الاريا والمساحه الى اخره. يعني في بعض الناس برضو بتستغل المساحات دي ان هو بيبتدي يكتب فيها الداتا او ديتيلز بتاعت البلان بتاعه. طيب حلو قوي كده احنا حطينا البلان بتاعنا وعايزين نبتدي نشتغل عليه. طب نكبر كده زوم على جزء جزء نبتدي نشتغل. تعالوا مثلا نبدا مثلا بغرفه مثلا، تعالوا ناخد اكزامبل كده كغرفه نوم زي كده خلاص ماشي، ونبتدي نشتغل عليه. او حتى قبل غرفه النوم تعالى الاول ناخد الايه الجزء بتاع الحوائط بتاعنا عشان نميز الحوائط بتاعتنا خلاص، وجزئيه الاعمده بحيث ان احنا نحدد حدود الشغل بتاعتنا خلاص، حدود الشغل بتاعتنا ايه يا باشمهندسين تمام. طيب تعالى دلوقتي نبتدي نشتغل. اول حاجه طبعا ده يفضل انا بفضل ابدا بالحيطان على طول، فاجي على ادوات السلكشن. هنا عندي اداه جميله جدا خلاص اسمها الماجيك واند تول. الماجيك واند تول ما اداه دي جميله ولذيذه بسيطه ما فيهاش ادنى مشكله، وباجي اعمل بيها سلكشن على الحيطان. بص ما ادوس كده بس بيعمل ازاي على طول دايركت، نعمل زوم كده اكبر شويه نكبر عشان الناس تشوف. لو اجي مثلا الحيطه دي كده هيكليك بص كده اهي على طول بياخد الايه الحيطه بتاعتي اهي دايركت اهي كليك كده، وكل ما ادوس كليك كل ما بيعمل ايه سلكت على الاريا دي كلها. دي الحيطه برده كده بتاعتي كلها اهي اللي بره، ده التيرس بتاعنا، واخد برده الحيطه دي تمام. ادي الحيطه دي هنا في العمود ده، بس طبعا لو اخترته هنا يعمل لي مشكله، خليه دلوقتي وادي العمود ده وادي الحيطه دي. بختار الحوائط كده زي ما انتم شايفين، بسيب الويندو بتاعتي عشان طبعا اديها لون مختلف مش هيبقى نفس لون الحيطه، واخد بقى الحوائط كده الحوائط الداخليه كلها مع الكولوم مع الحيطان خلاص، بختار كده بسرعه تمام. اعتقد الموضوع سهل ما فيهوش قد مشكله خالص بفضل الله اهو، كل الحاجات دي كده اختيار بسيط جدا اهو بمشي معاه. طبعا اختيار بدقه، بختار بس في نص الحيطه بقى في النص كده واختار اهو
تمام. وادي العمود برضو معانا كده اوكي. هنا برضو في كولوم اهو، في جزء حيطه اهو، في جزء صغير هنا تمام، وهنا برضو جزء اهو. بسم الله. ايه برضو الجزء ده كده اهو، بنختار كده الحوائط بالراحه زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين اهو. طبعا بتسيب الايه الويندو او النوافذ بتاعتنا كده، كل اللي ايه تقريبا كده كل الحوائط بتاعتنا اللي احنا اخترناها اهي، مفيش عندنا مشكله باذن الله. ولو في حاجه ثانيه ممكن نضيفها عادي، مش مشكله بعد كده يعني، الموضوع مش ايه مش صعب بالنسبه لنا باذن الرحمن. طيب انا بس فاضل عندي الجزئيه دي، فانا ممكن ايه اعمل زوم عليها كده ونيجي هنا كده شويه وناخد بقى سيلكشن بس بنوع ثاني، واقول له بعد اذنك انا عايز اعمل سيلكشن بس على شكل ريكتانجلر كده مثلا الحته دي للكولوم ده كده مثلا، عشان ايه هو الحته دي اوبن اريا عندي، فانا بالنسبه لي معلش انا محتاج ان انا اضيف عندي شويه، وممكن اضيف برضو الاثنين على بعض دول كده عشان افتح الايه المجال ما بينهم خلاص، عشان يبقى ايه نفس الايه الكالر ونفس الايه. طبعا ده تعديل بسيط كده انت ممكن ايه، بس عشان دي الحته دي جت مننا زياده شويه تمام. اعتقد ممكن نكبر كده سنه عشان الحته دي تظبط معانا اهي في الجزء ده كده، بنخليها جوه الايه الاريا بتاعتنا، ما بنخرجش براها تمام اهي. خلاص كده فتحنا كله على بعضه اوكي. فكده احنا ظبطنا الحيطان بتاعتنا كلها. مطلوب من حضرتك ايه؟ مطلوب ان الحيطان دي تاخد لون، الحيطان دي تاخد احنا دوسنا بره ماشي اوكي، الحيطان دي تاخد لون. نصيحه ليك لو سمحت حط لاير جديده تمام، وخلي اللون في لاير جديد. يعني هاجي كده لتحت كده اهم زي ما انتم شايفين هنا كده، ولا بعد اذنك حط لي لاير جديده اهي، دي اللاير جديده. هقول لك دي مثلا سي الوول كلر دبليو اي مثلا كلر ماشي. خد بالك التسميه دي عشان بعد كده لما اجي اتحرك على اي حاجه واشتغل عليها ابقى اعرف اشتغل عليها كويس منفصله لوحدها. هاجي هنا في الالوان ماشي، ارجع الالوان زي ما كانت، واقول له بعد اذن حضرتك انا عايز اعمل لون اللي هو اللون البلاك ده، واقف على اي حته فيهم هنا اي جزء فيهم وادوس كليك. ايه اللي حصل معاك كده يا باشمهندس؟ اهو يبقى انا كده حددت الحوائط بتاعتي كلها، حدود المشروع بتاعي بالكامل باللون الايه البلاك تمام. واحد يقول لي طب يا باشمهندس مش عم بحبش اللون الاسود، ممكن يبقى جراي براحتك، ممكن يبقى مثلا دارك ريد براحتك، انت حر زي ما انت، ممكن تبقى بني، اتس اب تو يو يعني، انت اللون ده انت وذوقك في الفينش بتاعك، انت تختار اللون اهو من هنا، واختار يا باشا الالوان اللي تعجبك بمزاجك، ما حدش له عندك اي حاجه خلاص. عايز تخليها جراي، عايز تخليها ابيض، عايز تخليها ايا كان، ممكن تفتح عندك برضو درجات الوان زي ما انت عايز تشتغل بمزاجك خالص. يبقى من هنا تاني وبعد اختار الايه الالوان بتاعتي خلاص. ممكن تخش على السويتشز مثلا كده تختار حاجه معينه، بس ما علينا، ممكن تختار بمزاجك اللون كده. خلينا اسود ما عنديش مشكله فيها خالص، تغير انت حر تمام. كده خلصنا القصه دي، نرجع بقى كده ونخرج من التحديد بتاعنا. يبقى كده عندك اللون البلاك اهو اللي هو بتاع الايه الحوائط بتاعتك. اللون ده فين؟ انا اهو ممكن اقفله من هنا وافتحه زي نظام الليارات بالظبط في الكاد اوكي. ممكن اقفل من هنا وافتح كده اهو، يبقى كده اللون البلاك اللي هو الاسود بتاع الحوائط عندي ما عنديش مشكله فيه، اقدر اعمل له اوبن او كلوز او هايد او فيو زي ما انا عايز. يبقى انا كده دي الحوائط بتاعتي يا باشمهندس. حد عنده مشكله كده؟ حد عنده مشكله في اللي احنا بنقوله؟ طيب كويس قوي. لسه عندي برضو ايه الويندو النوافذ بتاعتي، فممكن برضو بنفس الطريقه ان انا اختار النوافذ بتاعتي، اعمل له كده سيلكشن، سوري عفوا، انا اقف على البلان واقول له سيلكشن، وابتدي اختار الايه الويندو بتاعتي اهي كده ماشي، الويندو اللي هي النوافذ بتاعتي. طبعا مش هينفع ندي النوافذ نفس اللون، بديها لون مختلف شويه خلاص عشان اميز ان ده شباك ماشي اهو كده تمام، وهنا كده اوكي تمام، وهنا شباك اهو برضو. طبعا هنا باب مش هيبقى فيه حاجه، وهنا برضو ايه شباك. الثلاث شبيك دول او يعني الشباكين دول مع بقيه الشبيك الثانيه ممكن نديها لون مثلا براحتك بقى، ممكن تديها لون مثلا اصفر، ممكن تديها لون مثلا سي لبني براحتك برضو. هعمله لير، خد بالك انا دايما بحب احط لير لكل حاجه تمام. هقول لك ده برضو الويندو كلر، ويندو كلر ليه انا بعمل الازمه دي؟ عشان اعرفها بعد كده في الشغل بتاعنا. هاجي كده في الويندو كلر هنا واقول له بعد اذنك اديني اللون بقى، نختار لون تاني مثلا ماشي، نختار له اي لون تاني وليكن مثلا لون لبني كده ولا حاجه لو انت عايز، يعني كلون دليل مثلا النهار او السماء او الكلام ده كله ماشي. واقول لك اوكي، وراح ادي له مثلا ايه برده بالباكت هنا تول، وراح اقول له بعد اذنك ايه انزل هنا باللون الايه اللبني. هتلاقي خد اللون اللبني بتاع الشكل اللي انت شايفه ده كده. حابب انك تدي له لون مثلا بني ولا حاجه براحتك زي ما انت عايز، عايز تدي له مثلا لون اصفر شويه براحتك برده، موضوع الالوان ده حاجه بتاعتك انت
اشتغل بيها زي ما انت عايز. خلصت يبقى كده شكرا، خلاص ارجع برضو كده تمام. يبقى انا كده تقريبا بدات بحدود البلان بتاعي انا شغال في ايه والمحيط اللي انا شغال جواه هو ايه. تمام كده يا باشمهندسين؟ اوكي، حد لاقي سؤال؟ طيب تمام شمس. تمام اوكي، تعالوا بقى نبدا كده نشوف مثلا ناخد اي غرفه كده نبتدي نفرشها. طبعا باشمهندس بكر جزاه الله كل خير، يعني طبعا فرش الغرف اهو، عمل هنا بيدروم كبير وعمل هنا تسريحه وعمل هنا دولاب وعمل لك هنا نوم رئيسيه. عايز بقى ابتدي افرش البيدروم ده. طبعا خد بالك من نقطه مهمه قوي برده في الشغل بتاعنا، في بعض الناس او في طريقتين، واحد يقول لك بص يا باشمهندس انا مش هوجع دماغي، هي الارضيه كلها خامه واحده تمام ماشي. طب اقول له طب انت مثلا المفروض ان في جزء احنا كنا عاملين مثلا قلنا مثلا الكوريدور مع الريسبشن مثلا بياخد مثلا سي مثلا بورسلين مثلا، والمطبخ هياخد مثلا سي سيراميك، وعندك الغرف ان هم تاخد باركي، عايز تقسم براحتك، عايز تعمل بالسيستم ده كده كله جزء واحد برضو براحتك، ما عندناش مشكله. هو طبعا فكر دي مدرسه ودي مدرسه، انت حر بالنسبه لك تمام خلاص. ممكن تقسم كل حاجه ماتيريال لوحدها اوكي، في واحد بيبقى واخد جزء كله الشقه كلها ماتيريال واحده برضو اوكي، انت حر في الشغل بتاعك. تحب ناخدها كلها لون واحد ولا نقسم غرف ماتيريال؟ يا باشمهندس ناخدها كلها لون واحد ولا نقسم غرف ماتيريال؟ كلها تقريبا لون واحد، يعني عارف انت واخدها ايه شغل كده ماتيريال واحده كلها ومريح نفسه يعني تمام. يعني بص هنا برضو بشوف واخدها كلها ماتيريال واحده تمام اهو، بص كده كله ايه ماتيريال واحده على طول ومريح نفسه. او ممكن يكون لون، يعني ممكن مديها لون ارضيه لون وخلاص تمام كويس. باشمهندس محمد وباشمهندس هشام بيقول نقسم خلاص. يبقى احنا كده هنقسم بقى، يبقى لازم تقسيمنا يكون مظبوط. يعني ايه؟ يعني غرف النوم نفس الماتيريال تمام، غرف النوم نفس الماتيريال، يعني هتحط مثلا باركيه في غرف النوم يبقى لازم الثلاث اوض يكونوا نفس الباركيه خلاص اوكي. طيب هتحط مثلا حمامين يبقى الحمام نفس برضو ايه الماتيريال، يعني حمام وحمام نفس الماتيريال. المطبخ ممكن يختلف برضو عنهم، يعني الحاجات المتشابهه لازم تكون نفس الخامه للايضاح على الايه اللي هيشوف البلان خلاص. يعني اوضه النوم باركيه خلاص، مجرد ما اشوف اوضه اقول لك اه دول اوضه النوم كلهم باركيه خلاص من نفس الايه الماتيريال بتاعتنا. الحمام نفس الماتيريال اوكي، المطبخ ماتيريال مختلف. فهمنا كده يا جماعه؟ يعني احنا بنقسم اه بس ايه لازم نفرق ان كل قسم او كل مجموعه تكون متشابهه في الخامات تكون مع بعضها. طيب تعالى مثلا اوضه النوم اللي احنا بنتكلم فيها دي كده، عايزين نفرش اوضه النوم، طبعا هيبقى نفس الايه الماتيريال تقريبا، فانا هاجي برده بالماجيك واند تول واختار غرفه النوم بتاعتي. عفوا سوري احنا واقفين على البلان كده ونختار غرفه النوم، معلش عفوا كنترول دي البلان هنا ونختار هنا ادي غرفه النوم. هو اختار غرفه النوم اهي كامله وسايب لك الايه الفرش، يعني خد بالك هو عمل سيلكشن كده اهو تمام وسايب لك الفرش. طب افرض دلوقتي مثلا انا مش عايز الفرش خالص، انا عايز اختار ان انا اختار الاوضه كلها، انا مش عايز وجع دماغ، انا مش هقعد بقى افضي واعمل، لان ممكن اجيب سرير كبير شويه عندها او صغير عندها، فبص الاقي حاجه ظاهره جزء منها، فانت ممكن تقوم واخد سيلكشن بقى كده توزع ايه، تقول لا والله انا عايز الاوضه كلها لو سمحت تمام، فانا اختار ايه الاريا كامله ماشي، اقوم واخد الاريا دي كلها كده لحد الباب. فهمنا كده يا باشمهندس؟ فاقول لا والله انا هاخد الايه الاريا كلها ماشي، انا حر وافرش بقى زي مزاجي انا، ما ولا حد يقدر يقول لي انت بتعمل ايه او ما بتعملش ايه اهو. مثلا اقول له الاريا كلها كده خلاص، يبقى انا خدت الاوضه كلها اهي خلاص، هحط الايه الماتيريال بتاعتي. طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس، باشمهندس محمد ابو بكر معايا هندسه، طب انا كده كده هعمل ثلاث اوض، يعني اللي انا عملته هنا هعمله في الاوض تاني فاهمني، يعني انا هعمله برضه في بقيه الاوض اوكي تمام. اللي انا هعمله كده لسه في اوضتين كمان، فلو فاتتك حاجه هتيجي في الجزء الثاني ان شاء الله. طيب عندي هنا برضه نفس الموضوع، عايز الاريا دي، عايز الجزء بتاعي ده كده شايفينه، الجزء بتاع الباب ده كده ماشي. فانا اقوم جاي اعمل له ايه، واخد برضه كده ريكتانجل اخد على مساحه الباب ده كده تقريبا، اقفل على مساحه الباب ده لو انا عايز اضيف الايه المنطقه دي مع الغرفه اوكي تمام. نفس الاريا دي كده، وابتدي اقول له مثلا هات لي بقى برضه بيك للجزء ده كده اهو، جاب لي طبعا كل الريسبشن، لا انا معلش ارجع الحته دي، انا عايز بس الجزء ده فقط، هيبقى متعب شويه لكن هحاول ان انا اجيبه بقدر الامكان ماشي. هقول لك مثلا سي بقى ممكن اختار بقى ايه جزئيه بقى يكون ايه ماشي، ممكن ابدا بقى كده بسم الله ابتدي اخد بقى الجزء ده كده اهو، وابتدي امشي مع الحدود دي كده شايفينها
طبعا الموضوع بيبقى متعب شوية بس مش مشكلة لو انت عايز تبقى الموضوع دقيق قوي. تمام، لو انت محتاج يكون الموضوع دقيق قوي بالنسبة لك فممكن امشي بالتولز دي كده، هي على الحدود كده لحد مثلا سي هنا، واروح اقول له مثلا ايه اي حاجه هنا في اللي ده كده اهو، يبقى انا ضفت الايه الاريا دي كمان عندي في الجزئيه دي كده. تمام، في حته هنا مربع تحت صغير كده ممكن ايه ده، لو انت محتاج طبعا او انت مهتم بالديتيلز دي قوي ممكن اضيف برده الحته الصغيره دي كده برده للجزء ده عشان يبقى انا ايه الدنيا عندي دقيقه قوي يعني. خلاص طيب تعالى انا ايه عملت كل جزء ده كده ماشي اهو، عايز بقى ابتدي ماتيريال برضو. هم جاي هنا كده على البلان وعامل ماتيريال لاير جديده وهسميها ايه، ها بيدروم او بيد عفوا بيد فلور. تمام، بيد فلور طبعا عشان انا بقعد ادوس هنا كليك وكليك فبيعمل معايا مشكله في سيلكشن هنا وهنا. خلاص فانا هاجي كده ايه تاني اهو. تمام، بيد فلور اوكي، خلاص عملت البيد فلور بتاعي وابتدي ايه احط الايه الماتيريال بتاعي. هنا بقى مش هقدر اديله كلر يعني، هنا كده الكلر مش هينفع عشان اخش في كلر، لا انا بطلع من فوق كده اقول له بعد اذنك انا هديله باترن نقشه. خلاص ليه؟ لان مش هدي هنا لون ساده، انا بس هدي باركي. خلاص ففي الحاله دي بقول له بعد اذنك انا عايز اديله ايه باترن اوكي، بديله هنا من فوق باترن. خلاص وافتح من هنا كده اختار مجموعه الباترن اللي انا عايز. عندك مجموعه باترن جميله جدا اهي، فيها باركي وفيها وفيها وفيها، اختار اللي انت عايزه. مثلا لو هاخد باركي زي كده تمام اهو ماشي، وتبدا تدوس كليك هنا كده هتلاقي الاوضه كلها ها خالد باركيه بالشكل اللي سعادتك شايفه ده. تمام كده يا باشمهندسين اوكي. يبقى انا كده حددت الاوضه كلها. طبعا انا اخترت فوق السراير و الدولاب والكلام ده كله عشان احط انا عندي ايه بلوكات بعد كده فرش احطها للغرفه دي. يبقى انا كده اخترت الايه البيدروم بتاعتي واديتها نفس الايه اديتها الارضيه بتاعتي الفلور دي. تمام طيب انا محتاج اظبطها يا باشمهندس لان كده الدنيا عندي مش مظبوطه شويه، السكيل طبعا اوفر قوي مش هينفع خالص لان اكيد الاوضه كلها مش هيبقى كل المساحه دي كلها. خلاص او مثلا سيب يا باشمهندس انا محتاج اعمل روتيت للباترن دي ابتدي اشتغل عليها. خلاص طب هنعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي هنا كده هاجي هنا كده واقول له بعد اذنك عايز اعمل بلندنج اوبشن للجزئيه دي، عايز اعمل بلندنج اوبشن واجي الباترن هنا الجزء بتاع الباترن. خلاص واضيف الباترن هنا، انا ضفت باترن بس اقول له لا بعد اذنك عايز اعمل باترن من هنا، واخد الباترن بتاعتي دي اهي اللي انا حطيتها. خلاص دي كده، وفي نفس الوقت ابتدي اظبط السكيل بتاعها بقى. شفت انا بعمل ايه؟ ادي السكيل مثلا ايه؟ مثلا حاجه زي كده مثلا بالسكيل مثلا ده كده مثلا. تمام؟ واقول لك هنا سناب تو اوريجن، خلاص ظبطت السكيل بتاعي، ممكن اعمل له روتيت وانا عايز. لو انا عايز له روتيت انا ما عنديش مشكله في جزئيه الروتيت، ممكن الفه زي ما انا عايز او ممكن اسيبه مثلا بالشكل ده، خلاص ما عنديش مشكله. واقول له هنا ايه بعد اذنك ايه؟ اوكي خلاص. يبقى انا كده ظبطت الايه؟ السكيل بتاعي بتاع ايه الباركيه بتاعي. تمام كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه يا باشمهندسين؟ ها؟ طيب تعالى بقى نخش ايه تاني؟ تعالى نخش بقى في الغرفه الثانيه دي. عايزين نخش في الغرفه الثانيه، البيد روم الثانيه دي كده نظبطها. خلاص تاني عشان برضو اللي فاتوا حاجه يبتدي ايه؟ يعيدها تاني او يحضرها معانا تاني او يراجعها معانا تاني، اوكي؟ لحظه واحده. مش عارف انا عشان نسيت التليفون بتاعي مفتوح، هنبقى بس صامت عشان ما يبقاش في ازعاج لينا. طيب اوكي تعال ناخد الغرفه الثانيه دي عشان باشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا يقول لك انتوا ايه طنشتوني. تمام طيب هنعمل برده كده سيلكشن ثاني اهو. خلاص ونختار الاوضه دي كلها من البلان، بنقف على البلان كده ونختار الاوضه دي كلها. فاوريدي هو بيجيب لك الفراغات متجاهلا ايه البلوكات بتاعتنا في الكاد. طب واحد يقول لي طب انا ممكن في الكاد يا باشمهندس اطلع من غير الغرف والكلام ده كله وريح نفسي، اقول لك بس الغرف هنا بتبقى بالنسبه لنا دليل على فكره الفرش اللي انت حاططها. يعني هنا بالغرفه اللي احنا حاطينها دي ده دليل ان مثلا احط هنا سرير، احط هنا مثلا كومود، احط هنا دولاب، فبيبقى لازمني في الفوتوشوب عشان ابقى عارف فين السرير وفين الدولاب بدل ما اقعد ابص في الكاد وارجع للفوتوشوب تاني. ابتدي بعد كده زي ما قلنا نوسع بقى ايه دايره الاختيار بتاعتنا. ماشي على مجال الاوضه كله كده اهو، ناخد كل الاجزاء دي كلها مثلا كده بنوسع الاختيار ماشي.
نفس الموضوع هنا كده، نوسع اختيارنا برضو كده ماشي اوكي. طب انا حابب نمشي على الحدود بالظبط تقريبا على قد ما نقدر يعني، بحيث ان احنا ما نخرجش بره حدود الغرفه تمام. طبعا الخط اللي احنا بالحدود بتاعتنا الخط اللي هو الداش دي ده شايفينه تمام، فانا بظبط بحاول اظبط عليه على الحدود اللي من هنا من فوق كده على الحدود دي كده، وعلى الحدود من تحت كده عشان ايه ما اخرجش بره حدود الايه الغرفه بتاعتي. اتمنى او اتمنى يكون كلامي واضح او مفهوم في النقطه دي. خلاص يبقى انا كده اخترت الغرفه كلها زي ما انت شايف كده، فاضل لي جزئيه الباب زي ما عملناها قبل كده. اختار له برده من زوم كده على قد ما نقدر، واخد هنا كده من بره الحته اللي انا عايزها دي كده لحد حدود الباب دي اوكي اهي تمام. وبعدين اخد الماجيك واند تول برده كده، ابتدي اخدها اضيف كده من هنا، وابتدي امشي مع جزئيه الايه الباب. انا بمشي وهو بيحدد لوحده يعني، انا ايه الفكره مش انا بدوس كليكات ولا حاجه، انا هو بمشي وهو بيحدد الراجل لوحده بمنتهى الهدوء يعني تمام. فهو الراجل ايه ملتزم وتمام التمام، انا بمشي معاه بس هو ايه بيبتدي يختار براحته هو تمام كده. واروح اقفل بقى هناك كده خلاص، اقول له شكرا اقفل كلوز تمام اهو. يبقى اختار لي الجزئيه دي وابتدي ارجع تمام بالزوم كده عشان ابتدي اشوف اللي انا عملته خلاص، ونكبر كده سنه ونعمل زوم عليه. طيب هل انا دلوقتي كده اعمل لير جديده؟ لا، انا ممكن اخش على نفس اللير خلاص، وادي نفس الايه الباترن بتاعي واقول له اديني باترن هنا لو سمحت، هتلاقيه نزل على طول اوتوماتيك نفس الايه ها الباترن اللي انت حطيته للاوضه الثانيه خلاص، بنفس السكيل بنفس كل حاجه، عشان كده خدتهم في نفس الايه المكان. فقلت لك لا، يبقى كده عندي البيدروم يفضل انها تكون ايه نفس اللير مستقله، ونظبط نفس الماتيريال بتاعتها تمام. طيب نفس الموضوع ده هنعمله فين؟ هنعمله في الغرفه دي خلاص. طيب يبقى احنا ايه هنعمل برضو نفس الموضوع هنا، نقول بعد اذن حضرتك في البلان عايزين نعمل سيلكشن لمين؟ للبيدروم الثانيه اللي عندنا دي كده يا باشمهندسين تمام. اتمنى تكون الصوره واضحه والامور مفهومه بالنسبه لكم، ما فيهاش فيها صعوبه. طيب هاجي برضو كده اقول لك ايه، هات لي الماجيك، هات لي كله تمام، وبعدين ابتدي اختار ايه سيلكشن كده للغرفه كلها عشان اخفي بقى خلاص السراير والكلام ده كله. مثلا انا مش عايز سراير ولا البيبان ولا الكلام ده لحد هنا كده اوكي تمام. واقدر ايه ازود برضو تاني، اخد الايه الجزء بتاعي اللي هو من هنا كده، وايه ادخل الدولاب ده معايا في الغرفه تمام اوكي. طيب كده دخلنا الدولاب برضو من جزئيه الباب زي ما احنا قلنا، يمكن متعبه شويه لكن يعني كويس سهل، مش هتيجي في حاجه واحده يعني، حاجه واحده هتتعبنا شويه مش قصه يعني، هي مش متعبه قوي للدرجه اللي هي، لكن هتبقى شغاله كويس معانا باذن الله. اخد برضو ايه فتحه الباب كده اهي تمام، واخد برضو كده التولز بتاعتي. طبعا هتلاحظ ان التولز كلها اللي احنا شغالين بيها تقريبا شبه واحده يعني، التولز اللي احنا شغالين بيها تقريبا هتحس انها ايه هي كلها تولز واحده اللي احنا بنشتغل بيها، مفيش فيها ادوات كتير يعني، هو ده التحديد والكلام ده كله هتلاقيه التولز بتاعته موضوع موحد مفيش فيه صعوبه، فمش تتعب فيه كتير ان شاء الله باذن الله تمام. ممكن برضو ناخد الحته الصغيره دي نكبر كده شويه، ممكن نضيفها بقى كده لو في حاجة كده فلتت مننا ولا حاجة خلاص اوكي. ونفس الموضوع هنعمله ايه، نقول له برضو نفس الايه البيدروم، ونقول له بعد اذنك اديلي نفس الايه الماتيريال اللي احنا بنعملها اهي خلاص. واضح كده يا باشمهندسين ولا حد عنده مشكلة؟ واضح كده ولا حد عنده مشكلة؟ يبقى انا كده التلاتة بيدروم حطيتهم نفس الايه الماتيريال بتاعتي، واي تعديل هعمله هنا سكيل بقى كبر صغر هتلاقي نفس الموضوع. والباب ظاهر عندك اهو تمام خلاص البيبان، وعندك الغرف، وادي عندك الايه الشبابيك بتاعتك تمام كده. طيب كويس قوي. طبعا هنا بقى لو حبيت اشوف بقى الايه الفرش ولا حاجه ممكن اقوم قافل اللير دي كده خلاص. بص بقى الميزه اللي انا بقول كده عشان ابتدي اشوف مثلا هتحط فين السرير فين كده، يبقى انا ايه البلان بيبقى لوحده والباقي كله بيبقى ايه فوقيه يعني، خد بالك البلان تحت اهو تمام، يعني البلان ده لو فوق كده خلاص انت مش هتشوف اي حاجه خالص تمام. يعني انت طبيعي جدا في الواقع بتاعنا لو احنا بنتكلم في فرش تمام، انت بتشطب الشقه الاول وبتعمل ارضيات وبتعمل الفينش بتاعك الحوائط والكلام ده كله، بعدين بتبتدي تحط الفرش بتاعك على الارضيات تمام. فانا الارضيات بتاعت الشقه هي تحت اهي، وابتدي احط عليها بقى ايه الفرش بتاعي سواء كان بقى سراير سوري الارضيه بتاعتي او الفينش بتاعك، كل حاجه بتيجي بعد كده بتيجي فوقيها، فلازم البناء يكون ايه الارضيه بتاعتي. اي حاجه عايزها تبقى ذات اهميه او تبقى هي اللي ظاهره تبقى ايه اب او في
فوق الايه الارضيه بتاعتي. ناخد بالنا من الترتيب ده كويس قوي، عشان في بعض الناس يقول لي يا باشمهندس انا عملت كده بس مش باينه اللي مش طالع عندي. ليه؟ لانه ممكن يكون البلان فوق الارضيه بتاعتك، فالارضيه تحت موجوده خلاص مهما عملت اون اوف بس مفيش حاجه ظاهره، لا فلازم اتاكد ان البلان يكون تحت خلاص. ودايما بثبت البلان تحت فوق الايه الباك جراوند على طول. الباك جراوند ده اللي هي اللوحه الام طبعا، هي ايه مش ظاهره معايا. انا قفلت البلان كده وقفلت ده، كل ده قفلتهم كده، ده الباك جراوند اللي هي الارضيه بتاعت الايه اللي انا عملتها الفايل بتاع الايه الورقه بتاعتي تمام، اللي هي الباك جراوند ده، فوقها طبعا البلان وفوقها الحاجات اللي انا عملتها دي. اوكي طيب كويس قوي كده، خلصنا الجزئيه بتاعت الارضيات بتاعت الايه غرف النوم. طيب تعالى بقى نرجع البلان تاني واحنا شغالين كده، وناخد بس الحمام. ممكن اخد الحمامين مره واحده بقى، يعني ممكن اعمل سيلكت الحمام ده وسيلكت الحمام التاني مره واحده تمام. فانا ممكن اقول لك ايه، تعالى بقى يا باشمهندس كده هات لي ايه برده الماجيك واند، او اختار لك مثلا الجزء ده اوكي، واقدر اضيف برده عليهم برده اكبر كده شويه، واقول لك بقى ايه معلش هات لي بقى سيلكشن كده لو سمحت، انا عايز الحمام بتاعي كله تمام، مش عايز ايه جزء وجزء، يعني عايز الحمام كله كده لحد الاخر كده. بحاول اظبط ايدي ان انا ما اخرجش بره الايه الاطار بتاع الشغل بتاعي. وانا برده اقول بعد اذنك انا عايز لحد الكورنر ده كده تمام، بظبطها. طبعا هي عمليه بتاعت سنس، عمليه سنس بسيطه قوي مش محتاجه منك يعني مجهود كبير، هي بالسنس كده تظبط الايه الدنيا بتاعتك. برده الحمام كده نظبط بقى ايه الجزء بتاع الباب برده زي ما اتعودنا، اقول له ضيف لي الجزء بتاع الباب ده من اول الباب كده لحد هنا ماشي اهو، ادي الباب بتاعي خلاص تمام. وارجع اقول له بعد كده هات لي الايه الجزء اللي احنا بنعمله ده كده من هنا، ونمشي معاه عفوا نحاول نمشي جنب الايه الخط كده عشان يمشي معانا ايه مظبوط. هو بيرسم الخط اوتوماتيك، انا بمشي بس بايدي من غير ما ادوس اي حاجه تمام، عشان ما حدش بس يفتكر ان انا بدوس كليك على حاجه، لا انا بدوس بس ايه على النقاط كده لو في حدود، وهو بيمشي اهو كده هو ماشي ايه بيفرد الايه الارضيه بتاعته. وارجع هنا كده واقول له بعد اذنك اقفل لي بقى الجزء ده خلاص، يبقى الجزء ده اتضم معاك ليه الحمام. طيب ممكن اخد الحمام الثاني بالمره عشان اخلص اوكي، يبقى كلهم ايه ما عادش بقى اختار كل واحد لوحده اهو تمام. ممكن ايه نكبر كده، وممكن اخد الحمام ده مثلا كده برضه هقول لك ايه اعمل لي كده اد نفس الفكره دي، واقول لك انا ريكتانجل وحمام صغير مش كبير يعني، ده هو حمام بسيط، واخد كل جزئين دي كده تمام، بحاول برضه ان انا امشي على الحدود بتاعتي مظبوط، واضيف برضه الجزء بتاع الفواطه ده برضه كده ماشي، بحاول ان انا ما اخرجش بره الحدود بتاعتي. وجزئيه الباب زي ما احنا عملناها نفس الموضوع ده كده اهو يا باشمهندس تمام كده. وابتدي اخد بقى ايه الماجيك واند دي، وابتدي اخد الايه النقاط بتاعتي دي كده بالراحه، في لو حصل اي جاب ممكن ارجع كده ايه ادوس كليك وامشي كده بالحدود بتاعتي بالراحه كده اهو، بحاول اظبطها بقدر الامكان. طبعا مش هتبقى يعني حاجه 100%، بس احنا بنحاول مش من بعيد طبعا، مش هيبان كل الكلام اللي احنا بنعمله ده يعني، لو في اي جاب بسيط قوي مش هتبان معاك من بعيد قوي، لا هتبقى الدنيا ايه سلسه باذن الله. اقول له كده ايه كلوز خلاص تمام ماشي. هنا طبعا غطت على الباب شويه، فانا ممكن اعالج النقطه دي تمام، مثلا زي كده عشان بس ايه ما يبقاش فيها مشكله اوكي تمام. طيب كده عملنا الحمامين الاثنين، ادي الحمام ده والحمام ده، تاني بعمل لهم لاير لوحدهم اهو، ده هيبقى الايه بحدد كده ولا كباث فلور اوكي، واجعل باس فلور هنا كده، وابتدي اديله نفس الايه الباتن، بس هنا نفس الباتن بقى هنا تشغل نفس الباتن، اقول لك لا غير بقى يعني لازم نغير، فلازم اخش عليه كده اقول له بعد اذنك اعمل لي بلاندنج اوبشن خلاص، واختار حاجه بقى تاني للحمام، هاجي على الباترن بتاعته دي واقول له تعالى بقى يا سيدي اكيد في حاجه تاني للحمام، يعني ممكن اخد ارضيه زي كده مثلا سيراميك خلاص، ارضيه سيراميك زي كده او كده براحتك يعني، اما احط اي ارضيه زي ما انت عايز، وليكن مثلا ارضيه زي كده تمام، اهي ظبطت معاك ارضيه سيدي زي الفل، وسكيل تمام التمام وسناب كده الدنيا مظبوطه ما عندناش فيها مشكله باذن الله تمام. واعتقد السكيل برده مظبوط، عايز تكبره تصغره شويه براحتك، ممكن تقول مثلا 20% خلاص اعتقد كده معقول جدا خلاص، واقول له هنا ايه اوكي شكرا انا خلصت الايه الجزئيه بتاعتي. طب لو انا بصيت كده هتلاقي الحمام ده هو هو بقى نفس الايه الحمام ده في الفرش بتاعنا يا باشمهندس. طيب ناقص لنا ايه دلوقتي؟ ناقص لنا الريسبشن والكوريدور والمطبخ، نفس الموضوع اللي عملناه هو هو نفس الفكره بالظبط، هي عمليه بس تحديد. اتمنى تكون الدنيا واضحه يا جماعه بالنسبه لكم اللي احنا بنقوله ده.
هنجيب هنا التحديد برضو بتاعنا، نيجي برضو على البلان بتاعنا بنشتغل عليه ونقول له اعمل لك تحديد لو سمحت في الجزئيه دي. بعدين اخد الريكتانجل بتاعي اقول له بعد اذن حضرتك انا عايز اوسع مجال التحديد بتاعي انه يشمل كل الايه المطبخ بتاعي، معلش انا محتاج ان انا اوسع الدنيا عندي شويه، محتاج سكيل او مساحه كويسه. تمام اهي برضو الباب نفس مشكلته، خلاص بمتعب شويه لكن ما عندناش مشكله. ممكن اخد برضو ايه الجزء اللي ورا الباب ده، تمام اهو عشان الجزء ده ما جاش معانا، او انا ممكن اعمل له حتى ماجيك لان هي الحته دي صغيره ممكن اخدها كده. تمام واجي اقول لك بعد اذنك عايز الاقي الجزء اللي هنا قدام الباب، نفس الفكره اللي احنا عملناها قبل كده اهي. تمام وبعدين ناخد الماجيك بتاعي. تمام اتمنى تكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم يا باشمهندسين، اتمنى تكون الفكره وضحت بالنسبه لكم اهي. بمشي كده معاها واحده واحده اوكي. لما اجي اقف عند النقطه بدوس له كليك بس، لما اقول له خلاص كده حدودي هنا خلصت اقول له كده ايه كليك واحده خلاص وامشي بقى كده، وباخد حدود الباب اهو كده كليك وامشي بقى يقول له بقى اقفل لي هنا لو سمحت خلاص اوكي انا ضفت النقطه دي. تمام نبتدي بعد كده اقول له بقى تعالى عايزين نديله برده باترن، هعمل له برده الكيتشن. هقول لك مثلا كده برضو هنا لاير جديده بعد فين ما جاتش، اقول لك ايه ده الكيتشن عفوا ماشي هو ده باتن على طول، بس انا مش عايز دلوقتي كده، انا عايز بس ايه اغير الاسم بس الاول دلوقتي مبدئيا. كيتشن مثلا فلور برضو نفس الموضوع تمام. في عندي هنا مشكلة إن أنا ما لغيتش تحديد الحمامات. طيب بسيطة جدا نلغي تحديدها مش هتفرق معانا في حاجة، ولا هي والأوضة هقول لك بعد إذن حضرتك هنا شيل المساحات دي لو سمحت، وأنا هختار كده بلغي فهاخد مساحة كبيرة مش هتفرق معايا ما أقلقش من التحديد يعني. آخد كده أنا بلغي حاجة فأنا مش هيفرق معايا، وبرضه الحمام الصغير ده بلغيه عشان يبقى جوه الإيه الكيتشن فقط اللي أنا هشتغل فيه بس الجزئية بتاعتنا دي. تمام اوكي واجي على الكيتشن هنا واقول لك بعد اذنك اديني نفس الماتيريال اهو، هيديك باركي برضو. خش يا عم بسيطه جدا على البلندنج اوبشن اهو، قول له والله الباترن بتاعنا ده محتاجين نخليه مثلا عايزين نغير ارضيه مثلا خليها حاجه زي كده وليكن بنحاول نغير شويه. تمام ونبتدي نظبط السكيل بتاعها سنه نقول له مثلا سنة. طبعا مش عارف الماتيريال دي شكلها سخيف قوي مش ظريفه. ناخد حاجة تانية مثلا ديش عندناش باترن تانية ممكن أفضل بسم الله ماشي ممكن ناخد لون تاني مثلا لكن اللون ده نفرق كده شوية ماشي أوكي أعتقد ده كويس مش وحش. تمام وطبعا برات المطبخ السكيل بتاعه أكبر طبعا من الحمام فممكن أوكي نحافظ على السكيل ده مفيش مشكلة عندنا خالص. كنترول دي ونخرج للبلان بتاعنا كده إحنا عفوا دوست كليك غلط. تمام كده إحنا نقدر نقول ان احنا تقريبا خلصنا جزئيه الغرف والحمامات والمطابخ. تمام طيب تعال بقى نعمل ايه تاني، ناخد بعد كده ايه تاني عندنا موجود نقول له تعالى بعد اذنك عايزين ناخد الريسبشن والكوريدور. تمام نفس الموضوع بالظبط هنقول له كده موضوع سيلكشن يعني الموضوع كله بالنسبه لنا احنا في البلان نقول له بعد اذنك سيلكشن وهات لي البلان بتاعنا ده كله كده. طبعا هو البلان هنضاف مع الايه الاوض والتكست والكلام ده كده تعديل بسيط زي ما اتفقنا كده. المره دي مش هنزود بقى المره دي هنقص سيلكشن، فاقول له لا تعالى بعد اذنك بقى عشان كده ايه في حاجه هنا غلط سيلكشن، اقول له بعد اذنك نقص كده وشيل الباب ده لو سمحت كده اهو لحد حدود طبعا الاوضه. تمام وشيل لي برده ده كده لحد حدود الاوضه، خد بالك هو بيديك خط للحدود كده. تمام اهو ماشي اوكي واخد برده كده اهو حدود البيبان دي عشان بقى الكوريدور ماشي معايا مظبوط. تمام ما يبقاش في ادنى مشكله برضو هنا موضوع الحمام ده اوكي اهو لحد ما اجي كده. تمام لحد ما اشوف انا الحدود بتاعتي بتاعه الماتيريال بتاعتي اهي واشيل كل الكلام ده، وهنا عايز اضيف الحته دي طبعا ليا بعمل لها ادد طبعا عشان ما يبقاش في مشكله ما اعرفش ليه طبعا هي جايه لي دي معايا خلاص اوكي. طيب تعال نشوف في حاجه ثانيه ممكن نحتاج نضيفها او نشيلها او عايزين نضيف برضو التكست ده مش عايزينه. طبعا التكست ده احنا نعمله بعد كده بايه بالفوتوشوب هيبقى افضل واظرف بكتير قوي ما يبقاش طبعا بالسيستم اللي احنا عاملينه ده. برضو هنا باب الاوضه هنشيله باب سوري باب المطبخ. تمام
على الحدود بتاعتنا، نقف على حدود الماتيريال بالظبط ونضيف الكلام ده. برضو الحمام هنا برضو ايه نشيلها على الحدود، ما تخرجش على الماتيريال عشان ما يبقاش فيه تداخل بين الماتيريال وبعضها. تمام، الموضوع محتاج منك بس شويه ممارسه، هتلاقي الموضوع بسيط باذن الله، ما فيهوش ادنى مشكله ان شاء الله. هنا برضو ضفنا الايه التكست ده. عايزين بقى نضيف بقى كل برضو الريسبشن ده زي ما احنا عارفين او زي ما عملنا قبل كده او زي ما هو متبع معانا في الشغل. نيجي كده اهو نقول له بقى ضيف لي بقى ايه كل ده، مش عايز بقى الفرش ده، انا احط انا فرش من عندي وهظبط انا الدنيا عندي، ما عنديش مشكله باذن الرحمن. نصغر دي كده شويه واقول له بعد اذنك هات لي بقى كل الاريا دي ضيفها لي برضو. تمام، لحد الايه الحيطان بتاعتك. اوكي تمام، كل الجزء ده كده ماشي. ونطلع كده فوق برضو نعمل كده تكبير شويه. خلاص، اتمنى تكون الامور واضحه يا باشمهندسين، ما يكونش في صعوبه في حاجه. الموضوع كله اعتقد ان هو بسيط جدا، ومعتمد فقط على فهمك او استخدامك لادوات محدده. زي ما قلنا انا باخد اللي انا عايزه بس، انا باخد اللي انا عايزه فقط لا غير يا باشمهندسين، مش عايز اكتر من كده في حاجه. ما بتعبش نفسي في حاجات مش بتاعتي. تمام، عايز برضو ايه اقفل، ممكن اخد ده كده واقول لك مثلا تعالى عايز اقص الحته دي. الباب طبعا هقصه كده مع بعضه، لان طبعا ده لازم يتقفل كده، ده قفله الباب بتاع البلكونه. طبعا هي جايب ميل، فانا احتجت ان انا اشتغل ببوليجونال كده عشان اختار بخط مظبوط. عشان ايه اظبط خط واحد كده. تمام، طيب تعالى عندي في ايه تاني في الجزئيه دي تصغير. اخد برضو الصالون ده كله اضمه بقى كده كله برضو، اقول له بعد اذنك ضيف لي بقى كل الحته دي. تمام، واخد بالي ان انا ما بضيعش حاجه، يعني ما بجيش على حاجه او احسب حاجه تانية. يعني تفكير قوي من النقطه دي، ان انت ما تجيش مثلا تضيع جزء من حيطه او تضيع مثلا جزء من كده. ايه تاخد بالك كويس قوي من شغلك لو سمحت، عشان تبقى شغلك مظبوط وتبقى تحصل على النتيجه اللي انت عايزها وشايف انها مرضيه بالنسبه لك في النتيجه بتاعتك. ده طبعا ايه عشانك انت. هنا الجزء برضو الصغير ده كده ممكن اخده كده من هنا واظبط على الجزء ده كده ماشي. اوكي، هنا برضو السفره ممكن ناخد السفره، نحاول ناخدها كلها كده على قد ما نقدر ماشي، لحد هنا مثلا كده. ده كده خدنا السفرة كلها، لسه في جزء هنا. طبعا انا بقعد بقى ايه اعمل ويتنج والكلام ده كله، فده بيخليني اخرج من السليكشن وارجع تاني. فده ممكن ايه ربنا يستر بس ما يسببلهاش مشكله، عشان الواحد بيقعد يشوف انت بتاخد وقت قد ايه على ما تطلع بالسليكشن يعني. فطبعا لو اي حاجه خرجت مني كده بالنسبه لي مشكله بصراحه، هزعل قوي يعني. تمام، اخد برده جزء ده كده اهو لحد الاخر كده كده اهو. اعتقد كده في حته الصور دي معرفش ايه لازمتها، بس يلا مش مشكله ناخدها كده اهي، ما عندناش مشكله فيها باذن الله. خلاص اعتقد كده احنا خدنا تقريبا كده احنا خدنا كل الجزئيات اللي احنا محتاجينها على ما اعتقد. يبقى ده كل ده الريسبشن بتاعنا يا باشمهندسين. تمام، ادي الريسبشن بتاعنا اهو، ونعمل كده كده خلاص الريسبشن بتاعنا بالكوريدور. او ممكن ناخد برضو باب الشقه معانا، نسيناه، عايزين نضيف باب الشقه معانا هنا ماشي. نضيف باب الشقه برضو في امبيانت. اوكي، هنا كليك يمين. بحاول طبعا انا ايه ربنا يستر ما يضيعش عندي حاجه من التحديد، انما ايه بصراحه الواحد ما عندوش صبر ان هو يعيد الكلام ده كله تاني. طبعا انت شغال بقى مع نفسك في البيت بقى بايه، بتبقى مظبط انت دنيتك ماشي، ولو حد جه جنبك وانت شغال كده ممكن تاكله يعني ماشي، لان لو حاجه ضاعت منك في السليكشن تمام ممكن تبقى مشكله كبيره قوي يعني. خلاص، او يا سلام بقى زي ما يعمل كده مثلا، تبقى بتعمل حاجه كده في الرندر ولا حاجه وحاجه تقوم واقفه معاك، يا سلام. تمام، بتبقى طبعا الموضوع لان هو مش بيبقاش حاسس بالمعاناه اللي انت بتبقى فيها على ما بتعمل السليكشن اللي احنا قاعدين نعمل فيه ده. تمام، هو مش فاهم طبعا انت بتعمل ايه. خلاص، فالراجل بيبقى معذور. طيب تعالى بقى كده احنا عملنا كل ده، برضه هاجي اقول لك بقى هنا ايه برضه لاير جديده. انا دايما زي ما اتفقت معاك بحب ان انا اعمل لاير لكل حاجه عشان تبقى الدنيا عندي ايه مفهوم. اقول لك مثلا هنا ايه ريسبشن، عفوا نغير بس الاسم underscore مثلا floor، واجي اقول لك تعالى حط لي بقى ايه الخطوه بقى المهمه. انا هحط الماتيريال هنا، الحمد لله حاطط الماتيريال.
خلاص تعالى بقى هنا نشوف الراجل ده هنبتدي نديله ماتيريال ايه، فنبتدي نشتغل عليه كده، نقول له تعالى بعد اذنك انا عايز احط لك باترن من عندي بمزاجي، فاقول لك انا الباترن تمام، وتعالى نشوف الباترن بتاعتنا بقى ايه. طبعا احنا هنا محتاجين حاجه بورسلين او حاجه ما عنديش بورسلين هنا صح؟ احنا عندنا الماتيريال اللي احنا اشتغلنا بيها لو انتم فاكرين بتاعت الارضيه صح؟ محتاجين بورسلين او انا ممكن اعملها باركيه برضو، بس اعتقد ان احنا محتاجين نغير شويه. طب انا ما عنديش هنا بورسلين، طب انا ممكن اجيب بورسلين. يا سلام، يعني الدنيا خلاص ماشي، خليه زي ما هو كده، خليك اوكي انا موافق. بس نيجي هنا بسم الله، احنا كان عندنا المشروع بتاعنا حاطينه على الديسكتوب لو انتم فاكرين. الاول بس سايف اللي انا عملته ده منعا لاي مشكله على الديسكتوب. ماشي اوكي، باشمهندس ابو بكر الاس دي اوكي ماشي، عشان لا قدر الله حصل اي مشاكل. طبعا الفوتوشوب طبعا مش زي الماكس ولا حاجه، الدنيا تبقى زي الفل باذن الرحمن، لكن برضو معلش يعني هو اللي زي ما بيقولوا كده اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي زي ما بيقول كده بلغتنا او طبقا المثل الشعبي عندنا تمام. اتمنى بس الاخوه اللي خارج مصر يكونوا فاهمين انا قصدي ايه يعني. تمام بسم الله، احنا كنا واخدين الرخام ده حاطينه في الارضيه، اعتقد كان فين مكانه؟ اعتقد هو ده ماشي. ده المابس بتاعته او دي الصوره بتاعته، ممكن اخد الصوره دي اشتغل عليها ما عنديش مشكله خالص. طبعا هو للاسف هو مديني كذا صوره، بس انا ممكن اخد واحده واشتغل عليها. هو مدي كذا صوره، طب ممكن ناخد دي كده بي ان جي جميله حلوه. او اقوم جاي هنا مثلا اقول له افتح لي هنا كده اوبن تمام اهي ماشي، واجي اقول له بعد اذن حضره معالي جناب سيادتك خد لي دي لو سمحت اعملها لي باترن ماشي، واقول له اوكي ماشي انا موافق. واجي هنا اقول له بقى تعالى بقى هنا ايه في الشغل بتاعنا ده في الارضيه دي، اقول له تعالى انا ضفت لك باترن جديده يا باشمهندس عايزين نشتغل عليها، اعتقد هتبقى مناسبه بالنسبه للشغل بتاعنا. اقول له الباترن دي كده واضيف هنا، هتلاقي الباترن اللي ضفناها اهي، هذه الباترن الجديده تمام. يا سلام، نعمل كده بس كده ماشي، نقول له اوكي وبعدين نظبط السكيل بتاعها دلوقتي. بس انا عايز ايه ابص كده بشكل عام، اعتقد كبيره قوي صح، فاحنا ممكن نيجي عليها بقى نظبط الايه السكيل بتاعها، ما عندناش مشكله. والسكيل 71 لا ممكن نصغره شويه كده مثلا، اقول له ايه سناب تو كده، اعتقد كده كويس، ولا انتوا ايه رايكم؟ ها كده مظبوط، اعتقد كده الدنيا افضل ماشي. او ممكن لو خلينا 20 كده نشوف الدنيا عامله ازاي. اي ثينك كده كتير قوي، ممكن نخليها 30 ولا حاجه، اعتقد كده معقول قوي، ما عندناش مشكله باذن الله. حد عنده مشكله في اللي احنا قلنا كده يا باشمهندسين؟ يبقى ده كده ايه الجرانيت بتاعنا اهو، ومظبوط ايه الارضيات بتاعتنا بالبانل او الفواصل بتاعتها زي ما انتم شايفين. عايز تصغر بلاطات بقى تعمل حاجه، هنا في حته ما اعرفش تاهت من هنا ازاي دي. بص بقى هنا نسينا حاجه اهي، عملت لنا ايه دروب مش لذيذ، فانا ممكن اجي هنا على ممكن اعمل كده كنترول زد على الاختيار، بص الحتتين دول، فاقول بعد اذنك ضيفهم لي هنا على التحديد عشان دول ما يعملوليش مشكله كده تمام. يبقى كده المفروض ان انا ايه الدنيا عندي مظبوطه، اقول له كده ايه انزل الباترن بتاعتي هنا بس كده خلاص تمام. يبقى كده الحمد لله ضفنا ليه الباترن بتاعتنا، وكده عملنا الشغل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده باشمهندسين. لو انت حابب انك تشتغل على جزئيه الريسبشن بكده، عايز تاخد لون تاني مثلا، يعني ما احنا عندنا الوان مثلا، ممكن احط الجرانيت اللي هو البلاك، فاكرين اللي احنا كنا استخدمناه في الحوائط، اعتقد الجرانيت البلاك اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، عايز جرانيت بلاك زي كده مثلا او حاجه تمام. ارضيات براحتك زي ما انت عايز، تقدر تستخدم ايه الصوره او الايه الماتيريال اللي انت محتاجها، يعني ممكن تختار مثلا اي مابه من دول كده ممكن تشتغل بيها خلاص، ممكن تحط اي جرانيته من دول ما عندناش مشكله فيها باذن الله تمام. اعتقد الدنيا بالنسبه لنا بقت واضحه. طيب انا كده تمام خلصت فرش الارضيات بتاعت البلان بتاعي، حددت الحيطان بتاعتي، ظبطت دنيتي. انا محتاج دلوقتي ايه ان انا احط الفرش بتاعي جوه البلان. محتاج الفرش، فرش بقى انا حاطط المقترح بتاعه. طبعا عندك برضو التيرس نسيناه معلش، عشان برضو ايه نبقى قفلنا الدنيا بتاعتنا تمام. صغر ده كده ماشي اوكي. نيجي هنا بقى التيرس بتاعنا عشان برضو يبقى الراجل ايه ما نبقاش نسيناه وطنشناه، يعني يبقى البلان بتاعنا كله باذن الله متظبط. هنيجي برضو كده من البلان ونعمل له سيلكشن، ناخد الارضيه دي كلها ماشي، ونقول له بقى هات لي ريكتانجل، خد لي بقى ايه المساحه دي لو سمحت كده كلها. طبعا مش هزود قوي عشان ما اطلعش بره البلكونه خلاص، وازود برضو كده بالراحه
واخد برضو ايه الجزء بتاع الركن دي كده، ممكن ازوم كده شويه عشان ابقى شايف بالظبط انا بعمل ايه. ممكن اخد البوليجونال عشان اتعبش نفسي، اخد مثلا كده مثلا اهو، ضفت الجزء ده كده خلاص. سوري عفوا، انا بضيف مش بقطع مثلا كده. اوكي اهو تمام. عايز اضيف برضو جزء الباب ده، فانا ممكن لو عملت كده هيجيب لي الجزء ده. لا مش هينفع، لازم ارسمها انا برضو بايدي بقى ايه زي ما انا قلتها كده. اقول لك برضو ضيف لي دي، هاخد الجزء بقى ده كده عفوا. ده مشكله ده، يبقى لازم اشتغل بوليجونال زي ما انا كنت شغال. اوكي ماشي، هناخد بقى كده بالراحه اهو، نمشي بقى في الجزء ده كده تمام. ممكن اخدها بقى ايه هنا مثلا كده بالراحه. خدها بقى كليكات كده واحده واحده. معلش بقى دي هتتعبنا شوية بس مش مشكلة يعني، ما مش ان شاء الله مش يعني الموضوع مش صعب قوي. بس كده اوكي، انا عايز اقفل هنا. اوكي اعتقد كده ضفنا الايه التحديد بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين تمام. طيب اعتقد كده الحمد لله مش ناسيين حاجة، وهنيجي برضه هنقول له ايه هنا، هنقول له اعمل لي برضه لاير جديده، وهنقول لك ده اللي هتبقى ايه التيرس مثلا او البالكوني ماشي. فلور ماشي، ونديها ماتيريال اي ماتيريال بقى من عندنا كده. باركي بقى طبعا مش هينفع باركي اصلا في البلكونه خالص، فاحنا ممكن نديله اي ماتيريال كده او اي باترن من اللي عندنا. طبعا مش هنديله رخام ولا حاجه ولا جرانيت، نديله ايه بسم الله، نختار ايه من اللي عندنا هنا يا باشمهندسين، نختار ايه 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 ايه، مش حاجه خالص تنفع عندنا. طب احنا ممكن ممكن نديها سيراميك زي كده، اعتقد ده سيراميك تمام، اعتقد ده سيراميك، ونقدر نصغره كده قوي. والله احنا السيراميك بتاعنا مثلا نسبة مثلا سي ماشي 3%. اوكي ده سيراميك، كان سيراميك يعني الارضية وكده 4% ولا حاجة خلاص. اوكي تمام ماشي، يبقى احنا كده عملنا ايه. طيب باشمهندسة ايمان بتقول نجيل اخضر، والله ما انا مزعلك يا هندسة. يا سلام تتأمر يا هندسة، ده احنا نخليها حديقة عشان خاطرك اهو. نجيل اخضر كان بتكلم في نجيل صناعي. ممكن دي اعتقد افتح شوية، بس طبعا نخلي ايه السكيل بتاعها اكبر عشان مش هينفع طبعا نبقى عاملينها كده بشكل بس هتبقى كبيره قوي. عايزين حاجه مثلا شوف دي كده، اعتقد دي افضل شويه، مش عايزين حاجه تبقى مثلا كده، ونقول له مثلا حاجه زي كده تمام. ده 40 ولا حاجه ماشي، حاجه زي كده تقريبا عشان الباشمهندسه ما تزعلش مننا. تأمريني يا هندسه، ونقول لك كده كنترول زيرو، وانت كده عملت الايه السكيل بتاعك او ظبطت السكيلات بتاعتك وعملت الفرش بتاعك زي ما انت عايز. طيب كويس جدا، يبقى احنا كده خلصنا تقريبا الفرش بتاع الارضيات بتاعتنا كلها. عايزين بقى نخش المرحله الثانيه ان انا افرش الاوض. طبعا فرش الاوض موضوع سهل جدا، بيبقى فيه مكتبه، بس طبعا انا بحب ان انا اشتغل المكتبه بروفيشنال شويه، يعني ما بشتغلش بقى المكتبه اللي هي يمكن باشمهندس ابو بكر كان ورينا قبل كده، مش فاكر طبعا البلان هو انا نزلته ولا لا، او انا فاكر ان انا كنت نزلت البلان بتاعه. لو انا بصيت كده على شغل باشمهندس ابو بكر اعتقد هو كان باعت لي البلان مفروش، مش فاكر هو فين بالظبط، بحاول ابص عليك كده. بسم الله باشمهندس ابو بكر، لا ما انا فاكر مش انت كنت عملت الشقه كلها باشمهندس ابو بكر تقريبا، وكنت بعتها لي على الجروب، مش عارف هي دي ولا لا. لا ده كده معمولة بي دي اف بس، لا انا مش فاكر بالظبط هو كان كلها لو انا على ما اذكر يا باشمهندس ابو بكر. مش عارف هي مش باينة عندي. ماشي مش مشكلة،
خلينا حاليا في الجزء بتاعنا احنا. خش عندي عفوا في الشغل بتاعي انا ونشتغل في البوست برودكشن. هنا هل عندي ماتيريال او مجموعه بلوكات انا بحب اشتغل عليها موجوده عندي؟ زي مثلا تعالى نتفرج على مجموعه، بس احمل بس الحاجات دي كلها. مجموعه البلوكات اللي عندي انا مقسمهم طبعا زي ما انتم شايفين كده. مثلا تعالى مثلا في الكيتشن، خلاص المطبخ، هتلاقي مجموعه المطبخ زي ما انت شايف كده. الصور دي كلها صور حقيقيه، انا مش جايب حاجه من يعني الصور دي كلها صور حقيقيه. انا بحب اشتغل بحاجه لايف او حاجه ريال، تمام؟ او عشان يبقى الرياليتي بتاعك قوي جدا او واضح، ماشي. انا بحب اشتغل كده، احب اشتغل حاجه تكون عندي مظبوطه بالظبط، يعني حاجه كده تحس ان البلان ده حقيقي. تعالى مثلا سي البيدروم، هتلاقي البيدروم فين مثلا؟ دي ديننج روم، بيدروم، بيدروم فين؟ بيدروم بسم الله، بيدروم اهو، بيدروم. هتلاقي برضو عندك صور حقيقيه بستخدم حاجات لايف، تمام، ماشي، زي ما انت شايف كده. اوكي، بيبفاض بالكلام ده كله. طبعا للاسف ان انا ما بقاش عندي احيانا، يعني مثلا ممكن يبقى حاجه لايف زي كده بس من غير الكومود والكلام ده كله، فممكن استعين بحاجه من دول، يعني ممكن استعين باي غرفه من الغرف دي كده ابتدي احطها عندي في الفرش بتاعي، مع تطعيم برضو بجزئيه بفات والكلام ده كله. فتعالى مثلا ناخد صوره زي كده في البيدروم، ماشي. ده الجرانيت، خلاص دي خلاص خلصناها، وده البلان اعتقد خلاص مش محتاجينه تاني، تمام. وابتدي اسحب ده هنا كده، اقول بعد اذنك افتح لي البيدروم دي، وابتدي اخد البيدروم دي، تمام، برضو نفس الموضوع، دراج ودروب، ارميها فين؟ عندي في الفايل بتاعي اهو هنا كده، تمام. وابتدي بقى ايه، اشكلها او احجمها على قد الايه، الغرفه بتاعتي. يعني انا فاكر طبعا بشمهندس ابو بكر، ممكن اقوم بقى اجي على الفلور اللي هي البيد فلور، تمام، عشان ابقى شايف اللي تحت منها، وابتدي اعمل تصغير للبيدروم كده عشان الغرفه تبقى مظبوطه، عشان بشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا، اقول لك انت ظابط الاوضه بالظبط، ونصغرها كده مثلا، ماشي، شويه كده نحاول نظبطها او نوسطنها كده بالظبط، يعني تقريبا اعتقد كده المساحه معقوله، ماشي. يبقى كده خلصنا ايه، انتر، حطينا ايه، البيد روم، تمام كده بشمهندسين. طبعا انا قافل ايه، الفلور، خد بالك انا قافل الفلور، تمام. اما تفتح كده تظهر معاك، ما عندناش مشكله خالص في السرير بتاعنا، تمام، تقدر ترجع بيه لاخر كده لحد الحته. اوكي، يبقى البيد كده انا قفلته، بس ليه؟ عشان اشوف الفرش بتاع السرير فين، الدولاب فين، الكلام ده كله. اوكي، طيب عندنا تسريحه مثلا، محتاجين تسريحه، عندنا تسريحه هنا ولا لا؟ اي ثينك مش هيبقى عندنا، بس ممكن نحاول نشوف حاجه من بقيه الحاجات الثانيه. في عندنا البيدروم الثانيه، طبعا في غرف ثانيه كده اللي هم السريرين وكومود، فاعتقد في هنا برضو سريرين وكومود في البيدروم. في سريرين وكومود فين؟ بسم الله، سرير فرداني، ممكن ناخد سرير زي كده، حاجه زي ده، خلاص، ونحط احنا ما بينهم كومود، ما عندناش مشكله. فاي ثينك ان احنا عندنا سرير فرداني اللي هو ده مثلا، تمام، او ده، يعني اللي يعجبك من دول، ده او ده. فانا هقوم جاي كده فاتح برضو نفس الفوتوشوب، عامل دراج ودروب كده، خلاص احنا خدنا السرير الكبير، نقدر نقفل الايه، الفايل بتاعه، واقول له بعد اذن حضرتك انقل ده هنا برضو كده اهو، تمام. طب احنا محتاجين حاجه تاني بالمره من البيد هنا عشان نبقى خلصنا. عايز تبص بس على الاوضه الثانيه، يا ترى الغرفه الثانيه محتاجه سرير سنجل ولا دبل، عشان برضو لو كده اخده مره واحده. ايه ده، دي دخلت هنا كده. طيب الباث روم، معلش دي بقى غلطه هي كده في الباث روم، احنا غلطنا في اختيارنا. فالباث روم كده نقول بقى تعمل الباترن ده، ماشي، اقول له بعد اذنك في التحديد بتاعنا، خلاص، اقول له لا انا عايز اشيل الجزء ده في التحديد اللي هو بتاع جزئيه الباث روم دي، اقول له بعد اذنك شيل الباث روم دي من هنا. طبعا دي مشكله، طبعا هضطر اختارها تاني واضيفها تاني للاسف شديد جدا، خلاص. ان انا ممكن بقى في الباث روم دي ان انا هاجي كده في الباث روم واقول لك تعالى اختار، دي طبعا غلطه من هنا، جت من هنا كده بدون قصد، ماشي، ما خدناش بالنا منها. فلو جينا عملنا كده ماتيريال، هتجيب لي بقى كل القصص دي كلها، صعب جدا. هنختار نختارها تاني ونغيرها، ما علينا، مهم يعني، ماشي. فلو قفلنا كده هيقول لك ايه، برده هنا سريرين، ماشي، مش مشكله، مش هتفرق معانا دي في حاجه كبيره قوي، ممكن نبقى نعدلها بعدين. طيب يبقى هنا سريرين وسريرين، ماشي، خلاص، ومكتب، اوكي. طيب يبقى انا كده هاجي بقى برضو اخد ايه، السرير ده كده اهو، واحطه فين هنا، ماشي، اقفل بس البيت فلور عشان نبقى الدنيا واضحه. بص هنا جت بقى فوق البيت فلور، فدي او تحت البيت فلور، فده طبعا مشكله بالنسبه لنا، لازم تبقى فوق هنا كده، خلاص.
لازم تبقى فيه زي ما احنا اتفقنا في التظبيط بتاعنا. وصغر ده كده، ده سرير اهو ماشي، وناخد منه نسخة تانية ل نقوله كده خلاص. اعتقد ممكن كده كويس، مش مشكلة خلاص اوكي. وبعدين نبتدي ايه نشتغل عليه، نقول له عايزين لو سمحت عفوا كوبي منك هنا كده ماشي اوكي تمام. يبقى عندنا ده جزء ده كده نجيبه كده شوية، وده كده شوية. كل سيل طبعا بالايه بالسجادة بتاعته. عايز تشيل الفواصل دي ممكن نشيلها، ما عنديش مشكلة، ممكن تتشال، نقطع الزيادات دي، او كل سيل بتسيبه بالفرش بتاعه تمام. طيب يبقى كده ظبطنا ايه. طبعا ده ايه اللير 2 ده اللي هو الايه سنجل بيد، ده سنجل بيد سنجل ايه بيد تمام. 1 وناخد كل ده كده كوبي، ونروح على ده اللي هو سنجل بيد 2 كنترول في، ونقول له ده هيبقى ايه 2 مش 1 اوكي، عشان بس يبقى الدنيا واضحه معانا في التعديلات لما احب اعدل على حاجه هنا عندي. طيب نشوف ايه تاني عندنا. اعتقد كده البيد روم احنا برضه نفس السريرين دول هنعملهم بقى كوبي خلاص، مش محتاجين البيد روم. اعتقد ان احنا كده خلاص الدنيا عندنا بقت مظبوطه. طيب عندنا ايه تاني محتاجينه في البيد روم؟ محتاج سجاد مثلا، يبقى عندك سجاد هنا اهو كاربت، تقدر تحط اي سجاد، اي ارضيات، اي حاجه انت عايز تحطها ما عندناش مشكله خلاص. اي حاجات كده موجوده عندك ايه. طبعا ده بقى لما تخلص ممكن تحط الايه اللي انت محتاجه من السجاجيد والارضيات، لكن خليها في الاخر. كراسي لو انت عايز تعمل مكاتب، انت كنت عامل هنا مكاتب تقريبا. هنقفل كده البيت فلور. غرفه النوم ده مكتب اهو، يبقى انت محتاج هنا كرسي اوكي. يبقى انا محتاج كرسي دلوقتي. طبعا انا بشوف البلان بقى، عشان كده بقول لك انا باخد البلان ابتدي اشتغل عليه واشوف اللي انا محتاجه. ياخد مثلا كرسي ده كده واقول له افتحه لي هنا كده اهو فوق كده تمام، واسحب الكرسي برده دراج ودروب موف كده اسقطه هنا كده ماشي. طبعا حجمه كبير جدا، سهل ما عنديش مشكله، بصغره كده بالمساحه والحجم اللي انا شايفه مناسبين عندي تمام. يعني انت ليه بتتحكم طبقا للايه للبلان بتاعك اهو. اعتقد كده الدنيا هتبقى مظبوطه باذن الله ماشي. يبقى كده البيت فلور اهي، يبقى انا عندي الكرسي تمام خلاص اوكي ماشي. طب في ايه عندي تاني؟ خلاص خلاص الكرسي ده بقى امسح. عندي ايه تاني هنا؟ خلاص خدنا الكراسي. عايز بقى تاخد الكرسي ده، الكرسي ده براحتك زي ما انت عايز. كلاود طبعا ما عنديش كلاود ده بره. الديننج روم ده عايزه تطلع بره ماشي. الباث روم ممكن حمام، ناخد حاجه في الحمام. حوض مثلا ممكن اخد حوض تمام، وارد ان انا اكيد طبعا احتاج حوض يعني. ادي حوض تمام اوكي. ومحتاج مثلا سي بانيو، ممكن ناخد بانيو مثلا ده كده اهو تمام كده يا باشمهندسين. وممكن ناخد ايه تاني؟ تويلت، ننزل كده فين التويلت. طبعا في حوض بقى الوان والكلام ده كله، القصص دي ايه امرها سهل باذن الله. فين ال التويلت؟ ما عندناش ده او ده، بس ده من غير طبعا غطا، فممكن ناخد ده امر لله. نعمل ايه؟ مش عايز افتح ليه؟ عم الحاج ايوه تمام. ناخد ده كده ونطلع نرميه هنا كوبي. ادي التويلت. عايز احط صابونه كمان، ممكن احط صابونه ما عندناش مشكله في القصه دي تمام كده يا باشمهندسين. معايا مركزين ولا ايه؟ معايا مركزين ولا سرحتوا مني؟ يا باشمهندسين باشمهندسين الاعزاء تمام كويس قوي. اخد بقى الحوض ده كده من هنا موف برضه سقطه هنا. الحوض بتاعنا ادي حوض، طبعا حجمه كبير قوي مش مهم يعني، هنظبط الحاجات دي كلها ما عندناش مشكله. طيب بصغره بقى كده، ممكن برضه نشيل الارضيه بتاعت الايه الباث فلور عشان تظبط الارضيات معانا. الباث فلور اهي، ونبتدي نصغر بقى الحجم بتاعنا ونشوف الحوض ده محطوط فين. باشمهندس ابو بكر حاطط لنا الحوض فين، ونصغره بالحجم اللي هو مناسب للمكان تمام اهو مثلا كده، ونقول ادي الحوض بتاعنا اهو يا باشمهندس زي ما انت اخترت له المكان بتاعه تمام. تعالى بقى نحط برضو ايه البانيو اهو اوكي. نحط البانيو هنا كده، طبعا كبير برضو ما عنديش مشكله خالص اهو. ونعمل له روتيت
تمام ونسقطه هنا كده على قد المساحة طبعا اللي عملها البشمهندس في التصميم بتاعه مثلا كده اهو مظبطه على قد المساحة بالظبط وانتر. ادي الحوض، عايزين التويلت نقفل بقى سوري البانيو قصدي وناخد التويلت بعد كده اهو. ننزل بالتويلت هنا نعمل له برضه روتيت كده وناخد الايه الحجم او السايز بتاعه نظبطه طبقا للايه للمساحه المقترحه عندنا من البشمهندس. طيب احنا كده ظبطنا الفرش بتاعنا الحمد لله. ادي الحوض وادي طبعا فوطه بقى سهل انك تعملها او تسيبها براحتك زي ما انت عايز ماشي. ونبتدي نقول بقى هات لي الايه الباث فلور اهو، هتلاقي الباث فلور لما يظهر عندك خلاص. عفوا الحوض فين هنا اللي بطلع الحوض فوق هنا كده فوق الباث فلور فوق اي حاجه كده يظهر عندك كده اهو. يبقى انا كده عملت ايه فرش للحمام بتاع حضرتك ماشي. نفس الفرش ده اعتقد هنحتاجه هنا في الباث برضو فلور كده هنشيله، هنا الحوض وهنا التويلت بس. فناخد الحوض والتويلت تمام، نقول له بعد اذن حضرتك هات لي التويلت ده انا عايزه هنا ماشي اهو، ونعمل له برضو روتيت كده يبقى في المكان ده كده. ولا دي التويلت بتاعنا يا باشمهندس اللي احنا مستخدمينه او عايزينه اوكي. وناخد بعد كده ايه الحوض برضو، ممكن نكبر الحوض شويه اي ثينك يعني تمام كده نطلع له كده اوكي. اعتقد ان الحوض ممكن يكبر سنه او هو كده معقول يعني ما فيهوش مشكله خالص تمام ماشي. ونسحب الحوض بتاعنا كده ناخد منه كوبي ماشي، ونعمل كنترول نسحب ايه الحوض بتاعنا نكبر سنه معلش عشان الفيو يبقى واضح شويه ما يبقاش الموضوع بعيد قوي كده ونجيبه هنا كده ونكبر بقى ايه لما نوصل لمكاننا. نقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي ايه روتيت كده اهو ونجيبه ايه لمكانه في التسقيطه بتاعته كده طبقا لتوزيعه الايه البشمهندس تمام اوكي. كده بقى احنا ايه عملنا الحمام اهو وفرشناه ولكن الباث فلور، هتلاقي الدنيا عندك ايه بقت مظبوطه. ادي الحمام بتاع الضيوف، ممكن احنا بقى نحرك دي كده شويه ولا حاجه وده مثلا كده شويه توسع بقى الحمام طبقا لايه للفرش اللي انت شايفه بالنسبه لك تمام. ادي فرش الايه الحمام بتاعنا وادي غرفه النوم انا بديك مثلا كاكزامبل او حاجه. طب البيت فلور هنا انا عايز هنا دولاب، عايز هنا دولاب وعايز هنا تسريحه وعايز هنا مكتب. طبعا انا ممكن اعمل دول عندي، انا مش عارف عندي دولاب ولا ما عنديش بس ممكن اشوف كده بسرعه. ده كده الباث روم خلاص بيد روم اذر كروشز لا ده حاجه ثانيه خالص. كار طبعا ما عندناش كار، كاربت شير ديننج روم دي سفره، دي سفره يا باشمهندسين اي سفره من السفر كده مثلا حاجه زي كده ولا حاجه لو انت عايز مثلا سفره كده. عندنا ايه تاني؟ ده فود بقى ده عايز مطبخ وطبق وسفره والكلام ده كله مش قصتنا دلوقتي. كيتشن ميسي بيبول بروجكت، هل في حاجه في البروجكت هنا ممكن نستخدمها؟ عندي ركن اهي وعندي سفره وعندي برضو قاعده هنا كمان اهي هنا وهنا والركن اهي. حلو قوي ماشي جميل جدا جميل جدا 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 كويس قوي. يبقى عندي هنا تقريبا اللي انا ممكن اكون محتاجه في البروجكت بتاعي عامه ثانيه. طيب حلو قوي، تعالى بقى دلوقتي نبتدي نفرش من الشغل بتاعنا ده يا باشمهندسين تمام. نفرش من الشغل بتاعنا ده هنيجي هنا مثلا عايزين ايه تاني نصغر كده شويه. خلاص احنا خدنا الحوض والتويلت، نبتدي نحط بقى بقيه الايه الاجزاء بتاعتنا. محتاجين ركنه اوكي ماشي في الريسبشن بره، ممكن احطها على طول كده واخلص. نفس تقريبا مشابهه كتيره قوي للركنه اللي احنا مستخدمينها في المشروع تقريبا يعني تمام. برضو نزلت تحت كده، لا انا بيهمني الركنه دي تكون فوق دايما، حاجتي تكون فوق هنا كده بقدر الامكان يعني تمام. مش لازم تكون اعلى حاجه لكن يهمني انها تبقى موجوده عندي فوق عشان تبقى ظاهره عندي في البلان او فوق الارضيات تمام. اعتقد ده بقى محتاج تعملها روتيت اعتقد احنا عايزين نعمل لها ميرورد
طيب نعمل كده ايمج. اوكي ننظرها بس كده الاول. اقول لك ايمج مثلا اعمل ليها عايزين نعمل لها روتيت. اي ثينك ان احنا ايمج روتيشن ممكن نعملها كده. فيليب هات فين ده سوري ده انا عرفت الصوره كلها. طيب ماشي يبقى احنا معلش هنعملها روتيت هنا الاول قبل ما ادخلها عندنا عشان ما تبوظناش اللوحه. ده اسهل حاجه يعني بالنسبه لنا. لك مثلا كده فيليب اعتقد كده مناسبه اكتر. اخدها بقى هنا كده ننزلها هنا ماشي. بقى انا كده اعمل روتيت اسهل. تمام جميل قوي. ابتدي اسقطها هنا كده طبعا مع التصغير عشان تبقى قد المساحه اللي انا عايزها. خلاص ممكن نصغر كده شويه او ممكن نقطع منها اللي احنا عايزين. ممكن نقطع الجزء ده كده الجزء ده ممكن نقطعه او ممكن نخليها زي ما هي ما عندناش مشكله فيها. أو ممكن نطولها سنه كده ولا حاجه. تمام اوكي ماشي. ونظبطها بقى كده تقريبا على الحيطه كده وهنا على الحيطه هنا كده مش قوي يعني كده. ماشي سنه تمام. دي تقريبا الركنه بتاعتنا يعني مشابهه. طبعا ممكن اقطع الحاجات دي بس ايه مش وقته دلوقتي عشان ما نضيعش وقتنا في موضوع القص والتركيب والكلام ده كله. طيب عندنا ايه تاني؟ السفره. ممكن ناخد السفره دي نحطها هنا كده ونقول له بعد اذنك عايزين السفره دي لو سمحت اهي ماشي زي ما كنا حاطينها هنا كده وبرده تكون ايه فوق عن مكانها عشان تظهر فوق الايه الارضيه. ونصغرها كده ونقدر نعمل لها روتيت كده بشمهندسين. اوكي وهنا مثلا كده تقريبا او بالمساحه دي كده قد المساحه اللي احنا تقريبا كنا محددينها للشغل بتاعنا. تمام طيب في عندنا برضو جزء هنا كنا حاطينه ك يعني قاعده كده ما عندناش حاجه هنا مشابهه لصالون او حاجه. فاحنا ممكن نرجع كده نبص على هنا في صالون او حاجه كده نستخدمها. ممكن نستخدم حاجه زي كده مبدئيا اهي دي حاجه زي الصالون كده. ده معقول جدا حلوه قوي دي حلوه جدا. مش ماشي قلنا اسحبها بقى هنا كده ايوه ونرميها هنا. اوكي ونعملها كده ايه خلاص وبرده الروتيت بتاعها نحطها هنا كده. طبعا نصغرها برده سكيل شويه مش تبقى كبيره قوي كده عشان نسبه التناسب. خلاص ونقدر ناخد منها تحايلا على الامر. ممكن نعمل فيها حركه لذيذه قوي ان احنا ناخد منها كده عفوا يعني نوع كده من طبعا المفروض مش عارف ما عنديش طبعا حاجه اصغر منها. اعتقد ما عنديش ليها حاجه كرسي واحد يعني تمام ما عنديش للاسف كرسي واحد فده هيعمل عندي مشكله. طيب انا ممكن اعملها بقى ايه نتحايل على الامر شويه ونخليها نفس الموضوع ده كده بس ايه نخليها ايه نصغرها سنه سكيل بتاعها نصغره شويه كان بس طبعا هيبقى شكله مش ظريف صح شكله مش ظريف. طب نعمل في دي ايه؟ طب اقول لكم على حاجه كده ممكن نحاول نعملها كمحاوله ان انا ممكن اعدل فيها. طبعا الموضوع هيبقى ممكن يكون محتاج مني تعديل بسيط لكن هحاول ان انا اعمله على قد ما اقدر. يعني ممكن اقطع دي كده الجزء ده من هنا لهنا كده احط كروب كده ماشي نعمل مثلا اقطع الحته اللي في النص دي واسيب الباقي ماشي. انا كنت عايز بس اخد الجزء ده كده يعني اخد من القطع ده. طيب انا ممكن ايه اشيل الكروب ده من هنا دونت كروب. ممكن اقطع حته واسيب حته يعني اخد الحته دي كده مثلا من الكورنر ده كده كروب من عندي من هنا على لحد هنا مثلا واخده نفس الايه الحجم الناحيه الثانيه وجمع الاثنين مع بعض. فاهمني الفكره عامله ازاي؟ واخد كروب تاني ماشي
برضو على الحتة التانية دي خلاص، او اخد ده كده اقول له مثلا اقطع تمام، اقول لك اوكي انتر ماشي، واخد الجزء ده واعمل له تركيب بعد كده لجزئين، فهمنا حاجة؟ يعني اجيب ده كده كده اوكي ماشي، وبعدين اخد منه صورة تانية واعمل لها روتيت، يعني اخد دي كده. طبعا هو طبعا تحاير على الامر، بس هنعمل ايه يعني، عارف انت ايه، بنحاول ان احنا نعالج الامور بشكل معقول شوية، بس طبعا ده هي ايه هيضايقنا في حاجه ان احنا نعمل ده كده. وبعدين نرجع نعمل له ايه ايمج، نقول له اعمل لي روتيشن او ميرور، لا مش ممكن مش مشكله كده كده، ونعمل له روتيت مش قصه تمام اهو اوكي، ونصغره كده. طبعا كل ده تحايل على الامر، يعني واخدين بالكم انتم من النقطه دي، يعني كل ده بنتحايل على الامر ان ده ده خلاص، وده نعمل له روتيت بقى كده. يعني احنا مش هنغلب ان شاء الله في الحاجات، طبعا الحاجات دي كلها عايزه منك انت تفكير ودماغك انت بقى في الشغل، يعني فاهمني. نصغر برضو ده كده عايز يكبر سنة بسيطة قوي كمان اعتقد كده تمام، ايه رايكم؟ نفع اللي احنا بنعمله ده خلاص، احنا ايه يعني عارفين ايه، بنجود زي بيقولوا، يعني بنجود على قد ما بنقدر يعني تمام. اتمنى تكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم، اخد بس ده كده يكبر سنه صغيره قوي في الحته الصغيره دي خلاص، بارك الله فيما رزق. وعندنا كورس اهو يا جماعه، حد عنده اعتراض؟ حد عنده اعتراض في اللي احنا عملناه ده؟ ها تحايل جميل قوي، عارف انت تحس ان احنا ايه عاملين ايه مبهدلين الدنيا يعني على قد ما نقدر يعني تمام. الاثنين كده ممكن نعملهم جروب مع بعض، اللي هو 8 او 9 ده، ده الكنبة 9 أعتقد 10. ما احنا عارف انت المثل بيقول لك يعني ايه الاثنين ايه على قد كده، هنعملهم الاثنين جروب تمام. ها لا بص، ما هو ده الفكرة بقى ان احنا ايه يعني عارف انت اللي ايه، احنا بنحاول على قد ما نقدر نظبط الدنيا. ما هنعمل ايه يعني، عفوا كنترول زد، ده هنختار الاثنين مع بعض ونحركهم كده اوكي، ونعمل لهم روتيشن. هو بقى ده اللي انا عايز اقول لك عليه، ان انت المفروض تكون فكرك انت هو اللي غالب على الشغل، يعني انت راجل معماري وراجل مهندس، ولازم فكرك يكون بروفيشنال شويه، فلازم تبقى ملم بالاثنين، يعني لازم تكون عندك فكر انك تنتج حاجه كويسه، ده شغلنا بقى بشمهندسين يعني تمام اوكي. نبتدي بقى نشتغل على اخينا ده كده شويه، ونبتدي نظبط دنيتنا كده اهو ماشي، لحد مثلا الاخر هنا كده يلا اوكي. بعدين نعمل له ايه، ناخد منه كوبي بسم الله، ناخد منه كده كوبي لحد برضو تاني تاريخ. طبعا ايه الاثنين واحنا عاملين جروب مع بعضه ماشي، فاحنا طبعا ده ايه عايزين بقى كده، بس احنا بنظبط الدنيا وخلاص ده، ونعمل له بقى شيفت كده روتيت للعكس الناحيه الثانيه، وبارك الله فيما رزق، وحلو قوي كده تمام. والطمع وحش صح كده، نرجع بقى كل الكلام ده كده لورا كده عشان ندي ايه فرصه للقعده كده، وعملنا قعده كده ايه تقريبا نفس الايه السيستم، وانتر وبارك الله فيما رزق. الله يعزك يا باشمهندس حسن، الله يخليك يا رب باشمهندس سمية، الله يعزك يا رب تمام تمام يا باشمهندس ايمان اهو. اتمنى ان انا كل الموضوع ده بقدم لكم معلومه مفيده، الحاجات دي في ناس كتيره بيقول لي طب انا مش عارف ايه ومش عارف، لا الموضوع باذن الله باذنك يا رب سهل جدا ان شاء الله، ما فيهوش ادنى مشكله. نحط بقى ترابيزه صغيره هنا نسيف بس اللي احنا عملناه ده كده، ونبتدي نتحرك في نشوف ايه عندنا تاني ممكن نشتغل بيه. مفيش عندنا ترابيزات صغيره، مفيش ترابيزات صغيره، نشوف اي ترابيزه. ده في سيراميكات والله، هو كمان برضو حاجات، بس احنا تهت علينا السيراميكات دي، يلا مش مشكله ادينا شغالين بالايه بالمتاح. تي في تلفزيون، اللي كان عايز تلفزيون بس احنا عايزين ترابيزه وتلفزيون والكلام ده. طب ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين ايه تاني؟ ده كان مكتب تقريبا صح، احنا كنا عايزين مكتب بكرسي صح كده، احنا ممكن ناخد المكتب بكرسي كله مع بعضه ونريح دماغنا. مكتب بكرسي حلو جدا، بس ممكن الكرسي الترابيزه هنا دوران او المكتب دوران، مش هنغلب في حاجه، ممكن ناخد المكتب ده
اعطينا فرصه هنا بس نسينا ناخد اوكي تمام جود كده. احنا اعتقد ان احنا ايه بقدر الامكان ظبطنا الدنيا. طبعا اعتقد ان الطقم ده محتاج يعني يصغر شويه, يعني الجزء ده الكنبه دي تصغر كده سنه, اعتقد محتاجه تصغر شويه عشان يبقى النسبه والتناسب الدنيا مظبوطه. اعتقد كده كويس تمام. اوكي واخينا ده برضو الاثنين دول كده كنترول مع بعض, الاثنين مع بعض كده نختارهم, ده وده نعمل لهم الاثنين كده تصغير شويه برضو عشان ايه يبقى الدنيا مظبوطه كده شويه. اعتقد كده مظبوط يعني برضو ايه يبقى الدنيا ماشيه, ما يبقاش الموضوع بعيد شويه يعني. وده وده نقربهم كده شويه ماشي. بارك الله في المرزق والحمد لله على كده زي الفل قوي. طيب عايزين بقى ايه نشوف ايه تاني عندنا يا باشمهندسين. كمكتب في عندنا اوفيس فوق طيب ولا حاجه؟ في اوفيس كلاود شير خلاص كراسي كار. ما عندناش كار طبعا, هنحط الكار فين؟ هنا فين؟ هنحط عربيه في الشقه ولا ايه؟ مش هينفع طبعا. طيب نرجع كده في بروجكت, كان في عندنا بروجكت, كان نشوف في عندنا حاجه هنا تاني ناقصه. في عندنا زرع بقى, ممكن ناخد زرع اي زرع من ده, اعتقد ده او ده او زرع دي حاجه كده اي حاجه. ممكن ناخد الزرع دي كده ولا حاجه, هي شكلها شعنونه شويه بس مش مشكله. ايه دي؟ ده الاخ الكرسي خلاص نقفله عشان ما ابوظش الدنيا. نو ناخد الزرع دي كده نسحبها برده هنا. لو كنا حاطين زرع هنا فاكرين تمام. ونصغر الحجم بتاعها, احنا محتاجين نعملها روتيت كده سنه ماشي, ونصغرها برده كده ايه سنه عشان بس ما يبقاش الموضوع اعتقد كده كويس. ناخد منها نسخه برده ثانيه الناحيه الثانيه, كنا حاطين زرع هنا بس اعتقد مش عارف حاسس ان الزرع كده يعني دي منعكشه شويه خلاص, بس ما علينا يعني. حط واحده كده على كده مش عارف, حاسس ان الزرع دي شكلها مش ظريف مش ظريف. I think so يعني. I think ان الترين تعال نشوف حاجة أصغر شوية أو حاجة أفضل شوية, زرع داخلي كشغل حاجة كده interior. ده elevation مش نافع, ده elevation مش عندي, ده كده كده مفيش حاجة, دي بس اللي جاية طب كده ماشي مش مشكلة خلاص. اوكي خليها مش مشكلة, نصغرها بس شوية كده وخلاص, نلمها كده شويه خليها حاجه كده ايه زغطوطه كده عفوا, ونيجي على دي كده خليها حاجه كده بس كده وخلاص مش مشكله تمام. ودي نفس الموضوع كده, ناخد بقى دي كده نكررها واحده هنا, وناخد واحده هنا تمام. طبعا بحاول املا الفراغات اللي موجوده دي البلان تمام, وممكن ناخد واحدة من دي هنا برضه زي ما احنا كنا حاطين كده كنترول زد عفوا. الزرعة دي اهي ناخد لها واحدة هنا كده اوكي ماشي. وكان في واحدة تقريبا هنا عند ال, وكان في واحدة هنا ايوه ناخد واحدة كده اهي هنا وناخد واحده هنا يلا مش مشكله عشان بس ما اقعدش ادور على تقطيع والكلام ده كله. فكده بارك الله فيما رزق الدنيا كده ايه زي الفل ماشي يا باشمهندسين. خلاص عدد التقطيع هنا صغيره, الترابيزه صغيره كده المفروض, لا دي شكلها مش ظريف, عايزين تقطيع صغيره. قلنا عايزين مكتب, ده ايه ده؟ عايز ابص على ده ايه. دي حاجه خشب زي ترابيزه او حاجه مش ممكن احتاج دي في حركه حلوه قوي. انا ممكن اجي هنا واحطها هنا كده, هقول لك انا هعمل ايه دلوقتي, ده ايه ده خلاص دي زراعه خلصت, ده انا عايز اعمله دولاب, ده هعمله دولاب تمام. واحد يقول لي الدولاب ازاي, هقول لك دولاب ومكتب وهندلع بيه الدنيا كلها. هقوم جاي كروب كده اقول له بعد اذن معالي سيادتك انا مش عايز الايه البرواز اللي بره ده, انا عايز الاطار اللي جوه فقط لغير الخشب ده تمام, عايز الايه الخشب ده يا باشمهندسين. اوكي انا عايز ده بس كده, اقول له ايه كروب شكرا, واخد الخشب ده
تمام ارمي عندي هنا كده اهو وارمي هنا عندي برضو جاي تحت كده نطلعه فوق بعد اذنك اقول لك بعد اذنك ايه تعالى لي بقى فوق كده لو سمحت خليك فوق كده على قد ما ربنا يقدرنا ماشي وقوم جاي بقى ايه مصغر عندي البلان ده اوكي واسحب الجزء ده كده واصغره ماشي وابتدي اطلع كده طبعا هو لونه للاسف مقارب للباركيه فده هيبقى ممكن يبقى فيه شكله مش ظريف شويه لكن بنحاول بقدر الامكان اقول لك والله ده كده انا عايز ده كده خلاص وصغر ده كده شويه ايه رايك بس طبعا لونه في مشكله شويه صح تمام اوكي يعني بس اعتقد ان محتاجين حاجه تظهره شويه هنحاول نظبطه دلوقتي او نحاول نغير الارضيه بتاعه الباركيه بتاعه الاوض يعني حاسس انها فاتحه قوي ممكن نحاول نظبطها سنه طب انا كده ظبطت ده واسحب ده كده هنا برده هعمل ده مكتب برده دولاب يعني ليه بالمتاح عندي ادي مكتب اهو خلاص ونصغره كده كمان شويه ادي مكتب يا سيدي ادي المكتب ماشي ممكن نلمه كده شويه او ممكن ايه كده وبعدين نحرك الكرسي ده كده شويه خد بالك انا ممكن الكرسي كمان بقى بص الحته التمام دي خلك الكرسي كده كانه تحت المكتب يا سلام والدنيا عندك بص ايه باشمهندس امام بتقول لي مع الظل هيبان فعلا وممكن نغير الارضيات دي يعني نجرب كده ارضيه ممكن يكون ناخد باركيه تاني بشكل مثلا مختلف ممكن ناخد الباركيه الغامق ده مثلا تمام يعني ممكن ناخد الباركيه الغامق ده او الباركيه التاني ده اللي هو مختلف سنه اعتقد الباركيه ده مش وحش وظاهر مع الخشب يعني تمام يعني هي الباركيه التاني ده كان باين ان في فرق في الارضيه ده عندك فدي حاجه كويسه تمام دي حاجه كويسه يبقى عندي السرير وعندي مكتب ممكن اعمل بيه تسريح هنا برده اوكي مفيش مشاكل هنا برده السريرين دول عايز اجيبهم هنا سرير وسرير واحط بينهم كومود اوكي الكومود ممكن يكون نفس الخشب ده خد بالك يعني ممكن لو ما عنديش كومود هنا يعني انا ممكن يكون عندي كومود هنا ولا حاجه ممكن في اي بيدروم عندها كومود اللي انا عايز اوصله لك ان انت بدماغك وتخيلاتك انت اللي بتعمل شغل يعني انت اللي بتعمل شغلك بالتخيل بتاعك بدماغك انت بفكرك انت اللي بتعمل اللي انت عايزه قطع وخد اللي انت عايزه من الشغل زي ما انت عايز تمام ما توقفش على حاجه وما تعطلش نفسك على حاجه وما تنتظرش ان انت تلاقي حاجه جاهزه تمام ماشي المكتبه دي انا بقعد اجمع فيها فتره كبيره جدا الموضوع مش سهل يعني بقعد فتره كده اقعد ادور على حاجات وبقابل حاجات بلاقيها موجوده ممكن استخدمها ممكن لا فلازم تحاول شغل نفسك على قد ما تقدر ده ممكن الكمود يشتغل معاك كمود بين الاثنين خلاص اقفل ده بقى كده وحاول لما تعدي الحاجه ما تحفظش يعني هنا اقول له لا سيب كل حاجه زي ما هي ممكن احتاجها تاني ما تبوظش الدنيا بتاعتك ده ما اعرفش جايب بالظبط هات لي ده كده حطه لي هنا ده بين السريرين كده باشمهندسين اوكي طبعا ده كمود هنصغره كده خالص عشان يبقى بين السريرين كده اوكي وناخد الكومود ده نحطه هنا كده في النص يا سلام زي الفل ادي الكومود تمام طبعا هو مربع بس ايه يعني بتصرف ممكن حد حاجه من دول او ممكن نعمل مربع من ده يعني ممكن اقوم واخد بص اهو تاني ممكن اقوم واخد ده كده قلت جاي هنا تمام ماشي خلاص واقوم مصغر ده كده اقول لك ادي الكومود يا سيدي ولا تزعل نفسك اهو يا عم ادي الكومود بين الاثنين ولا تزعل نفسك خالص ادي الكومود وحط عليه اي حاجه كشكل ان هو ايه كومود وخلاص يعني ما الدنيا مش هتقف عندنا على حاجه باذن الله طيب في عندنا ايه تاني غير الاوضه بقى المطبخ بقى خلاص كده الريسبشن فاضل عندنا عايزين ترابيزه برضو صغيره هنا ممكن عايزين نشوف ترابيزه كويسه عايزين ترابيزه بقى مع مفيش ترابيزه صغطوطه كده تكون ازاز ولا حاجه تكون حاجه كويسه عايزين حاجه كده تكون شكلها شيك لذيذه ترابيزه 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 عايزين ترابيزه يا ابو الخطاب عايزين ترابيزه عايزين ترابيزه 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 طيب ممكن نلعب لعبه لذيذه مش وحشه اخد ده كده واحطه هنا اوكي ماشي ده ايه ده خلاص نهى
برضه مش هحفظ اي حاجه، اهو مقطع ايديه كده واخد الترابيزه بس، شفتوا بقى الهنا اللي انا فيه، واخد ايديه كده الترابيزه بس كده اهو تمام ماشي، واقول له شكرا انا عايز الترابيزه فقط لا غير، واسحب الترابيزه كده بالراحه، اقول له بعد اذن حضرتك عايز الترابيزه دي هنا كده بمنتهى الايه الهدوء كده، اقول له بس انا الترابيزه دي عجباني لي كده هنا لو سمحت كده، طبعا بصغرها بقى واظبطها زي ما انا عايز تمام، واعمل لها كده روتيت تمام اهو، واسقطها في النص كده، ممكن نصغرها كمان سنه صغيره قوي يعني كنوع من التنظيم كده شويه، او كده خليها في النص ماشي ما بين الاثنين. اوكي حلو قوي كده، بارك الله في المرزق تمام. نقفل ده كده كمان خلاص، ما نبوظش بقى الملف بتاعنا زي ما احنا اتفقنا ماشي. ما احنا كده ايه اللي ناقص لنا تاني؟ اعتقد كده فاضل لنا بقى الحديقه اللي دي الجنينه دي، ناخد حاجه زي كده نحطها في البلكونه، ما عندناش مشكله يعني اهو، ناخد الكرسيين دول كده نقول له بعد اذنك حطهم لي فين؟ في تيراس كده كده تمام خلاص كده اوكي، ويعملوا مثلا روتيت كده ولا حاجه تبقى القعده اعتقد كده تبقى اظرف شويه، ممكن نصغرها كمان سنه ونسطنها كده في النص وشكرا تمام تمام كده قوي. يبقى كده عملنا قعده في البلكونه، عايز تخليها مثلا روتيت ولا حاجه كده كمان سنه ولا كده براحتك، انت فكره الشغل بتاعك ما عندناش ادنى مشكله باذن الله تمام. يبقى انت كده ظبطت الدنيا بتاعتك اعتقد كده فرشت، عايز تحط سجاد هنا بقى ممكن نحط سجاد، احنا اتفقنا في عندنا سجاد ممكن نستخدمه في الارضيه، في الكاربت كان هنا في كاربت فين بسم الله، ممكن ناخد انهي سجاده يا ابو خطاب نحطها في النص كده كمشايه او حاجه، عايزين حاجه طبعا مودر ممكن اعتقد دي، بس دي ابيض قوي مش هتبان مع الارضيه، ممكن ناخد ايه ناخد حاجه زي كده اعتقد ممكن حاجه زي بني زي كده فرو تمشي معانا او حاجه زي كده ممكن صح نسحب ده مثلا كده نحطه هنا كده، يعني بنحاول نفكر كده مع بعض حلو الفرو ده كويس، نمسح بقى خلاص دي كده مش عايزينها، وناخد الايه الحاج فرو ده بعد حاج فرو نحط هنا ماشي، برضه نعمل له روتيت كده طبعا، خد بالك ممكن احطه تحت الصالون والسفره والكلام ده كله، احنا ممكن احط ده تحت الصالون ما عنديش مشكله وتحت السفره عادي تمام، يعني تعالى مثلا عايز احط تحت السفره مثلا على سبيل المثال، هو فين ده؟ طيب فين السفره؟ اه هنا بقى مشكله ان انت هتقعد تدور على السفره يعني تمام، يعني مثلا سي انا لو جبت ده كده فين السفره؟ تمام عشان كده بقول لك الايه التسميه دي لاير 7 صح؟ لاير 7 فين لاير 7 الحاج لاير 7 بقى هنا؟ طبعا انا نسيت التسميه بس ايه ما علينا، سفره تمام، وعايز السفره دي تبقى فوق الايه السجاده دي، السجاده دي فين؟ اهي دي ايه كاربت تمام، يبقى انا عايز الايه السفره فين؟ كانت تحت هنا بسم الله، فين السفره فين السفره فين السفره؟ لو انت عايز بقى تنظم انا بحاول اوريك ازاي ايه تحل المشكله فين السفره؟ اهي يبقى السفره دي تكون فوق كده فوق السجاده تمام، فين السجاده اهي، يبقى انا فوق السجاده كده تمام، يبقى انا لو سحبت السجاده دي حطيتها تحت السفره كده يا سلام، ايه رايك بقى يا باشمهندس؟ تمام يبقى انا كده حطيت الايه للسفره سجاده، نفس الموضوع لو حبيت اعمله مع الصالون اللي انا عامله هناك ده، فهمنا كده يا باشمهندسين؟ ها حد فاهم حاجه؟ اوكي حد فاهم اي حاجه؟ مش عارف حاسس الناس مش عارف، انتوا مليتوا زهقتوا يا جماعه؟ لو زهقتوا قولوا لي، لو زهقتوا قولوا لي ماشي يا باشمهندس انا تمام. نعمل روتيت وحطها تحت الايه الصالون، واعتقد ان ماشيه كويس، بس عشان بقى اشوف الصالون بتاعنا واحطها تحت الصالون بالظبط. الله يعزكم يا رب تسلموا، هنا بقى كاربت كابي، عايز اشوف بقى الصالون بتاعي فين، فانا ممكن اسحبها هي تحت الصالون يعني تحت جروب كده بيها كده ماشي حاضر، وابدا انزل بيها كده تحت الايه الجروب ده كده تمام، تحت الجروب هنا كده اعتقد اجيب تحت الايه هنا كده. طب الـ 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 الاخت الترابيزه دي اسمها ايه؟ ده الكنبه دي اسمها ايه؟ اطلعها فوق كده فوق الجروب ده ماشي، يبقى انا كده عملت ايه؟ ادي قاعده كمان وادي الايه؟ سجاجيد الدنيا زي الفل، عايز تعمل بقى حاجه في النص براحتك زي ما انت عايز. انا خلاص يا باشمهندس محمد هنطلع بريك حاضر اه، يعني احنا بس دينا
يعني احنا قدامنا 5 دقايق ونطلع بريك باذن الله تمام عشان برضه نلحق اصلي العشاء ان شاء الله ونرجع نكمل شغلنا تمام. الفكره بس انا عايز الناس تكون فهمت احنا بنفكر ازاي والفكر بتاعنا ماشي ازاي. هو ده السيستم بتاعنا اعتقد ان هو بقى واضح دلوقتي للكل والدنيا بقت مظبوطه تمام. اتمنى من الله ذلك يعني ان تكون الدنيا خلاص وضحت والكل بقى فاهم طريقه الشغل بتاعتنا في عماره بتبقى ماشيه ازاي. وحط ممكن سجاده هنا كمان اهي يلا كده مدوره وايه وظبطنا كده الريسبشن بتاعنا ودلعنا الدنيا على قد ما ربنا قدر. ادي مثلا سجاده كمان في النص اهي اعتقد كده احنا كده الدنيا عندنا تمام. مش عايز حاجه تحت السفره براحتك عايز تخليها براحتك زي ما انت عايز. كل ما انت كده اقول له ايه فايل سيف عندنا كده اعتقد ان احنا فرشنا كل حاجه مش فاضل عندنا غير المطبخ. واعتقد المطبخ برده ما فيهوش مشكله انت تدي له بس جزئيه المطبخ بتاعتنا اللي انت هترسمها له وتحط عليه الفرش بتاعها وبس. احنا كده اعتقد ان احنا تقريبا فرشنا بلان المعماري تمام. تقريبا ان احنا فرشنا البلان المعماري فاضل بس اوضه النوم الثانيه بتاعت الاطفال خلاص او الاوضه الثالثه يعني والمطبخ بس. واعتقد ان احنا كده هنبقى خلصنا البلان المعماري ده يا باشمهندس. حد لاقي سؤال في اللي احنا قلنا؟ حد لاقي سؤال في اللي احنا قلنا؟ ها؟ حد لاقي اي سؤال؟ باشمهندس طيب عشان مش عايز اتقل عليكم نطلع بريك ساعه دلوقتي خلاص الى 5 ممكن نطلع بريك. هتاخد مثلا ربع ساعه ولا ثلث ساعه؟ عايزين تاخدوا بريك قد ايه؟ ربع ولا ثلث؟ نص مرة واحدة مش نص محمد. أنت دايما معكسني كده على طول ها؟ تقول لي أقول لك ربع ولا تلت تقول لي نص؟ ها؟ ها عايزين بريك قد إيه؟ 20 دقيقة؟ الله يعزك يا رب تسلم يا رب تسلمني. طب هقول لكم على حاجة إحنا هنرجع 7 وربع دلوقتي سوري 8 وربع 8 إلى 5 نرجع 8 وربع هناخد ربع ساعة مع الأربع دقايق اللي هم دول يعني ممكن حوالي تلت ساعة تقريبا عشان بس العزيز إن شاء الله. فاحنا ممكن نرجع باذنك يا رب على 8 وثلث اوكي تمام 8 وثلث شغلنا. شكرا ليكم واشوفكم بعد البريك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشمهندس نرجعكم تاني بعد البريك البسيط ده ونبتدي نسالنا في الشغل. جاهزين كله تمام كده الناس تمام؟ حد لاقي سؤال في اي حاجه في اللي فات؟ باشمهندس هنا ده باشمهندس محمد تمام اوكي ماشي. طيب نتوكل على الله ونكمل شغلنا. احنا كنا وصلنا قبل البريك للجزئيه بتاعتنا دي طبعا عندك هنا بسرعه كده ممكن ناخد بقى ايه جزئيه السرير ده نفرش الاوضه الثانيه كده بسرعه عشان نقفل الجزء بتاعنا والمطبخ عشان نبقى قفلنا شغلنا وناخد الجزء ده كده اهو روتيت تمام ماشي ونقدر نكبر كده الزوم شويه ممكن السرير ده نكبره كده سنه ممكن نضمه كده اوكي ماشي يعني مش قوي كده تمام ونقدر ناخد السرير ده تقريبا ده التقسيمه اللي كان عاملها الباشمهندس ابو بكر. ادي السريرين نسيب ما بينهم مسافه وناخد الترابيزه برده والمكتب كنا حاطين الترابيزه اهي نعمل لها برده كده ايه دراج ودروب هنا كده تمام ونحطها برده في النص ما بين الاثنين كده ممكن نبعد عن الحيطه شويه نبدا ناخدها كده سنه ماشي اوكي وده يبقى في النص كده ما بينهم نسقط ايه الترابيزه دي كده ما بينهم وناخد مكتب برده المكتب ده ممكن ناخده المكتب كده برده نجيبه هنا يعني كنوع من ايه من الفرش كده سريعا عشان نقفل ايه الجزئيه بتاعتنا دي كده اهو ونحط المكتب مثلا هنا وممكن يبقى دولاب ومكتب يعني ممكن احط دولاب وممكن احط مكتب ما عندناش مشكله وناخد بقى الكرسي برده ده كده اهو اوكي ماشي نفس الموضوع ايه ونعمل له روتيتنج كده اهو وممكن نسقطه في النص كده شويه ماشي يبقى كده الاوضه الثانيه تقريبا فرشنا كل حاجه تمام. عايزين ايه الجزء الابيض باشمهندس انا ده بتسال على موضوع السرير ده انا ممكن اشيله ممكن اخد الجزء اللي تحت ده كده سيلكتد اهو كده واقول له كله ديليت وارجع على نفسي خلاص هندسه اهو سيلكتد كده على طول تمام بسيطة جدا يعني بس طبعا اعتقد السرير هيبقى شكله مش ظريف لان الظهرية بتاعته مش هتبقى موجودة يعني انا لو شلت الجزء ده كده شايف ان هو ممكن يبقى فيه مشكلة لو انا شلت الجزء ده لو كده اوكي خلاص تمام ماشي لان هو السرير ممكن يمشي كده
يعني انا ما عنديش مشكله في النقطه دي، لو انتوا شايفين ان هو كده اوكي انا ما عنديش مشكله، ونحط له سجاده بعد كده او حاجه زي ما احنا عايزينه، ونخلي السرير مثلا على الاخر كده ما فيش مشاكل. اوكي نفس الموضوع ممكن نعمله هنا لو انتوا شايفين ده افضل. اه كده ما عنديش مشاكل اهو، ديليت برضو نفس الموضوع، يعني انا ما عنديش مشكله في النقطه دي. انا كنت سايبه بس عشان يبان حدود السرير فقط لا غير، لكن احنا ممكن نظبطه كده ما عندناش مشكله لو انتوا شايفين ده افضل، انا ما عنديش مشاكل. اوكي تمام كده هندسه، نفس الموضوع ممكن نعمله هنا، نفس السرير ده كده برضه سيلكت على السجاده دي نقول له ديليت. اوكي ونرجع على السرير ده برضه نعمل له برضه سيلكتد كده لو الجزء ده افضل بالنسبه لنا. تمام كده هندسه، ونجيبها طبعا السرير لحد اخر الحيطه كده ماشي، والسرير ده برضه يبقى لاخر الحيطه كده عشان ما يبقاش فيه ايه جاب كبيره يعني. تمام وادي الكومود في النص اهو. اوكي طيب نيجي نشتغل فين بقى هنا الدولاب؟ ممكن نحط بقى هنا طبعا عايزين تسريحه بس احنا مش لاقيينها، ما علينا خلاص. يبقى كده ظبطنا سريرين وظبطنا الدنيا على قد ما قدرنا. ممكن نكبر ده بقى ده كده شويه، السرير ده نعرضه كده سنه تمام عشان ياخد راحته شويه في الابعاد، ما يبقاش ايه كنز قوي كده. اوكي نفس الموضوع. طيب تعالى كده على المطبخ بسرعه، ما اعرفش طبعا الباشمهندس ابو بكر كان ظبط المطبخ ازاي. فعند الكيتشن فلور هبص كده على المطبخ بتاع الباشمهندس ابو بكر، عامله حرف ال كده مع الجزئيه دي، فانا ممكن اجي على الكيتشن وارسم له حرف ال كده اهو، حاطط الحوض هنا في الكورنر تمام مع البوتاجاز هنا مع طبعا المطبخ والكلام ده كله. باشمهندس ابو بكر تمام بالمقاسات الستاندرد، جود برافو عليك يا هندسه. طبعا ده المطلوب، لان لازم نعمل الشغل كده مظبوط عشان نقدر في الاخر ننفذ، والعميل يحس في الاخر ان احنا نفذنا شغله صح، مش نقعد ندي العميل حاجه او نوريه حاجه وساعه الجد او ساعه التنفيذ يجي يلاقي حاجه ثانيه خالص. طبعا الموضوع ده خطر جدا وخطا جدا تمام، وده اللي بيعمل مشاكل كتيره جدا بين مهندس الديكور والمعماري، ان انت مهندس الديكور سوري بقول العميل قصدي، مهندس الديكور بيجي يوري العميل حاجه وساعه التنفيذ العميل بيلاقي حاجه ثانيه خالص. فالكلام ده يا ريت ناخد بالنا منه كويس. كلامك صح يا باشمهندس ابو بكر، لازم نراعي التفاصيل عندنا في الشغل بتاعنا عشان العميل في الاخر يلاقي النتيجه مظبوطه. طيب انا عايز اعمل هنا الجزئيه دي كده، فانا ممكن اجي كده بمنتهى البساطه اعمل سيلكشن كده. اوكي اهو ده السيلكشن مثلا كده خلاص، وليكن بالحجم ده كده. خد بالك انا عندي الابعاد باينه فوق اهي، الويتس والهايت. الهايت حوالي 54 وشويه، ممكن ازوده سنه تمام، او ممكن اظبطه ما عندي من المقاسات من هنا، كان ممكن ارسمه فوق طول في عرض زي ما انا عايز ماشي، او ممكن ارسم ريكتانجل. يعني ممكن ارسم ريكتانجل، يعني ممكن اشيل ده كده خلاص كنترول دي. لو انت عايز بقى ترسم حاجه مظبوطه 100% فممكن اقول لك مثلا ايه كنترول كده، وارجع اقول لك مثلا هات لي ريكتانجل من هنا خلاص، وارسم الريكتانجل اللي انا عايزه ماشي طول في عرض مثلا كده. اقول لك والله انا عايز ريكتانجل كام عشان احدد مساحه اهو، اقول لك مثلا سي كام في كام اللي بالسنتي. اوكي انا عايز اخلي اليونت سنتي اللي هو عامل بيكسل ايه، بس مش عايز بيكسل تمام. انا المفروض كنت اظبط الايه اليونتس بتاعتي، فاقول له كده ايه انا مش بالبيكسل انا شغال بالايه بالسنتيمتر، مش مديني للاسف فيكسد سايد. هقول لك مثلا ما اعرفش كام في كام، بس انا المفروض اغير اليونتس بتاعتي من هنا، ما اعرفش ليه اليونت هو مديهاني بالبكسل، انا مش عايز اشتغل بالبكسل تمام. المفروض ان انا ظبطت له من الاول ان انا شغال بالسنتيمتر. اوكي اللي هو ممكن ازود شويه الهايت والكلام ده كله، ممكن ازود ما عنديش حاجه هنا بالسنتي ماشي ماشي، ما علينا مش مشكله. واقدر اقول له بقى بعد اذنك عايز ازود تاني عليه الجزء اللي انا هزوده ده تمام. اعتقد ان ممكن لو رسمته افضل ان انا ارسمه بسلكشن خلاص، ابتدي سيلكشن كده مثلا سي، وابتدي اخد سيلكشن كده تمام لحد ايه بظبط ايدي زي ما انا عايز مثلا كده على 60 سم، بظبط كده بنزل لتحت كده حوالي 60 سم تقريبا، حاجه بسيطه قوي ماشي كده معقول. واقدر ازود عليه برده السبيس بتاعي من هنا من هنا كده، اخد الايه الجزئيه بتاعتي دي ماشي 60 سم برده للجزء ده كده. اعتقد انا هحتاج اكتر، ممكن نزود حاجه بسيطه قوي هنا كام حوالي 40 سم لحد العمود تمام، او حاجه و30 ماشي، وازود عليها مساحه لحد العمود كده مثلا حوالي ممكن اخد لحد اخر العمود ما عنديش مشكله، بس كبيره او 40 وهنا 30 في 30 كمان، ممكن اخد الايه السبيس ده كده مثلا. يبقى ده المطبخ بتاعي تمام كده باشمهندسين، ده التحديد بتاعه من البلان. وهاجي هنا برضه اقول له اديني ايه ده الايه الكيتشن، ده المطبخ نفسه
تمام، مش الكيتشن فلور بقى، ده الكيتشن نفسه خلاص. واجي الكيتشن ده اديله برضه ماتيريال عندي، واقول له مثلا خد الماتيريال دي كده هنا في الباكت اهو، اقول له خد الماتيريال دي لازم يطلع ده فوق كده، فوق الكيتشن فلور عفوا، تمام، عشان يبان معايا ايه الخامه دي. واجي من هنا اقول له لا بعد اذنك انا عايز الخامه دي المفروض بتبقى جرانيت او رخام، اجي ادي له باترن هنا، واعتقد انا عندي جرانيت او ممكن بلاك ده خلاص، يبقى ده الجرانيت والرخام بتاعي اهو، اعتقد الموضوع لذيذ يعني. ممكن ادي له سكيل كده شويه يعني معقول كده، واقول لك كده ايه اوكي ده جرانيت او رخام بتاعك. طيب خلاص كده خلصنا دي، تعالى بقى حط لي ايه الفرش بتاع حضرتك. خلاص فرش الكيتشن بتاعك هتلاقي، نرجع بقى الكيتشن اللي هو او في البروجكت كان عندنا هنا كده، هتلاقي كل تقريبا فرش الكيتشن بتاعك، ادي الحوض وادي البوتاجاز تمام. عايز حوض بقى اللي هو حله واحده والكلام ده في الكورنر، فاعتقد في الكيتشن هنا هتلاقي فيه الحاجات اللي انت عايزها دي، اللي هي الحله الواحده اللي ممكن تيجي في الكورنر بس، هي حاجه زي كده مثلا، ممكن تخليها كده تمام اوكي. فانا ممكن احط الحله في المطبخ عندي، ثانيه واحده بس الجهاز بيجمع اهو، دي حله واحده ممكن تبقى في الكورنر كده لو انت حابب انك تظبطها بالسيستم ده. ماشي صغرها برضو كده اوكي، وتعمل لها روتيت مثلا بالزاويه كده، وبعدين تسقطها هنا في الكورنر ده كده يا هندسه، لو انت حابب زي ما انت عاملها بالظبط عايز تكون ايه في الكورنر كده. طيب عندك البوتاجاز ممكن اصغرها برضو كمان شويه يعني، برضو خليها ايه ماشي كده معقول خلاص. طبعا ده توجب ان انت لازم الجزء ده برضو يكون ايه في شطفه هنا، لو انت عامل الجزء ده لازم يكون هنا في شطفه للحوض ده كده يا باشمهندس اوكي، يعني المفروض انا اقطع هنا حته كده عشان تبقى واخده شطفه للحوض ده تمام، لكن انا مشيت على التصميم اللي انت عامله. طيب في عندي ايه تاني؟ خلاص حدنا الحوض، ممكن اخد الغساله دي تمام، انت عملت تقريبا غساله هنا برضه من حسابك فيها، فممكن ارمي له هنا غساله تمام. ده الحوض خلاص نقفله تمام، اخد الغساله دي في هنا تاني دي خلاص، السجاده خلاص خدناها اوكي. ناخد بقى الغساله دي هنا برضه نرميها هنا كده في البلان بتاعنا اوكي، نصغرها كده مش عارف طبعا انت حاططها مكانها فين. عايز برضو اسحب الغساله دي كده لفوق لفوق هنا كده عشان تبان عندي، ما اعرفش طبعا مش باين قوي في البلان انت حاططها فين، لكن احاول احطها تقريبا كده في اي مكان يعني كنوع من الترتيب. اعتقد كنت انت حاططها هنا باين، معلش عفوا اعتقد ذلك يعني، او على ما اذكر كنت انت حاططها هنا الغساله. طبعا صغر حجمها كده شويه تمام، هي طبعا الغساله بتبقى ماشيه على المساحه دي بالظبط يعني خلاص. ده الغساله ممكن تبقى في الكورنر هنا مثلا عادي مش مشكله. في هنا كان بوتاجاز، ممكن نجيب بوتاجاز مثلا من هنا، تلاقي في بوتاجاز ده شكله شيك مش وحش، نحطه هنا مثلا كده تمام. نقفل بقى الغساله دي، ناخد البوتاجاز ده كده برضو نرميه هنا، ما عندناش مشكله بفضل الله في التقسيمات باذن الله. برضو طلع البوتاجاز ده لفوق كده، ونبتدي نصغر الحجم بتاعه اوكي، ونعمل له روتيت كده ونظبطه على مكانه، صغره برضو كده ونقول البوتاجاز بتاعنا اهو ماشي تقريبا كده، نوسطنه كده بقدر الامكان اهو تمام. ادي كده مثلا توزيعه من التوزيعات اللي احنا ممكن نعملها مثلا في المطبخ بتاعنا ده كده بسرعه او في عجاله عشان ايه الوقت بتاعنا. فكده المطبخ، ادي الحوض، ادي الغساله، الثلاجه طبعا وحطيتها هنا، الثلاجه ما عنديش حاجه الثلاجه هنا. الثلاجه فرجدير، عايز فرجدير، مفيش فرجدير هنا ممكن نستخدمه. ايه دي؟ اعتقد دي فرجدير ولا ايه؟ ممكن احتاج اي حاجه زي كده بديل الثلاجه نفسها، نشوف كده اي حاجه من دول. بسم الله، هي جايه صينيه بس يعني مش نافعه، بس لكن هي ممكن تكون مشابهه للثلاجه يعني تمام، مش هنغلب في القصه دي، هتبقى شبه الثلاجه وخلاص يعني، كده كده تبقى مش باينه من فوق، لان الثلاجه طبعا انت ما بتشوفش غير التوب بتاعها خلاص. نطلع بيها لفوق كده ولا حاجه ونصغرها كده، يلا دينا ايه ها بنلم الموضوع كده بشكل ظريف.
هي مش تبقى باينه قوي، شكلها ثلاجه وخلاص. تمام اهي انتر وبارك الله في برزق، وشكلها جاي ثلاجه وايه وماشيه خلاص. اوكي تمام كده مش مهندسين. طيب يبقى احنا كده ممكن الرخامه دي حلو كده ماشي مش شغال شغال ماشي. يبقى احنا كده تقريبا تقريبا في عجاله كده. طبعا انا ايه بسرع وقت عشان وقت، بس مش عايز اطول عليكم في الوقت لان لسه عندنا البوست برودكشن. اعتقد ان احنا كده تقريبا فرشنا البلان بتاعنا بشكل اعتقد ان هو كويس مش وحش، الشكل العام بتاعه معقول. اوكي فاضل لي اخر حاجه عايز اعملها، اخر حاجه بشوت التاتش والرتوش البسيطه اللي انا بعملها دي، ان انا لازم اديله حاجه لايف، حاجه يحس ان هو في مجسم في الموضوع ده. فانا باجي كده واحده واحده ابتدي اخد تمام اقفل كده بس كل الحاجات دي كلها كده. تعال مثلا نبدا من الحيطان عشان افهمك انا عايز اعمل ايه بالظبط. الوول كنا شغالين فيها، الوول فين؟ دبليو دبليو الوول كنا عاملين الوول هنا دبليو اي صح؟ بسم الله راحت فين؟ كنا عاملين دبليو اي هنا كده اللي هي الحيطان اهو، الدبليو اي كلر اللي الوول بتاعتنا اللي هي لون الحيطان. طبعا لون الحيطان كده ما بيبقاش طبعا لذيذ معانا بنتفرج، بحتاج نديله اوبشن بسيط قوي. قال لو انا بديله زي ظل او بربيله كده ايه ظل كده خلاص خارجي، فممكن مثلا اقول مثلا سي هات لي مثلا سي اقول لك اوتر مش هنقول جلو هنقول مثلا ممكن اوتر جلو كده نشوف الوهج الخارجي بتاعه تمام، او اوتر شادو فين الشادو هنا انر واوتر، انا عايز الايه الانر شادو، لا انا عايز الاوتر شادو تمام جلو عايزين الشادو دروب شادو ايوه كده بالظبط دروب شادو. ان انا بديله كده دروب شادو عندي بديله ظل. اوكي الظل مثلا عايز بقى تديله جراي او بلاك برضه نفس الموضوع براحتك، بس هو طبعا يفضل يكون جراي. ممكن تديله زاويه زاويه ميل، يعني خد بالك انا بعمل كده في دروب شادو اهو ده الظل، يعني ما في كده دروب شادو اهو مش موجود، لما اقول دروب شادو كده بتديني يديني الظل او الاحساس بالايه بالظل ده تمام. طبعا ممكن اقول لك مثلا خليه نورمال عادي خالص مش لازم يكون كده، وتبتدي اظبط الزاويه بتاعته. غالبا بيبقى معظم اللي متعرف عليه بيبقى زاويه 45 درجه تمام، شغلنا احنا كمعماريين غالبا او متعرف عليه. طبعا انت حر تغير اتجاه الظل زي ما انت عايز، اقدر اقلله وازوده درجه الظل بتاعته خلاص والانتشار بتاعه، بتحكم فيه كده من خلال مجموعه التولز دي كده خلاص. السايز بتاعه ممكن اقلله سنه كده شويه عشان يبان بوضوح اكتر، بقلل السايز بتاعه. ممكن سبريد انتشاره ازوده كده زي ما انا عايز بحيث انه يبان معايا بالشكل ده كده تمام. الديستانس بتاعه البعد بتاعه بقد ليه البعد بتاعه او انتشاره او بعده عن الحيطه تمام. طبعا انت بتشوف بالنسبه لك بقى من بعيد كده، انت بتشوف الانسب ليك في الجزئيه دي. يعني باجي كده مثلا اقول لك ايه كنترول كده وشوف مثلا بتحس بقى تديك احساس ايه، شايف كده ان انت في ظل او مجسم للايه الفرش تمام. هنا بيديك احساس اهو في النقطه دي. الدروب شادو اللي انا عملته ده في الحيطه بيتطبق على الكل تمام، على كل الفرش بتاع كل البلوكات اللي انت عاملها دي كلها خلاص بديت اديها نفس الدروب شادو ده تمام. ازاي بقى الكلام ده؟ تعالى مثلا على الدولاب زي ده كده خلاص، انا عملت الحيطه ماشي، فين الحيطه الدبليو اي دي كانت فين اللي هي الوول في الجروب ده الوول فين اهي، باخد الدروب شادو ده كده خلاص وابتدي اسقطه على اي حاجه ثانيه. ده مثلا الدولاب ده اسمه ايه لير 12 ماشي، اخد الدروب شادو ده كده خلاص تمام، وابتدي اسحبه دراج ودروب احطه فين على اللير 12 ده، فتلاقي الدولاب خد نفس معاك ايه ها شايف كده نفس الايه الظل بتاع الايه الحيطه شايفه كده اهو، عشان يديك احساس بالواقعيه اللي انت عايز تعملها. نفس الموضوع في المكتب، تعال المكتب ده كده اللي هو برده 12 ده كده كوبي، هاخد برده دروب ده كده خلاص واسحبه ايه وارميه فين في نفس المكتب ده، هيديك نفس الاحساس المكتب اهو زي ما انت شايف كده. الكرسي نفس الموضوع تمام، ما عنديش مشكله فين الكرسي مكانه فين، ده تحت خالص اهو ممكن اطلعه هنا تحت كده شويه تمام كده باشمهندسين. نفس الدروب شادو اللي انت خدته بعد اذنك تبتدي تشتغل بيه على بقيه الايه اللايرز بتاعت حضرتك، يبقى كده الكرسي خد نفس الظل اهو بالظبط تمام. فهمنا كده باشمهندسين ولا انا عيد تاني في اللي انا بقوله ده يا باشمهندسين؟ فلازم الحاجات دي كلها تبتدي تطبق عليها. نفس القصه في الجزئيه دي كده، اخد برده الدروب شادو وارميه هنا برضو عليه كده دراج ودروب اهو، هديك نفس احساس المكتب ونفس الكرسي بالظبط تمام. بديله حاجه من الواقعيه اللي عندنا كده اهو، طلع برضو كده هنا فوق ماشي، واديله برضو دروب شادو عشان احسسك انني في الى حد ما في واقعيه في الشغل بتاعنا. نفس الموضوع في السرير برضو، اخد الدروب شادو بتاعه
تمام البيض واخد الدروب شادو كده ارميه هنا عليه خلاص، هتلاقي السرير برضو بدا ياخد اهو شايف كده الظل بتاع السرير على الارض، هتلاقي الدنيا بدات تظبط معاك تمام، هتلاقي دي خلاص السرايه بدات تظبط معاك كده الدروب شادو بتاعها والدنيا زي الفل، انتشار مش وحش باذن الله. ونبتدي ايه ناخد بقى برضو نفس الموضوع ده كده نرميه على السراير تمام اهو تاني الدروب شادو برضو ايه على السنجل بيد، هتلاقي الايه السراير كلها خدت الايه الدروب شادو بتاعك. طبعا هنا عشان احنا ماسحين حاجات فايه في جزء عندنا مش باين في اللي احنا ماسحينه عندنا. السرير ده برضو كده عايز برضو الدروب شادو بتاعه من هو الراجل يعني اشمعنى هو يعني، فلازم تدي احساس برضو للسرير كده بالدروب شادو اوكي تمام. تعالى برضو دي للمطبخ، الجزء بتاع المطبخ ده لازم برضو ياخد دروب شادو برضو تمام، المطبخ بتاعك لان انت خد بالك ان في عندك اضاءه هنا في المطبخ هيدي دروب شادو بتاعك هنا كده ماشي. الحمام الحوض برضو الحاجات دي كلها تاخد دروب شادو نفس الموضوع تمام. الحوض هو لازم يبقى فيه انعكاس على الارضيه والتويلت تمام ماشي، ما خدش ليه دروب شادو اهو كده اهو بدا يديك الايه احساس بتاع الايه ال 3 دي. وهنا عندك الحوض برضو نفس الموضوع تاخد دروب شادو فاهمني. طبعا انا بعمله مره واحده بظبطه بعد كده بقى باخده ايه كوبي وبيست على طول، ما عنديش مشكله في كده. حتى الركنه دي برضو هتاخد لها دروب شادو برضو نفس الموضوع اوكي، هتديك الايه اهو طبعا الانتشار بتاعها. طبعا انتشار كبير قوي بس يعني اعتقد ان هو ايه مش بطال. نفس الموضوع في السفره خد لها برضو دروب شادو هيديك برضو اهو، ادي السفره بتاعتك ادي الكراسي برضو نفس الموضوع ده تبتدي ايه حتى السجاده نفسها على الارض تحط لها دروب شادو انت فاهمني؟ ان خد برضو كل ده ايه تمام. واحد يقول لي طب هي كده، اقول لك لا ما انت لازم تدي احساس ان بص اهو الظل على الارض كده تمام خلاص. شايف ان هو كبير شويه ممكن تعدل تحط لها دروب شادو لوحده وتضيف انت الايفكت بتاعتها وتقلله زي ما انت عايز ماشي. نفس الموضوع برضو الكنبه دي نحط لها برضو دروب شادو بتاعتها خلاص اهو، يبقى دينا ايه القصه بتاعتنا كلها هتبقى ماشيه معانا كده. الكنب والكرسي الجميل الحلو الامور ده احنا كان عندنا حاجه هنا جروب، راحت فين؟ كنا عاملين جروب هنا فين؟ بسم الله كنا عاملين جروب للحاجات دي، ناخد الجروب كله اهو نحط له ايه دروب شادو مره واحده عشان ايه ما نوجعش دماغنا، يبقى على الجروب كله المجموعه كلها الكارستا كلها دروب شادو زي ما انتم شايفين كده تمام. وبرده عندك اللي في البلكونه هنا تاخد برده دروب شادو، ده افكت بسيط قوي لكن بيديك احساس جميل قوي في الجزئيه بتاعتك دي كده. وتعالى مثلا النجيله دي مش عارف هي مش مناسبه بصراحه مش عجباني، اعتقد انا ممكن اغير النجيله دي شويه، البلكوني فلور دي ممكن نغيرها سنه مش عارف يعني، حاسس ان النجيله دي قافله قوي بصراحه يعني، فممكن ناخد حاجه ثانيه ارضيه للبلكونه مثلا ان شاء الله حتى بلاطه زي كده، او مثلا ناخد حاجه بسم الله ناخد لها ايه، ما عندناش اي ارضيه خالص اعتقد كنا حاطين السيراميك كان افضل يعني، اعتقد كان السيراميك افضل. ممكن نصغره بقى كده شويه لو مثلا سي 4% باين حاجه كده اي ثينك ان ده افضل شويه وباين قوي معاه الدروب شادو خلاص مع البلكونه باينه، اعتقد كده افضل سنه يعني تمام. يبقى انا كده بدات يا باشمهندسين زي ما انتم شايفين كده بالظبط احط الدروب شادو بتاعي تمام على كل ما هو عندي في البلان بتاعي. يبقى انا كده البلان بتاعي عامه هيبقى شكله بالشكل ده كده، اعتقد ان هو الى حد ما معمول كويس او مظبوط كويس. ممكن اجي بعد كده اخد برده البلان نفسه وابتدي اخد بقى ايه الارضيه او الباك جراوند اللي حواليها ده كله من هنا ومن هنا كمان الجزء ده كله. طبعا ممكن اشيل بس الباب ده تمام، اشيل جزئيه الباب ده كده، ممكن اعمل كده تكبير كده شويه تمام، واقص منه حته الباب اللي انا عامل لها طبعا لاني عندي هنا بورسلين جوه، فاقول له لا والله خد لي الجزء ده بره الحسابات بتاعتك لو سمحت تمام خلاص. واجي على الجزء ده كله كده واقول لك اعمل لي لاير جديده، واقول لك ده مثلا ايه هقول لك ده مثلا إيه الباك جراوند بتاعتنا الباك جراوند بي جي مثلا باك جراوند، والباك جراوند دي هديها ماتيريال برضو كده عفوا، والماتيريال دي الباترن دي هاجي هنا اقول له لا بعد اذنك انا عايز اغير فيها وادي فلو بليندنج اوبشن باترن، وهقول لك مثلا خلي الباترن دي مثلا وليكن مثلا حاجه زي كده تمام مثلا ست اوريجن واقول لك كده اوكي، واعمل كده كنترول اضبط الايه الزوم بتاعي مثلا حاجه زي كده ان انا خدت الباك جراوند طبعا الكبيره قوي ممكن نصغر نكبر السكيل شويه
زي مثلا من الجراديينت هنا نخلي السكيل كبير سنة. لا كده اوفر قوي يعني 10 كده اي ثينك ان انف. اعتقد كده معقول تمام ماشي. اعتقد كده عملنا الارضيه بتاعتنا او الفلور بتاعتنا الى حد ما. طبعا عايز تخلي بقى الارضيه لون، عايز تخليها شفافه، عايز تعمل اي حاجه براحتك. عايز تخليها نجيله يبقى الارضيه اللي بره كلها نجيله براحتك زي ما انت عايز. وتقدر بعد كده تحط التكست بتاعتك تمام، انك ممكن تحط بقى تكست هنا مثلا لك دي الطرقه، ده الاستقبال، ده التيراس، ده غرفه النوم. انا ممكن اقوم جاي كده عندي في الجزئيه اللي فوق دي كده واقول لك بعد اذنك تعالى عايز احط مثلا تكست هنا، هروح احط التكست بقى كده بتاعي خلاص. اقول لك والله اعمل لي تكست هنا مثلا كده اوكي، واقول لك انا مثلا زي غرفه. طبعا التكست لازم يطلع لفوق برضو نفس الموضوع كده عشان يبان معايا فوق تمام، حد فوق هنا كده اي جزء هنا كده. واقول لك ايه بيدروم او غرفه نوم او نوم رئيسيه اي حاجه مثلا. تمام دي النوم الرئيسيه، هي فين مش باينه لي. في حد عمال يشخبط ما اعرفش ليه بقى كل ده. في حد عمال يلعب في الشاشه عندي تمام. دي غرفه النوم الرئيسيه زي ما احنا قلنا كده تاني، واطلعها بقى كده فوق فوق البيت فلور فوق الارضيه خالص عشان تبان زي ما احنا قلنا مش ظاهره ليه عندنا. عايز اعرف هي فين، فين ال غريبة جدا مش باين عندنا. طيب نكتبها تاني مش مشكلة ماشي، نكبر كده شوية. اقول لك عايزين نعمل تكست تاني معلش، ليه مش عارف مش عايز تظهر عندنا. فنعمل كده اي تكست ونقول له ايه نوم رئيسية تمام اوكي. وناخد بقى التكست بتاعنا ده نصغره ونظبطه، نقول له والله يخلي التكست بتاعنا ده 55 كتير قوي، خليه مثلا سي 28 ولا حاجه او 25 اي حاجه خلاص. ممكن نصغر اكتر من كمان نخليه 10 لان واضح ان التكست عندنا ممكن نخليه مثلا سي 12 ولا حاجه خلاص اوكي. نوم رئيسيه خلي ده 12 زي ما احنا قلنا اوكي. ما اعرفش المساحه كبيره قوي ليه كده بين الاثنين. طيب نختار التكست بتاعنا، نظبط بقى التانية بتاعتنا كده عشان الدنيا عندنا مش مظبوطة. ناخد مثلا فونتات بقى عربي، نجيب مثلا حاجة سمبليفايد عربي كده ولا حاجة كعربي. مفيش أي لغة عندنا عربي هنا، عايزين أي حاجة عربي سمبليفايد أو عربي تريديشنال حتى أي حاجة. عايزين اي فونت عربي، اي فونت عربي. طبعا المشكله ممكن يكون ما عنديش فونتات عربي للاسف هنا، ممكن نلاقي مثلا سمبليفايد عربي اهو الحمد لله تمام. نقول لك والله مثلا خليه مثلا سي بولد ولا حاجه، وهنا 12 وهنا شارب ماشي اوكي، واوسطانه في النص يمين او شمال. ما اعرفش ليه السبيس ده، فانا ممكن ناخد ده كده ونفتح عندنا التكست كده نشوف الادجستمنت بتاع التكست. عفوا بريتز اي واحد من دول في حاجه حد بيغير كده الدنيا عندي فمش عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب تكست نقول لك بولد كده، ده 400 المسافه، لا بنصغرها شويه عشان ما يبقاش فيه سبيس كده، المفروض يكون 100 بس مظبوطه يعني. وهنا السبيس ندي مسافه كده نوم رئيسيه اوكي، وادي الفونت 12 تمام. اعتقد المسافه تبقى مظبوطه يعني ما فيش فيها مشكله، اعتقد دي برده كنت تكون 100 مظبوطه ماشي. اللون ممكن تلون زي ما انت عايز يعني، ممكن اللون ده ما يبقاش اسود، ممكن يبقى لون مثلا احمر كده ولا حاجه خلاص، او اي لون تاني تمام اوكي باشمهندسين. فممكن تديله اللون اللي انت عايزه خلاص، لون التكست نفسه. اعتقد كده الدنيا الى حد ما مظبوطه، ما عندناش فيها مشكله باذن الله.
تمام. خلصنا القصه دي كلها، نقول له ايه انتر خلاص انا ظبطت ايه التكست بتاعي. في حد يا جماعه مال اللعب على الشاشه؟ تقريبا مش هو عمر بيعكسني ولا ايه مش عارف. انت اللي بتعكسني صح؟ بعد اذنك هتلاقي جنب مور تحت كده ستوب انوتيت، انت الوحيد اللي تقدر تعمل انوتيت. فين ستوب؟ فين؟ ما هو انا ما عنديش هنا ستوب انوتيت هنا. لا اللي هو جنب الشات ونسيت اقول سكيورتي، بتلاقي في حاجه خاصه بيه. في شات او ريكورد، وريكورد ميتنج انفو ديسيبل شو نيم. ده اللي ديسيبل. ماشي اوكي ديسيبل انوتيت اوكي ماشي تمام. تسلم هندسه شكرا. تمام اقدر كده بقى يا باشمهندسين، هو زي ما انتم شفتوا كده عملنا ايه التكست بتاعنا، نحطه بقى التكست زي ما احنا عايزين. ماشي ونقدر ناخد التكست ده كوبي ماشي، نبتدي ايه ننزله على بقيه الايه الحاجه الثانيه نفسها بدل ما اقعد اكتب ثاني. خلاص نقدر نشتغل عليه. تمام نقدر نعمل له كده كوبي وننزله هنا. بس طبعا هنغير التكست بتاعنا زي ما احنا عايزين. ممكن بقى نيجي هنا نقول له النوم الرئيسيه دي نغيرها في التكست بتاعنا، نقول له بعد اذنك لا انا عايز اغير ايه الرئيسيه دي، يقول لك مثلا نوم مثلا اطفال. خلاص اوكي تقدر تغير بقى التكست بتاعك زي ما انت عايز. ماشي اهو ده كده ظبطت التكست بتاعك، تبتدي تاخد بقى كوبي وتشتغل زي ما انت عايز. نفس الموضوع ده خد بالك انا هاخد لها برضه دروب شادو، يعني كل التكست اللي انا عملته ده كده برضه اخد له ايه دروب شادو كده ليه، اظبط لك الايه التكست. ممكن لا طبعا هو الدروب شادو يبقى ساكر ومش سخيف، ممكن اعمله دروب شادو لوحده. تمام او نظبطه احنا بشكل تاني خالص هقول لك عليه دلوقتي. تمام الاطفال ماشي اوكي، وبعدين ناخد الايه مثلا ناخد برضو نوم اطفال تاني. ماشي ناخدها كوبي لحد هنا نحطها هنا كده مثلا سي، وناخد مثلا دي برضو كده نخليها هنا، بس دي هتبقى طرقه بقى يعني ناخدها هنا برضو. احنا بنقل بس التكست والحاجات دي كلها وبعدين ايه نظبط، بدل ما هو ايه ناخد بقى كوبي وبيست ونقعد نظبط تاني او ناخد تكست جديد، لا فاحنا كده بنشتغل نحط الحاجه بتاعتنا بعد كده ايه نبتدي نظبط الحاجه بتاعتنا. تمام او نظبط الايه التكست او النص اللي احنا مطلوب عندنا ده مثلا هنا كده، ابتدي احط الايه التكست بتاعي بعدين ابتدي ايه اظبطه ان شاء الله بعد كده. خلاص طيب تعالى بقى نبتدي نعدي بقى هنا كده، مثلا اجي على ده كده واقول لك انا في التكست ماشي انا محتاج ده يكون ايه عندي. ده يكون ايه حمام صح، ده كده حمام هيتغير كل التكست ده كده اوكي ماشي. واجي هنا على ايه على التكست ده برضه اقول ده ايه مطبخ. تمام واجي هنا اقول لك ده ايه استقبال او ريسبشن. ده استقبال او ريسبشن زي ما انت عايز بقى تكتب زي ما انت عايز. وهاجي مثلا طرقه ده طرقه او موزع زي ما بعض ال البشمهندسين او بعض اخواتنا في الخليج بيسموها او طرق التوزيع او موزع. ده برضو حمام اوكي. بس يبقى كده خلصنا ليه الجزء بتاعنا. باشمهندس محمد ابو بكر بيقول لي الحروف مشبكه، لا هي مش مشبكه ولا حاجه مظبوطه ما فيهاش مشكله. طيب هناخد بقى مجموعه تكست اي تكست من دول كده ابتدي نشتغل نحط بلندنج اوبشن، بس المره دي ممكن ما احطلوش ديل او ممكن احط له مثلا ساي بيفل مثلا تضخيم مثلا، اقول لك مثلا ده يبقى كده مجسم شويه يعني كده، ما اجي مثلا عليها كده اعمل لك كده كنترول كده تكبير على النقطه دي اهي مثلا كلمه حمام دي كده، احط مثلا بلندنج اوبشن. ده نوع تاني من انواع الاوبشنز اللي ممكن احطها، اقول لك مثلا حط لي بيفل هو يديني زي سمك كده خلاص، انر او اوتر مثلا يديني سمك للخارج كده بروز يعني، وابتدي احدد الايه الحجم البروز بتاعه لو حاجه صغيره او كبيره يعني. خلاص واقول لك مثلا سموث او لا، ممكن سموث ماشي، ممكن السايز بتاعه اكبره او صغره. تمام كان نوع من انواع انا كده بديله ايه يعني احساس بالايه بال 3 دي شويه او التضخيم شويه، فاهميني كده يا جماعه. واقدر مثلا ممكن اغير الشكل بتاعه لحاجه زي كده. تمام مثلا طبعا اشكال كتيره وحاجات كتيره ممكن انت تعملها بمزاجك تماما يعني، ممكن مثلا حاجه زي كده اوكي. تمام ممكن مثلا حاجه ثانيه ممكن ادي لك مثلا اوتر جلو مثلا خلاص اطار خارجي وادي له لون مثلا وليكن مثلا لون
ماشي حتى لو ابيض اوكي، واقدر ايه ازود حجم او كثافه اللون ده كنوع برضو من التمييز ماشي اوكي، وانتشاره وحجمه خلاص تمام. يعني ممكن اعمل حاجه زي كده كنوع يعني ايه من تمييز الايه الفونت فقط لا غير، بحيث ان بيبقى عندي ايه ان هنا مثلا حمام، هنا كذا، هنا كذا. ده لو انت محتاج ان انت توضح فيه شويه او تعدل فيه شويه. طبعا الملف تقيل قوي لان حجمه بقى كبير. هنا بقى خلاص كده ممكن تحركه بقى لفوق شويه كده. كل اللي انت عملته هنا ممكن تعمله في بقيه الايه الاجزاء الثانيه. ممكن نفس الشادو اللي انا اخدته ده اعمله للحمام الثاني برضو يتنقل خلاص، وللاستقبال وللمطبخ وللطرقه، لكل التكست بتاعي اللي انا شغال فيه ما عنديش مشكله. اخده كده للطرقه، ونفس الموضوع للاطفال. كل التكست اللي انا عملتها ممكن انقل لها نفس الايفكت اللي انا عملته عندي هنا، ما عنديش مشكله فيه. اوكي يا باشمهندسين، واخد هنا برضو نفس الموضوع كده انقله هنا اهو. كده اعتقد ان الدنيا بقت عندنا واضحه ومظبوطه باذن الله. خلصنا كده، اقول لك بقى فايل سيف الملف ده اتحفظ عندي تمام، عشان تدي اقدر اشتغل بيه واتحرك عليه. يبقى انا كده تقريبا خلصت البلان بتاعي تمام وظبطناه. ممكن اخد التيرس، طب ممكن اخد استقبال دي كده، اخدها كده برضو هنا انقلها كده بعد التيرس مثلا او التراس ماشي فوق هنا كده، واجي على التكست بتاعها انزل كده تحت شويه، واجي على التكست هنا كده اقول له بعد اذنك عايز ده ايه تراس، غير لي دي اخليه تراس مثلا اللي هو الايه التيرس بتاعنا تمام. انتر انتر اوكي خلاص تمام. يبقى انا كده ظبطت الايه الدنيا بتاعتي يا باشمهندس. يبقى انا كده البلان بتاعي اهو خلاص، بعد ما فرشته وظبطته في عجاله كده بسرعه، واتمنى تكون الدنيا بقت واضحه بالنسبه للعام بقى كويس ومناسب للشغل بتاعك. حد ليه سؤال في اللي احنا عملناه كده يا جماعه؟ حد ليه سؤال في اللي احنا عملناه ده؟ حد فاهم حاجه من اللي احنا عملناه ده كده، او حد عنده مشكله في اي حاجه من دول؟ اوكي طيب كده اتمنى يكون وضحنا البلان وفرشه، واعتقد مدى الحمد لله في واقعيه من البلوكات اللي مستخدمينها وبعض الاضافات اللي احنا حطيناها من المؤثرات بقى اللي هي الايفكت بتاعتنا من ظل او تمييز للتكست. فاتمنى تكون الدنيا واضحه باذن الله تمام. كده خلاص سيبنا الفايل ده، ويبقى كده تقريبا خلصنا الشق الاولاني المحاضره بتاعتنا، والحمد لله قدامنا حوالي ساعه و10 دقائق للشق الثاني الاهم طبعا. خلاص كده خلاص بقى كل الكلام ده بنقفله تمام، ونبدا في الشق الثاني بتاعنا يا باشمهندسين. باشمهندس عبد الله، هي البلوكات دي انا منزلها ملهاش لينك معين، بس دي ممكن تجيبها من مواقع البي ان جي، هتتعب شويه فيها بصراحه تمام. يعني في هنا عندك مواقع بي ان جي بيكتشر، بي ان جي بيكتشر تمام، هتلاقي في حاجات كتيره قوي. بي ان جي مثلا فوتو اهي خلاص، او بي ان جي هانت مثلا، في مواقع كتيره قوي للبي ان جي خلاص، هتنزل منها الحاجات دي كلها، تعمل سيرش بقى عليها، لان طبعا الحاجات دي كلها انا بحاول بقدر الامكان كل فتره اهو، بس مثلا حاجات زي كده دي مواقع البي ان جي بلوكات، هتلاقي حاجات زي كده تمام. هتخش تدور عليها اوكي، هتستخدم هتنزلها تعملها داونلود عادي جدا، ما فيهاش ادنى مشكله خالص. يعني هتعمل مثلا سيرش مثلا على صوفا مثلا، صوفا تمام ماشي، او بيقول لك في صوفا اهي، تخش بقى تعمل سيرش على الحاجه اللي انت محتاجها وتعملها داونلود. ده صوفا طبعا، ده كده اليفيشن، فانت ممكن تقول لا انا عايز توب فيو، يعني اليفيشن توب فيو، توب فيو صوفا تمام اوكي. ف هتبقى تدور بقى على الحاجات دي. طبعا هو للاسف هو مش شايف هنا حاجات معينه، فهنقول له مثلا صوفا بس خلاص، هتدي تدور معلش هتتعب فيها شويه، هو بيقول لك مفيش عندي توب فيو، فا اوكي نبص على الصوفا اللي عنده، ابتدي نجيب الايه ندور على حاجه كده اولدر، هنجيب حاجات اقدم شويه. طبعا جايب لك حاجات جميله جدا، بس طبعا الاليفيشن لو بتعمل سكاشن نفس الموضوع، بتعمل سكشن بتستخدم الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، هتقدر تشتغل برضه بالجزئيه دي. عايزين حاجه توب كده ولا حاجه، مفيش حاجه جايبه توب خالص. في حاجه في موقع اسمه بي ان جي كيس، هقول لك كده بي ان جي فين، بسم الله. طب نقول لك بي ان جي ااا آه
بي ان جي مثلا، كان في موقع اسمه ايه هقول لك انا حالا، فممكن تلاقي فيه ايوه هو الموقع الجميل ده ماشي. فين هو؟ انا عايز الموقع ده فين، اعتقد هو ده كده تمام. ده افضل موقع هتلاقي فيه بلوكات تقريبا للجزء ده تمام. هتلاقي مثلا تدور ايه، طبعا هو اسمه موقع كده بي ان جي كيس يعني، هو اسمه كده تمام. تيجي مثلا تقول له والله انا عايز مثلا سي صوفا تمام، تعمل سيرش اهو، هتلاقي نفس الموضوع ده كده بي ان جي، وهتلاقي بقى ركن وحاجات زي كده من الطب والكلام ده كله تمام. ممكن نخش مثلا سي على صوفا زي كده، واعمل مثلا اوبن في صفحه جديده، هتلاقي فيها الطب طبعا والاليفيشن اهو مثلا حاجه زي كده شايفها اهي، دي كده من الطب اهي التوب فيو ماشي يا باشمهندس. فده كده الناس اللي عايزه تجيب البلوكات، طبعا هتتعبوا شويه بس طبعا انت محتاج تعمل حاجه زي كده عشان توصل لمستوى احترافي في الشغل بتاعك تمام. بص كده بقى لو حاجه فيها الطب والكلام ده كله هتلاقي فيه طبعا متشابهات لي كتير. وهنا بقول لك مثلا سي عندك هنا البي ان جي 3 ده موقع تاني، ده اهو ادي الجزء ده كده زي ما انت شايف تمام. تقدر تعمله بقى ايه داونلود عادي جدا خلاص، اهو فري داونلود، تقول له فري داونلود هينزل معاك عادي جدا البلوك ده، مفيش فيه مشكله خالص باذن الله. وشوف بقى لو في حاجه مشابهه ليه في الاجزاء اللي تحت، هنتعب شويه بس معلش يعني هو للاسف ما قدمناش غير كده يعني تمام كده باشمهندسين. اوكي باشمهندس، اتمنى اكون وضحت لك النقطه دي. طيب تعالى بقى نخرج من النقطه دي ونخش بقى للموضوع المهم بتاعنا، لجزئيه البوست برودكشن بتاعتنا. اتمنى تكون جاهزه ومركزه معانا باشمهندسين. جاهزين نرجع لجزئيه الايه الماكس بتاعتنا؟ ها جاهزين ولا لا باشمهندسين؟ معلش عفوا انا دوست على الشير غلط، ثانيه واحده. ده الجزء المهم بالنسبه لنا صحيح، فعايزك تركزوا كده خلاص بقى نعمل ريفريش كده لدماغنا وننسى اللي فات ونبدا في الجديد اللي احنا هنبدا فيه دلوقتي. طبعا احنا من ماكس يمكن انا قلتها لكم من شويه، احنا في برنامج الماكس احنا عملنا ريندر ووريتك صوره الريندر اللي طالعه من الماكس تمام. دي الريندر اللي طالعه من الماكس زي ما انت شايف كده. ممكن بعض الناس تقول والله ده هو كده كويس قوي الدنيا تمام زي الفل، ماشي انا معك ما عنديش مشكله، لكن عندي حاجه اسمها بوست برودكشن، ان انا بحاول احسن او اعالج بعض اخطاء الصوره تمام. يعني في بعض الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده زي مثلا موضوع الجزء بتاع مثلا نويز ده، في ممكن جزء يكون مثلا الظل مش باين قوي يعني، هنا ممكن يكون الظلال ضعيفه شويه خلاص، ممكن يكون في لمعه مش واضحه خلاص، يعني في شويه حاجات كده انت ممكن تكون محتاج تعدلها او اخطاء تصلحها ماشي. فانت بتخش البوست برودكشن عشان كده. طب انا بعمل ايه؟ انا بطلع من الصوره لما قلت لك الاليمنتس بتاعتنا بيطلعوا لي بالشكل ده كده خلاص، لما جيت قلت لك في الاليمنتس لما ادالك مثلا بالافكت مثلا الار جي بي او مثلا اديني اكسترا تكست او الاليمينيشن او اللايتنج الى اخره، فبيطلعهم لك بالقصه اللي انت شايفها حضرتك دي كده، كل حاجه في صوره لوحدها. طيب تعالى بقى نفتح الفايل ده كده، اقول لك مثلا اعمل لي فايل واعمل امبورت ماشي خلاص، او ممكن افتح فايل جديد الاول وبعدين اعمل له امبورت، على ما افتح مثلا فايل جديد خلاص صوره جديده ماشي ايا كانت بقى، ونقول له مثلا نفس الموضوع ده كده اوكي ماشي تمام ما عنديش مشكله فيها 16 او 8 ما عنديش مشكله خلاص. واجي بعد كده عندك الفايل الامبورت بتاعك، او نقول لك مثلا عايزين ايه سكريبتات، نجيب مثلا حاجه من سكريبت نقول لك مثلا لود فايل انتو ستيك خلاص، واقول لك هات لي الفايل بتاعك او الملفات اللي انت بتطلعها، انا بطلعها على الديسك توب في فايل الركنه ده اللي هم دول ماشي. كل دول خلاص هقول له هات لي دول كده اوكي، هبتدي يحمل معاك الملفات بتاعتك كلها اللي طالعه من برنامج الماكس ماشي، واقول له اوكي خلاص نزلهم. انزلوا كده ليارات يعني، بص كده اتفرج كده هنا في الجانب اليمين كده، بص هتلاقيهم كلهم ايه بيحملوا، هو لودنج، بتسيبه لحد ما ياخد وقته براحته زي ما هو عايز اوكي، او ابتدي يحملهم واحده واحده جوه الفايل بتاعك اللي انت عامله خلاص، او ملف جديد يعني سواء فتحهم فايل جديد او ده او ده براحتك زي ما انت عايز اوكي. طب هو فتحهم كده ماشي خلاص في ملف تمام حلو قوي. تعالى بقى الفايلز دي اللي احنا جايبينها، خد بالك احنا اتفقنا ان اللي فوق هو اللي بيظهر يعني الابيض ده اللي هو اول تمام، لو قفلتها كده تمام هيبان اللي بعد منها، يعني لو قفلت دي كده هيبان اللي بعد منها دي
خلاص. طب لو قفلت دي كده هيبقى اللي بعد منها اللي هي دي. فهمنا كده يا جماعه؟ طيب انا محتاج ايه؟ انا محتاج طبعا الابيض خالص ده خليها تحت خالص ماشي. انا محتاج اللي يكون فوق اللي هي الار جي بي دي اللي هي الناتج الايه النهائي بتاعي اللي هي الار جي بي كلر اللي هي الصوره اللي طلعت عندي دي اول واحده فوق. ليه؟ هبتدي بعد كده ابني عليها. فاهمين حاجه؟ يعني هبتدي بعد كده احط لاير لاير واشوف التعديل اللي يتم او ايه الفرق اللي بيظهر عندي. تمام كده يا باشمهندسين؟ فانا ببدا مرحله مرحله. فبخلي مثلا الار جي بي دي كده فوق هي اللي ظاهره عندي فوق. تمام؟ اوكي؟ وببتدي ابني عليها الشغل بتاعي. طيب حلو قوي. تعالى كده ار جي بي فوق اول واحده. تعالى كده نشوف التاثيرات بتاعتنا ماشيه ازاي. قال لك والله بص في عندي افكت ريزلت اهو. تمام؟ لو انا طلعته لفوق كده فوق دي حصل فرق في الصوره؟ يعني كده لو قفلت كده في اي فروق؟ انت شايف ان في اي فرق؟ هل في اي حاجه ظهرت ان انا عندي تاثير ظهر عندي في الصوره؟ تمام؟ يعني الافكت دي اللي هي الريزلت التاثيرات بتاعتي هل ظهر في اي حاجه؟ انا مش شايف اي فرق خالص، يعني انا مش ملاحظ ان بس غير البرواز الاطار الخارجي اللي بيظهر مش شايف ان في اي فروق، يعني كده بص اهو ما فيش اي فرق خالص، بقفلها او افتحها ملهاش فرق، صح؟ طب يبقى دي معلش ارمي لي تحت كده مالكيش لازمه، خليكي تحت خالص. طب تعالى اللي بعد منها الاكسترا او الفي ريد اكسترا تكست اطلعها فوق كده واشوف ايه اللي حصل؟ بلاك خالص صح؟ تمام؟ انا طبعا انا دي محتاجها يعني مثلا كده ما بشغلها انا واقف على ار جي بي اهو، لو انا كده بلاك دي تمام بوظ لي الدنيا مش نافعه عندي في حاجه صح؟ يبقى برضو دي اسحبها تحت خالص. تمام؟ ليه؟ خد بالك لما تكون الصوره جيده بيكون العيوب قليله. فالتاثيرات بتاعتي برضو تبقى قليله. طيب تعالى بعد منها الاليمونيشن لو طلعتها فوق كده. الاليمونيشن في هنا بقى حاجه باين قوي زي ما انت شايف كده ان في جزء فيه تعديل او تاثير اضاءه شويه. فاهمني؟ تاثير اضاءه. تمام؟ يعني في حاجات زي التلفزيون مثلا كده لو انت خدت بالك بيديك هنا تاثير اضاءه صح؟ وفي كوبايات اللمعه بتاعت الكوبايات وفي الجزء بتاع النجفه ففي تاثير اضاءه محتاج ان هو يزيد شويه. يعني هو في وجهه نظره ان هو شايف ان الجزء ده كان محتاج ان الاضاءه بتاعته تزيد حتى السبوتات فوق اهي الاسود ده تمام؟ خلاص؟ كانت محتاجه انها تزيد سن هو رايه كده تمام؟ طب يبقى كده رايه كده الراجل ده. طب انا محتاج ازودها ولا لا؟ دي ترجع لك انت. طب ما تيجي نشوف لو زودناها. فعشان ازودها محتاج حاجه مهمه جدا اسمها بليندنج مود، لازم اعمل ميكس او اندماج ما بين الصوره الار جي بي وما بين الايه الاليمونيشن اللي هي الصوره اللي فيها الاليمونيشن. فاهمين الكلام ده كده يا جماعه؟ يبقى لازم اعمل ميكس. الميكس ده انا محتاج منه ايه؟ اعمل اندماج ما بين الاليمونيشن الاماكن اللي فيها المفروض يكون فيها انعكاس او لمعه في الاضاءه مع الار جي بي. طب الانعكاس هنا او اللمعه دي جايه منين؟ باللون الاسود صح؟ تمام؟ باللون الاسود ماشي؟ باللون الايه؟ الاسود. فانا باجي من فوق هنا في البليندنج مود اقول له تعالى انت عايز تحتفظ بالاسود ولا يعني بالغامق ولا بالفاتح؟ انا بقول لك الدارك واللايت. يعني ساعتك عايز تحتفظ بالغامق ولا بالفاتح؟ انا دلوقتي عايز احتفظ بايه؟ في الصوره دي، ما الصوره دي ابيض واسود صح؟ انت عايز ساعتك منها ايه؟ ايه اللي انت محتاجه منها؟ ها ابيض ولا اسود؟ محتاجين اللون الاسود صح؟ يبقى خليني في الغوامق دي. طيب لو قلت له احتفظ لي بالدارك، بص كده لما اقول له دارك كده ايه اللي حصل عندي؟ تمام؟ هتلاقي هنا في حواف حصلت لو انت خدت بالك الاجزاء اللي فيها اللمعه بدات تاخد اسود صح؟ حتى الترابيزه والكلام ده كله بص هنا بدا ياخد اسود. في لمعه بانت عندي هنا لكن اثرت في حاجات ثانيه صح؟ يعني انا كده بص كده الاسود ده كده عندي حصل مشكله ان في اجزاء اللي فيها اليمونيشن واخد اللون الاسود. طب ما انا كده بالنسبه لي لا ده كده الموضوع ده مش نافع. طب لو حبيت اقلله كده مثلا ايه 20% لا ده هو كده طفى اكتر. يعني عارف بص التلفزيون كده اضاءته الاول كانت احسن صح؟ ده هو الاول كان افتح، دلوقتي لما حبيت اقلله او اضيف عليه الاليمونيشن اصبح النهارده لا ده هو طفى خالص الاضاءه بتاعتي. ده الاضاءه كانت الاول احسن، حتى الفاز دي كده الازاز دي كده تمام كانت احسن. لو جيت شغلت الاليمونيشن لقيت حسيت انها اغمق شويه تمام، حتى اللمعه بتاعت الجزء اللي فوق ده تمام اعتقد طفت اكتر. لا يبقى الجزء بتاع الاليمونيشن ده ممكن اكونش محتاجه. طب لو انا خليته لايت خد بالك بالعكس بقى ايه اللي حصل؟ تمام احتفظ بالغامق وساب لك الايه الابيض هو اللي موجود، بدا ياخد عندك ايه اليمونيشن اهو تمام زي ما انت شايف كده هنا وهنا. طب لو انا خليته مثلا برضو 5% تمام، طب حتى 2% تمام او 1%
يبقى كان وجوده زي عدمه. تمام، وجوده زي عدمه. هل ليه اي تاثير قوي؟ بص كده في فرق شاسع ده عن ده، يعني بالتالي ان هو تاثيره برده مش مؤثر قوي. انا بوريك ازاي بتبتدي تاخد الخطوات واحده واحده، يبقى ده برده ينزل تحت كده معاهم مش محتاجه. طيب تعالى بقى للنقطه اللي ممكن تكون مهمه. انا بوريك ان في حاجات انا كان ممكن من الاول اهملها، لكن انا حبيت ان انا اوريك الخطوات بتاعتنا ماشيه ازاي. طيب النقطه الثانيه، تعالى مثلا في اللايتنج الاضاءه. تمام، ايه ده هو في لير اضاءه ولا؟ طب طلعه فوق كده. تمام، بص هنا. تمام، بدا يبان عندي هنا ايه الاضاءه بدات ايه هنا اقوى، صح؟ ماشي، تمام، هنا الاضاءه بقت اقوى لو انت عايز تزود الاضاءه، والاضاءه اللي فوق بقت اقوى شويه. تمام، اضاءه الشمع بدات تظهر. طب انت هنا محتاج الفاتح ولا الغامق؟ طبعا في كميه نويز بقى زي ما انت شايف كده ايه صعبه جدا. انت هنا في الاضاءه دي محتاج فاتح ولا غامق؟ محتاج الفاتح ولا الغامق؟ اعتقد انك محتاج الفاتح، صح؟ يبقى اقول لك هنا اعمل لي هنا بعد اذنك ايه اللايت. تمام، خلاص، هتحس ان الاضاءه زادت شويه، الاضاءه بدات تبقى واخده زياده شويه، ممكن اقول مثلا 50%، او ممكن اجرب نوع ثاني، بلاش اللايت دي، ممكن اخليها سكرين. اوه بص بقى الفرق، شايف الفرق؟ المشهد نور اكتر، الاضاءه زادت اكتر. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ فهمت الفرق هنا عامل ازاي؟ بص كده لما اقفلها دلوقتي المكان مطفي، طب اما ازود كده الاضاءه زادت، صح؟ مستوى الاضاءه علي، يبقى التاثير بتاعي في الاضاءه هنا علي، صح؟ تمام، يبقى انا كده لما غيرت اهو كده ما بين اللايت، اللايت العادي اللي هو الاضاءه فقط. طب سكرين نوع تاني من انواع الاضاءه؟ لا والله الاضاءه ظهرت عندي بشكل اوضح والمكان نور عندي، حلو قوي. طب نشوف حاجه تانية مثلا كلر كده دوج. لا بص كده في حرق بقى كده بوظ الدنيا. طيب لو جربنا مثلا لينير، لا برضو لسه في حرق، بص في لسع في الصوره. تمام، طيب لو انا خدت مثلا لينير كلر، لا مفيش فرق. يبقى انا افضل حاجه عندي هنا الايه؟ السكرين. بس يا باشمهندس السكرين بينت لي شويه نويز هنا، صح؟ تمام، انا الاضاءه عجباني ان الفرق عندي في الاضاءه بان، صح؟ تمام، طب ما تقلل بقى بدل مثلا نسبه المزج ما بين الاثنين، بدل ما هي مثلا 100% خليها 50%، هتلاقي النويز بدات تقل شويه. تمام، طب ما تخليها 30%، فهمنا؟ خلاص، بحيث ان انا اقلل ايه قصه الايه النويز بتاعتي اللي انت شايفينها فوق دي كده، بس انا محتاج الاضاءه عندي تزيد سنه، يعني محتاج ان انا ارفع الايه الاضاءه بتاعتي شويه. خلاص، فهمنا كده يا جماعه ولا ايه تاني؟ فاهمين القصه دي يا جماعه؟ يبقى انا كده اقدر ازود الاضاءه بتاعتي هنا. يبقى انت كده ممكن تكون الشوت بتاعك طالع من الماكس، يعني تحس ان الاضاءه مش ظاهره قوي، لا يبقى انا ممكن ازود الاضاءه بتاعتي. خلاص، اوكي، من خلال ايه اللايتنج او الفي راي لايتنج، انا اقدر ازود الايه الاضاءه بتاعتي يا باشمهندسين. وضحت القصه دي ولا ايه تاني؟ تمام، وضح ولا ايه تاني؟ ماشي يا باشمهندسين كده ولا في مشكله؟ تمام، حلو قوي. يبقى ده بالنسبه لجزئيه الاضاءه. طيب النويز بقى، النغمشه، النغمشه دي لو طلعت كده لفوق برضو فوق الار جي بي، قال لك بص نغمشه قد ايه، هنا كتيره قوي، صح؟ ده النويز ليفل، في عندك كميه نويز، طبعا في حاجات ملاحظه وحاجات مش ملحوظه. طب انا هنا في النويز ليفل انا عايز ايه؟ الغامق ولا الفاتح؟ اعتقد ان هنا ممكن اكون محتاج الفاتح بحيث ان انا اعالج الايه النويز بتاعتي دي. هتلاقي في كميه نويز هنا برضو هتظبطها مثلا على 50 نسبه الميكس، لكن اعتقد ان هنا انا بالنسبه لي لو قللت، لا انا النويز ليفل بالنسبه لي ممكن محتاجهاش، لان ممكن تظهر لي نويز بشكل مش ظريف، فلا ممكن انزلها تحت برضو. خلاص انا هكتفي بيها من غير نويز افضل، رغم ان هو بيبين لي النويز، بس لا هنا هيبقى بالنسبه لي اجهاد وتعب في معالجه النقطه دي. طيب تعالى للايه للريفليكشن والريفراكشن، الانعكاس والانكسار. اطلع كده فوقيها. تمام، قال لك بص بقى اللمعه. تمام، الانعكاس بتاعي، بص ده الانعكاس على الارضيه، الانعكاس على النجفه، الحاجات دي كلها. طب انت برضو هنا محتاج الفاتح ولا الغامق؟ نفس الموضوع، يبقى انت هتحتاج برضو الفاتح ده. يبقى انا هقول له بعد اذنك اعمل لي سكرين كده. تمام، هتحس ان اللمعه بتاعتك زادت قوي عن الاول. تمام، طبعا اقدر برضو ايه اقللها واظبطها زي ما انا عايز، ممكن اقلل مثلا اخلي نسبه اللمعه مثلا ب 75%. تمام، هيديك برضو تاثير اللمعه بتاعتك. بص هنا شايف كده الفرق، هنا من غير لمعه، وبص هنا بدي، شايف النجف عملت معاك ازاي؟ فهمنا كده يا جماعه الفرق عامل ازاي؟ اهو ده اللي بيحصل كده. وبص الترابيزه نفسها هنا، يعني لو ركزت الحته دي قوي ممكن اعملها دي كده عشان تبان معاك جدا. بص المفروض ان الترابيزه دي هتعكس الاضاءه، صح؟ بص كده هي من غير، مفيش عكس، لو ما شغل دي بص هتلاقي الايه الاضاءه فتحت هنا، وبرده هنا لو بصيت في الطبق هنا في الانعكاس بتاعه هتلاقي ايه، بص بدا ياخد ايه لمعان اكتر او
ياخد انعكاس بشكل كويس. ممكن اخليه مثلا نسبه 50%. تمام. فهنا انا بالنسبه لي النجفه بدات تظهر اكتر، تاخد لمعان اكتر. تمام. ما طبعا انت بتقلل بحيث ان انت ايه تاخد الدرجه اللي انت شايفها انها واقعيه، اعتقد النسبه دي معقوله، مفيش مشكله. يبقى هنا ده حاجه مؤثره، اللمعه دي حاجه مؤثره بالنسبه لي. تمام. بانت عندي في الشغل بتاعي. تمام. بشمهندسين، واللايتنج طبعا فرقت معايا في الاضاءه، ان المكان فتح عندي في الاضاءه. تمام. اوكي، عندي زي ما انتم شايفين كده. ممكن بعض الناس يقول لي طب يا باشمهندس هو عامل لي مشكله في النويز هنا، تمام، وانا مش عارف بقى. طبعا في ان انا ممكن برش واخش اعمل ماسك والكلام ده كله واشيل هنا، بس ممكن يعمل معايا مشكله في بقيه البلوكات الثانيه. تمام. طب انا ممكن احلها بحاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه ممكن احل بيها موضوع الاضاءه، لكن خلينا بده مؤقتا. يبقى انا كده اهم حاجه لقيتها عندي حتى الان هو الايه؟ الانعكاس على الماتيريال بتاعتي، فدي حاجه برضو ادتني تاثير اعتقد ان هو كويس جدا. طيب الريفراكشن، تعالى برضو هاته فوق هنا كده. هنا الريفراكشن بقى، بص كده تاثيرها بقى على الازاز. تمام. الكريستال والكلام ده كله. طب انت برضو نفس الموضوع يا باشمهندس، محتاج فاتح ولا غامق؟ انا هقفل بس كده الانعكاس ده وده، هبص اللمعه اللي فوق بقى دي كده اهي، انا اقفلها واقفل الاضاءه برضو. بص كده، اظن كده بانت معاك بشكل قوي جدا. تمام. بان الانعكاس في الازاز، تمام، في النجفه اهي، الاضاءه اللي ما كانتش باينه فاكرينها. تمام. والكريستال والازاز اللي عندك هنا، ده انت هنا محتاج، شوف انا لما قفلت الاثنين عشان تبان معاك قوي، هقفل كده الاضاءه وهقفل الجزء ده وحطيتها فقط فوق الايه؟ الار جي بي. تمام. خلاص. الازاز هنا هتلاحظ ان هو مش باين، شايفه؟ والازاز اللي هناك ده يمكن مش واضح قوي، الكريستال يمكن عشان قريبه، الكاسات قريبه. فلما اجي احط دي كده بيقول لك انا هوضح لك دول، هيوضحوا معاك الازاز ده، كل الازاز ده كده هيبتدي يبان معاك. تمام. طب ما دي حاجه كويسه انا محتاجها، فاهمني كده يا باشمهندس؟ يبقى انا محتاج دي برضه. هتسال نفسك نفس السؤال، محتاج الفاتح ولا الغامق؟ تمام. انت محتاج دلوقتي الفاتح ولا الغامق؟ هقول لك لا يا باشمهندس محتاج الفاتح، وعرفنا ان احنا عندنا سكرين الذ حاجه فيه. نحط كده، هتلاقي الازاز هنا بان قوي، شايفه؟ الازازه هنا بانت، الكوبايه تمام او الكاسه هنا واللي هناك. بس طبعا الكاسه هنا عشان قريبه تحس انها يعني بقت خلاص شبه كده شفافه. يعني الاول لو انا قفلت دي كده الشفافيه افضل شويه. طب ما انا ممكن بسيطه، ممكن اقلل الايه الجزء بتاعها من 50% مثلا ولا حاجه. تمام. ماشي. او 75%. اوكي. تمام كده يا باشمهندسين. يبقى انا اقدر اتحكم في النقطه دي مثلا ايه ب 50% مثلا شفافيه، هيديك الايه الدنيا تبقى مظبوطه اكتر من الاول. بص كده اهو، هتلاقي هنا الكريستال بدا، الازاز بدا يبان افضل تمام عن الاول. ماشي. اوكي. تمام. وهتلاقي الدنيا عندك ظبطت بالنسبه للكاسات والازاز والحاجات دي كلها، تبقى برضه ظهرت عندك بشكل جيد. يبقى كده مع تكمله الاضاءه، مع تكمله الانعكاس، هتلاقي الدنيا عندك بدات ايه؟ المشهد بدا يفتح اكتر وبدا يبقى مظبوط. طب لو قفلت الاضاءه دي كده شويه، اعتقد ان المشهد كده ممكن يكون افضل من غير الاضاءه العاليه شويه. حاسس ان الاضاءه ممكن تعمل معاك نويز، تعمل لك مشاكل، فممكن نقفلها دلوقتي مؤقتا. واضح يا باشمهندسين الكلام اللي بقوله ده ولا حد عنده مشكله؟ باشمهندسين الاعزاء، باشمهندسين واضح الكلام ده؟ تمام. طيب تعالى بقى بعد الار جي بي، في عندك ايه تاني؟ الشادو، الظلال بتاعتك اللي موجوده من الضوء بتاعنا، انعكاس الضوء. هطلع برضو فيها الار جي بي، ويفضل طبعا نقفل بيه عشان اتفرج. يعني انا بقفل اللي فوق عشان اشوف الشادو. قال لك بص الظلال بقى، بص ادي الظل عامل ازاي، ادي رسمه الظل بتاعت حضرتك على الارضيه، وهنا 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 الظل بتاع الابليك، الظل بتاع الشاشه. تمام. الظل هنا بتاع الستاره. طبعا في كميه نويز هنا مش ظريفه، كتيره قوي. خلاص. طبعا ممكن اعمل ماسك وابتدي اشيل الظلال دي كلها، لكن ممكن اعمل ميكس بسيط هبتدي يوضح لي الدنيا اكتر. هنا الظلال برضو نفس الموضوع. طب انت هنا محتاج بقى الفاتح ولا الغامق؟ يعني الظل طبعا اكيد غامق صحيح، انما الفاتح ده مش ظل، فانت دلوقتي محتاج ان ايه الظل بالنسبه لك. فالظل هنا ممكن نحتاج النوع ايه؟ الغامق. اقول لك برضو الدارك هنا. خلاص. اوكي. بدا يديك الايه كده، بس طبعا انا شايف ان الدنيا برضو فيها حديه شويه، فانا ممكن اختار نوع ثاني اللي هو المالتي بلاي. تمام. اعتقد ده ممكن يكون افضل من الاول شويه. يعني هنا الدارك ده تمام مش ببين قوي الظل برضو. طب لو قلت له دارك، اعتقد كده الظل بقى اوضح شويه. تمام. في انواع ثانيه مثلا زي اللينير، بص حرق لك الدنيا خالص. تمام. والدارك كلر يعني لا مش نافع، لان برضو في بقع كده. فانا اعتقد ان احسن حاجه ايه؟ المالتي بلاي. طب يا باشمهندس الدنيا كده، اقول لك ما تزعلش، ممكن نخليها مثلا بنسبه 20% او 25% عشان الظل يظهر معاك بشكل جيد. فممكن نخلي مثلا 10% مجرد بس ان انا اظهر ايه الظل بوضوح. تمام. يبقى كده ايه في فرق ظل
بدا يبان معاك شويه خلاص، ان انا غمقت الطيل سنه. معلش عفوا طبعا عشان بتكلم بقالي كتير، فحاسس ان انا صوتي بدا ايه يتعب شويه. ماشي، فضل هنا كده عندي اهو. طبعا ممكن اخليه مثلا سي 50%، تمام خلاص، مع طبعا الانعكاس والانكسار والاضاءه، تمام هبتدي الدنيا تبان معاك بشكل افضل. بس اعتقد برضو ان الظل هنا مش محتاجينه قوي، لان تاثيره يكاد يكون ضعيف شويه. خلاص، لا انا ممكن ايه احتاج الظل ده، لا ممكن اقول له الظل ده خليه، انا محتاج الاضاءه مع بقيه الايه اللمعان والانعكاس والانكسار بتاعي. تمام كده يا باشمهندسين؟ اوكي. طبعا ده بيرجع برضو لرؤيتك انت للموضوع، يعني انت دلوقتي بتبقى شايف الموضوع ده اوكي مناسب ولا مش مناسب عندي. خلاص كده يا باشمهندسين، واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ ها؟ اوكي؟ تمام؟ يبقى كده عندي الإضاءة اللايتنج مش مؤثر قوي، الشادو مش مؤثر قوي، لكن الانعكاس بتاعي مؤثر، اللمعان والانعكاس الايه؟ او ظهور الشفافية بتاعتي برضو من المؤثرات اللي عندي ممكن تكون ليها نتيجة مؤثرة. تمام؟ خلاص كده يا باشمهندسين؟ طيب، تعالوا إيه تاني عندي؟ سبيكلر اللمعة هتطلع برضو بيها كده، ويفضل بقى ان انا اقفل اللي فوق دول عشان اشوف بص اللمعان بقى ظهر عندك ازاي. تمام، شايف اللمعان، بص اللمعان بقى الايه النجفه والترابيزه والحاجات دي كلها. لا ده انا محتاج اللمعان ده يا جماعه، مش اللمعان ده كده. اتفضلي باشمهندسه شيماء، اتفضلي. احنا خلاص يعني ان شاء الله انا بحاول ان اخلص بقدر الامكان. تقدر تفضلي باشمهندسه، اتفضلي. ولا يهمك هندسه، اتفضلي معايا. تمام، هنا بقى اللمعان بان قوي، خد بالك انا قفلت اللي فوق عشان يبان معايا اللمعان بتاعي اهو، باين قوي طبعا اللمعان اهو زي ما انت شايف كده، اللمعان ده اللي محتاجه طبعا. حتى الزرع فيه لمعان هنا، ما اعرفش ازاي بس هو فيه لمعان. تمام، والترابيزه والشمع والكلام ده كله، فانا محتاج اللمعان ده. طب يبقى انا برضو السؤال اللي انا بساله الطبيعي، محتاج الفاتح ولا الغامق؟ تمام، اكيد هتقولي الفاتح، لان الفاتحه دي اقول لك انا احطه لي ايه بلندنج على ايه على السكرين. تمام، هتلاقي اللمعان هنا بدا يبان، بص كده. تمام، بص يعني عايز اوريها لك على حاجه تكون اوضح قوي، تكون اوضح حاجه يكون فيها لمعان قوي. عايز اشوف لك حاجه كده تكون ممكن اعتقد على النجفه اللي فوق دي كده، لو انا كبرت عليها شويه هتبان هنا كده. لا اشوف لك على حاجه اكبر سنه عشان تبقى معاك. تمام، هنا لو بصيت على الجزئيه دي كده، انا المفروض عندي هنا لمعان، لكن بص لما ادوس كده اللمعان بيوضح اكتر، شايفينها؟ يعني كده بص ضعيف شويه، هنا اللمعان بيوضح عندي اكتر في الشوت بتاعي، هتلاقي اللمعان هنا بيفرق معاك كتير. هو كده في اللمعان في الجزئيه دي كده سبيكلر بتاعي بيظهر معايا بالشكل ده. تمام، حتى على الترابيزه هنا لو انت خدت بالك في الجزئيه دي كده، لو انا قفلت اللمعان هنا هتبص تلاقي فرق اللون ايه؟ مفيش هنا لمعان، لما شغله كده بيبتدي يظهر عندك لمعان هنا. نفس الموضوع في السبوتات، خد بالك يعني السبوت نفسه هنا كده مفيش لمعه على الحيطه، فانا هنا مجرد ان السبوت نازل على الحيطه المفروض يديني ايه؟ لمعه عندي. اوكي يا باشمهندسين؟ واضح الكلام ده ولا عيد تاني؟ تمام، فاصبح هنا النجفه بتاعتك او الاضاءه اللايتنج بتاعك بدا يبقى واخد ايه؟ جزء لمعان افضل واحسن من الاول، واي حاجه فيها لمعه ثانيه حتى مثلا لو انت قربت على الترابيزه دي كده او الجزء اللي فوق ده كده، الترابيزه دي مثلا لو انا قفلت اللمعه كده هتحس ان اللمعه لا في تاثير حتى لو بسيط، لكن بيديك احساس بلمعان في الشوت بتاعك او الاجزاء اللي محتاجه لمعه. يعني مثلا هنا الجزء ده المفروض ان هو فيه لمعه ستيل، لما بشغله كده هيبان معاك الايه اللمعه بتاعتك. نفس الموضوع في الحيطه فوق. تمام، لما انا اقفل كده السبيكلر هتحس ان الدنيا ايه طفت سنه كده، بيديك لمعه احسن من الاول. اتمنى تكون الدنيا واضحه معانا يا باشمهندسين. اوكي، حتى هنا برضو تبان معاك هنا في الجزئيه بتاعت الايه الاضاءه اللي نازله دي كده اهو، الجزء ده كده لو انا قفلت اللمعه كده مفيش لمعان، لما تبص تشغلها هتبان معاك اللمعه بتاعتك اهي. اوكي، طيب يبقى موضوع السبيكلر كويس شغال، تمام ما عنديش مشكله، ممكن اخد اللمعان ب 100% ما قللوش. طيب الواير كلر، الواير كلر، تمام الواير كلر لو طلعت بيه كده ايه لازمته؟ الواير كلر ده عشان لو حبيت تغير هنا لون، فهمت حاجه؟ يعني انا حبيت اغير لون، تمام اقدر اعمل سيلكشن بمنتهى البساطه، مثلا اقول لك تعالى مثلا اعمل لي سيلكشن على الستاره دي، الستاره دي عايز اغير لونها. تمام، لما ارجع الار جي بي كده يبقى انت ايه اخترت الستاره بتاعتك، شايفها؟ اقدر اغير اللون بتاعها. تمام، الناس اللي كانت بتقول لي ايه طب انا حبيت اغير اللون يا باشمهندس وغير اللون ده من ده والكلام ده كله، طبعا انت هنا في الفوتوشوب لما اجي اقول لك مثلا اعمل سيلكشن زي ما كنا بنعمل، اختار لي الستاره دي،
تمام. بص هتلاقي في مشاكل تمام، هتلاقي هنا في مشاكل في الستاره، هجيب لك حاجات ثانيه. طب اختار لي اللون ده، بص عمل ازاي، يعني بختار الحيطه، جاب لك النجفه وجاب لك بلوكات وخرب لك الدنيا تماما. فالاختيار هنا في وسط الالوان رخم شويه تمام. طب انا حبيت مثلا، جه العميل قال لك لا والله اللون الستاره ده مش عاجبني يا باشمهندس، انا عايز اغير لونه. في الحاله دي بنزل الواير كلر خلاص، وابتدي اختار من هنا، اقول له مثلا والله انا عايز الحيطه. اول ما اختار كده هيجيب لك اللي هي الحيطه تمام مظبوطه، عايز اغير الستاره هجيب لك ستاره مظبوطه. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ فالواير كلر ده لحاله تغيير اللون، اقدر اختار كده مع الستاره دي، مع الستاره دي، واقول له تعالى بقى ايه الستاره دي يا باشمهندس تمام، محتاج ان انا اغير ايه الالوان بتاعتها تمام. اقدر اعرف كده يبقى انا اخترت الجزئيه دي، يبقى ساعتها اقدر اختار اللون تمام بتاعي واعمل تغيير للون زي ما انا عايز، او احط ماتيريال ثاني، حتى باترن احط لها اي حاجه ثانيه. ممكن حتى اطلع كده اقول له مثلا ايه تعالى في الالوان بتاعتنا واعمل لير جديده، وابتدي احط له مثلا زي ما كنت بعمل في الشغل بتاعه، لك تعالى بقى اديني ايه لون مثلا مثلا، واحط لي لون هنا كده اهو. بص عملت ازاي، وارجع بقى اقول لك تعالى بقى ده انا عايز اغير الماتيريال دي لو سمحت، وادي له باترن ثانيه خالص. فاهمني بقى ايه، تبتدي تظبط الشغل بتاعك مثلا، عايزين اي حاجه فيها. طبعا للاسف ما عنديش اي حاجه فيها قماش خالص، فطبعا مش هعرف اغير بشكل كويس، فمثلا حاجه زي كده يعني تغير الماتيريال بتاعتك زي ما انت عايز مثلا، حاجه زي كده، وتظبط السكيل بتاعها تمام حاجه كده، وتقول مثلا يعني لو حبيت تغير، بديك اكزامبل يعني تمام، انك لو حبيت تغير اي ماتيريال، طبعا بيبقى عندك الماتيريال بتاعتك بقى انت موجوده، حاطط بقى ايه مثلا قماش، حاطط وات ايفر اي نوع الماتيريال اللي انت تستخدمها خلاص، تبتدي تشتغل عليها. اوكي يا باشمهندسين، مثلا هنلاقي حاجه كده، طبعا هيبقى حاجه يعني شكلها غريب قوي، بس ما علينا، احنا بنظبط القصه بتاعتنا تمام. يبقى انا كده اقدر بمنتهى السهوله خلاص اعمل ايه، ها اغير الايه الماتيريال بتاعتي يا باشمهندسين تمام. يبقى عشان اختار الماتيريال مظبوط، امسح بقى دي خلاص كده، باخدها منين، من الواير كلر عشان تغيير الايه الماتيريال بتاعتنا خلاص. اوكي اتمنى تكون الدنيا دي واضحه. طبعا دي خليها تحت، لان دي ما احتاجهاش غير في حاله التغيير فقط لا غير، بنقدر نشتغل بيها، ما فيش تغيير خلاص. طيب الزد ديبس، العمق، العمق بتاعنا، العمق بقى معلش نشيل بقى التحديد ده كده. العمق يعني بيحسسك هنا بالعشاف كده، بص الخط الفاصل ده عشان يديك احساس بعمق المسافه او البعد في المكان تمام. يعني انا هنا كده عايز احسسك ان في بعد تمام، انا مثلا بتكلم في حوالي 5 أو 6 متر تمام. انت ممكن كده تحس ان المسافه قريبه، ممكن يعني كاحساس كده، فبتعمل ايه، بتقول لا والله في حاجه اسمها زد ديبس، العمق خلاص. فالعمق ده لما بتفتحه كده بيديك احساس ان في بعد من هنا، فانت هنا محتاج مثلا اللون ايه، اللون الغامق مثلا، ممكن اقول له مثلا خليها مالتي بلاي تمام، هتحس ان هو اداك ايه غمقان في البعد كده شويه، ممكن اخليه مثلا برضو ايه نقللها شويه تمام، بيديك احساس ان في عمق في المكان. طبعا احنا هنا الحمد لله عشان ظابطين الشوت بتاعنا كويس، فالتاثير ده كانه لم يكن، يعني احنا ظابطين الشوت والكاميرا، وظابطين الكاميرا بتاعتنا واللي هو الفيلد اوف فيو تمام، فاحنا ظابطين الكاميرا بتاعتنا مظبوط، فما عندناش مشكله بالنسبه للعمق ده، فتاثيره كانه مش موجود. يعني هما كده ما فيش، يعني بص كده بتحس ان هو ايه، هو غمق للشوت وخلاص. فبرضه الايه الدبس ده انا مش محتاجه، مش لحاجه غير لان الشوت بتاعي كويس. طب يبقى انا كده خدت الار جي بي، خدت اللمعان سبيكلر اداني شوت كويس، خدت الريفليكشن تمام ماشي، وخدت الريفراكشن تمام، عاملين معايا شغل كويس. انما اللايتنج ما اعتقدش ان انا محتاجه خلاص، ولا الشادو تمام. ليه؟ الشادو قفل معايا الشوت، والريفليكشن او سوري اللايتنج عمال لي نويز، فشايف ان هو مش ظريف. يبقى ناخد دول كده تحت الايه الار جي بي. يبقى انا خدت بس فقط اللي انا نفعني تمام، اللي هو الار جي بي الصوره الاصليه، واللمعان والانعكاس والانكسار، الاربعه دول عاملين معايا شغل كويس جدا بالنسبه للشوت بتاعي تمام كده يا باشمهندسين. واقدر طبعا هنا ايه ريفليكشن ممكن ازود واقلل الايه الانعكاس، بص كده بس طبعا ايه بدا يظهر عندي نويز، فاحنا اشتغلنا بيها بشوت اقل عشان النويز نقلله، والجزء الثاني برده ده كده احنا كنا واخدينه كده اللي هو كده، بس طبعا بدا ايه زي ما قلنا بدا يقفل شويه في الازاز بتاعي، فخلينا برده نسبه صغيره بحيث ان انا بحافظ على شفافيه الايه الازاز اللي موجوده عندي. وطبعا السبيكلر اللمعه تمام احنا خليناها 100% لان مش مقصره معايا في حاجه، فمدياني احساس كويس بالنسبه للصوره. في مشكله كده يا باشمهندسين؟ في اي مشكله في اللي احنا قلناه كده حتى الان بالنسبه لتعديلات الليارات اللي احنا خدناها دي؟ ها؟ في حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه كده؟
طيب يبقى انا بقى المجموعه اللي تحت دي كلها طبعا الفا دي والحاجات دي كلها طبعا مش فارق معايا، ممكن اخد الليارات دي كلها ده لحد تحت كده واقول له دول اللي بقى مش عايزهم، كل دول ايه ديليت خلاص، دول مش مؤثرين معايا، هم دول الاربعه الايه الرئيسيين بتوعي خلاص، الاربعه اللي انت شايفهم دول. طيب هل انا كده خلصت كل التعديلات اللي انا محتاجها في اللوحه بتاعتي او المشروع بتاعي؟ لا، لسه في شويه اضافات ممكن اعملها. خلاص زي ايه مثلا؟ زي مثلا ممكن اعمل لمعه للسبوت ده، ماشي، السبوت بتاعي ده ممكن اضيف له لمعه، يعني مثلا ممكن اوريك صوره بسم الله لمشاريع احنا كنا عاملينها قبل كده في البوست برودكشن اهي. بسم الله في اي بروجكت، فيش بروجكت هنا مشاريع في الار بروجكت، تمام، فاينل بوست برودكشن، يعني مثلا زي المشروع اللي احنا كنا بنتكلم فيه كده. تعالى مثلا لو بصينا هنا كده في الصوره دي، لو انت خدت بالك بص اللمعه بتاعت السبوتات دي، تمام، خلاص السبوتات اللمعه بتاعتنا دي، اللمعه دي لازم احنا بنضيفها. حاجه تانية ان الاضاءه دي برضو كده، يعني انت لو خدت بالك من الار جي بي بتاعت دي، هجيب لك ايه اذا احنا كنا فتحناها قبل كده بس عايز افتحها لك تاني نبص عليها سوا، فين الار جي بي بتاعتنا؟ بسم الله اهي الار جي بي كلر. بص كده الفروق ما بين دي وما بين دي، يمكن احنا بصينا عليها قبل كده عايزين نبص عليها تاني كده في عجاله. هتلاقي هنا في فروق شاسعه ما بين ده وما بين ده. ايه هي بقى؟ يعني بص السبوت هنا خلاص ما فيش عليه علامه الايه؟ اللمعه دي. النجفه هنا لو انت خدت بالك، تمام، بص عامله ازاي هنا وبص على النجفه هنا عامله ازاي. تمام؟ الوهج ده تمام مش موجود هنا. فهمنا حاجه؟ يعني الوهج بتاع الشمعه دي او الاضاءه دي مش موجود. اللمعان اللي في الكريستال اللي هنا ده طبعا جاي من السبيكلر اللي احنا اشتغلنا بيها، هنا ما فيش لمعه، تمام؟ فهمنا كده؟ الابليك اللي هنا ده خلاص مفيش الوهج بتاعه ده، خلاص الوهج اللي هنا ده برده مش موجود في الابليك ده. هنا برده بص الابيض هنا بص عامل ازاي مع الاضاءه، هنا الابيض هنا غير الابيض هنا خالص، اوكي، فهمنا كده مش مهندسين. فانا هنا محتاج اعمل شويه حاجات او شويه تعديلات. هنا برده لو بصيت كده على الفاز دي، لو احنا جبناها هنا كده بص اللمعه بتاعتها هنا عامله ازاي، شايف هنا وشايف هنا، الموضوع طبعا ايه فرق كبير قوي في الشغل ده. الحاجات دي بنعملها ازاي؟ الحاجات دي بنروح نجيب شويه او في ملف عندنا موجود هنا كده ليه مجموعه تولز بنشتغل بيها، تمام، اللي هي بسم الله فين؟ في ملف كده اسمه الفوتوشوب لايت، تمام، الملف ده بنفتحه كده، ده ملف موجود خلاص في بعض تاثيرات الاضاءه ليه حاجات زي كده. انت عايز انهي لمعه من دول بقى؟ انت خد اللمعه اللي تعجبك، لمعه اضاءه، لمعه شمس، لمعه اي اي اس، هو ممكن بعض الناس تنسى بس طبعا خد بالك ان الاي اس ده بيبقى معتمد على الفرونت فيو بتاعك، تمام، لو بتعمل سيكشن مش هينفع طبعا لو عندنا حاجه في الجانب والكلام ده كله ممكن ما تبقاش ظريفه. فعندك اللمعان والحاجات دي كلها، اختار اللمعه اللي تعجبك وحطها على الشوت بتاعك، وطبعا ايه طبقا للاضاءه او لا. فالملف ده كده موجود اهو، تمام، ممكن لو فتحناه هنا كده في الفوتوشوب هنا كده اهو هتلاقي اللمعات او الاجزاء بتاعتك هنا كده موجوده. تعالى مثلا ناخد اي لمعه مثلا وليكن اللمعه دي كده، ماشي، وناخدها نحطها عندنا هنا مثلا في الفايل ده، تمام، اوكي، اهي ادي اللمعه دي، فهمناها كده يا جماعه، ادي اللمعه بتاعتنا اهي، شايفينها كده ولا في مشكله؟ اوكي، نزلت لاير اهي، وابتدي ايه اظبط اللاير دي بتاعتنا زي ما انا شايف مساحتها تبقى عامله ازاي مثلا كده، واخد اللمعه دي اطلعها احطها فين؟ عفوا كنترول زد، اخد اللمعه دي كده اهي واكبر كده الشوت بتاعي شويه، واخد اللمعه دي اطلعها لفوق كده شويه. طبعا الصوره ممكن واحد يقول لي الكواليتي بتاع الصوره يا باشمهندس مش حلو قوي، بس عشان قلت لك احنا عاملين ريندر اساسا باقل الاعدادات، تمام، فاحنا نحمد ربنا ان احنا طالعين بحاجه بالكواليتي ده، يعني احنا طبعا الصوره مش كواليتي عالي، تمام، فلما بنعمل زوم عليها بتبقى مبكسله، فهمنا يا باشمهندسين؟ لما بنعمل زوم عليها بتبقى مبكسله خلاص، ليه؟ لان احنا واخدين ريزوليوشن صغير. اعتقد ممكن نصغر برضو كده شويه يعني كلمعه كده بسيطه ونحطها على
هنا كده مثلا في نص السبوت كده بهدوء، تمام؟ عيني باشمهندس شماء، حاضر، بس استاذنك فكريني بس بعد كده ابعته لكم. حاضر، ولا فكريني لي اهو على على الجروب على طول، معلش مره واحده عشان نخلص، تمام؟ عشان ما انساش، معلش اهو، يلا عشان ايه يبقى ايه، بدل ما انسى يبقى مره واحده على طول. ممكن باشمهندس زي ما انت عايز، يعني انا ما عنديش مشكله، بس انا ملف موجود انا ممكن اشتغل بيه عادي، عايز اشتغل بروش اوكي زي ما انت عايز، بس البروش ممكن هوريك انا اللي ممكن اعمله اللي هو الوهج بتاع البلوكات ازاي، تمام؟ طيب ده كده خلاص انا عملته، ممكن اخرج من بره كده ابص عليه. هتلاقي منظر الايه السبوت يعني في لمعه، ممكن نحتاج نكبرها شويه ولا حاجه، طبعا انا ببص من بعيد كده اظبطها وبعدين ايه ابتدي اظبط عليها اللي انا عايزه، تمام؟ اظبط هنا كده، تمام، اظبط الايه السايز بتاع اللمعه زي ما انا محتاج ان انا او ان انا محتاج ان انا اشوفه. ممكن اقربه كده هنا شويه، ممكن اكبره كده سنه، تمام، واطلعه لفوق كده شويه، يعني حاجه زي كده. طب نكبر كده ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي، هل كده واضح؟ اعتقد كده يعني سنه بسيطه اوضح، ماشي. فممكن اشتغل على السايز ده خلاص، او ممكن اكبر السايز شويه لو انا محتاج ايه، او انا شايف ان انا ممكن اكون محتاج، وطبعا افضل ان يكون السنتر بتاعه على السبوت بالظبط عشان يبقى التاثير اوقع واحسن، تمام. طيب وابتدي اخد بقى من ايه، من ده على ايه، عفوا، اخد نفس اللمعه دي كده اعمل له ها كوبي منها برضو، بياخد حاجه تانية معلش، اخد كده برضو يا عم في ايه، بس احاول على قوة بالله. طبعا الموضوع بقى ايه متعب شويه لكن هنحاول برضو. هو ليه بياخد حاجه تانية مش عايز يشتغل معايا ده؟ طيب ماشي اهو، ولا تزعل نفسك، خدناها من عند الليارات هنا كوبي، ايوه تعالى بقى كده واخد بقى كده ايه برضو، واضح ان بتاع ده فيه مشكله شويه اهو كده، تمام، وابتدي انقله بقى كده اوكي تمام ماشي، وابتدي اخد برضو ايه من نفس الجزء ده كده انقله معايا للجزء التاني اللي هو ده كده، تمام، اهو بنقلهم كده ايه واحده واحده لبقيه الايه السبوتات بتاعتي هنا برضو، واحده هنا اهي في سبوت تاني ولا في حاجه تانيه؟ لا في واحد هنا اهو، تمام اوكي، وعملنا كده ايه نشوف كده الشوت بتاعها. هتلاقي كده منظر الاضاءه، بص السبوتات بقى شكلها افضل واحسن من الاول عندنا، تمام كده يا باشمهندسين؟ في مشكله في اللي احنا بنعمله ده او اللي احنا عملناه بالنسبه للسبوتات دي؟ حد لاقي سؤال فيها؟ طيب في عندي حاجه تانية برضو ممكن ان اعملها، زي مثلا سي الوهج بتاع الشمع ده، يعني الشمع ده كده ده مش لوجيك، يعني الشمع ده المفروض يكون فيه وهج كده شويه على الشمع. طبعا ما عنديش طبعا هنا الاباليك ما فيهاش وهج، لان الاباليك ما اقدرش احط عليها وهج، هنا الاضاءه بتاعتها اعتقد كافيه، فانا ممكن احط مثلا وهج على الشمع هنا، عايز الشمع ده يبقى فيه وهج شويه، وبرده النجفه اللي فوق. فالوهج ده نعمله ازاي؟ تعال بقى ما نجيبلوش، يعني ممكن اجيب برده حاجه جاهزه للوهج واشتغل عليها، اي وهج من دول اشتغل عليه، لا انا مش عايز اعمل كده. تعال نعملها مثلا سيب البروش مثلا، المره دي بقى نشتغل بايه عشان برده الباشمهندس الباشمهندسين كان بيتكلم برده في البروشز بتاعتنا، فتعالى مثلا عندك البروش فين اهي، خلاص طبعا في البروش اشكال وانواع، البروش تول تمام بحجم كده، ممكن ايه نكبرها او نصغرها شويه زي ما انا عايز مثلا، ونختار لها شكل الانتشار بتاعها يكون كبير شويه وليكن حاجه زي كده خلاص اوكي، وممكن اديها كلر لون، ناخد اللون الاصفر اللي هو مقارب على ال ممكن ده كويس او ده كده مثلا، كاننا بناخد لون اضاءه الشمع الكاندل يعني اوكي، ونقول له اوكي، ونيجي هنا وندي له مثلا وهج بروش كليكه كده، ايه رايك؟ كليكه هنا، بص على ايه، على قد الشمع كده كليك، تمام، واخدين بالكم انا بعمل ايه يا جماعه؟ تمام اهو، مثلا ممكن اجي على الوهج ده كده وادي له كليكه كده وهج، وهنا كليكه اهي تمام، وهنا كليكه كده كده اهي تمام كده يا باشمهندسين خلاص. البروش يا باشمهندس بتكبر من هنا اهي، السايز بتاعها كده لما تكبر تحديد كده السايز اهو، شايفه؟
اوكي باشمهندس محمد ابو بكر السايز اهو اقدر اكبر وصغر من هنا ماشي اوكي اهو في السايز بتاعها كده. ابتدي بقى ايه ممكن ازود مثلا لو انا عايز ازود الكلام ممكن اعمل كليكات اكتر ازود الحجم بتاعها ماشي. هنا نفس الموضوع انا ممكن ادوس كليكتين مثلا ادي كمان واحده الثالثه ادي واحد اثنين ادي اثنين مثلا بحاول ان انا ايه ازود التركيز بتاعها شويه. نفس الموضوع هنا وهنا وهنا اوكي تمام. في شمع تاني ولا حاجه اي ثينك مفيش هم دول بس يبقى كنترول زيرو كده هتلاقي وهج تاثير وهج الشمع بان عندك اهو زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده البروش عندي بدات تستخدم اعتقد كده الدنيا بقت واضحه قوي من بعيد كده اهو اضاءه الشمع زي ما انت شايف كده. طبعا بخلي احاول اخلي حجم البروش على قد الايه الوهج او الاضاءه او الشعله بتاعه الايه الشمعه بتاعتنا بالظبط. طب النجفه اللي فوق دي يا باشمهندس مش مداني احساس ان في اضاءه. طب لو جيت كده رحت دايس كده كليك بص شايف ايه رايك؟ تمام بص كده وادوس مثلا كده اهو تمام ايه رايك في اللي انا بعمله ده كده؟ بص كده تاني اهو طبعا هو احساس طبعا ضعيف قوي لكن اهو باجي مثلا كده وادوس كليك مثلا كده شايف اهو ممكن ادوس كذا كليك ورا بعضها يديك احساس ايه اكبر شويه تمام كمصدر الاضاءه كده اهو فهمنا كده يا جماعه. يبقى انا كده ايه دي افضل من دي يعني بص دي كانها مقفوله خالص مظلمه تماما هنا كده فممكن مثلا لو جيت دوست كده كليك عليها اهو شايف كده تديك ايه نقطه اضاءه بسيطه كده اهو تمام ماشي. طبعا هي ما هياش قويه قوي زي الثانيه لكن ممكن تاخد الشكل كله براحتك تمام يعني ممكن برده كده اهو شايف الاضاءه دي كده اهي تمام هنا برده كده اوكي. طبعا كل كليكه بتعمل زياده في الوهج طبعا ورا بعض اهو ده كده بيعمل لك حوالي يعني نوع كده من انواع الايه زياده شده الاضاءه بتاعتنا. فده ممكن اظبط مثلا الاضاءات دي كلها على الاضاءه دي كده اهو مثلا هنا كان في اضاءه حتى لو ضعيفه لكن في اضاءه موجوده جوه في الشوت بتاعنا اهو او في النجفه مثلا كده اهو. ممكن تزود اللون او تزود شده الايه البروش ما فيش مشكله يعني ممكن تزود الايه شده البروش وتزود اللون ما فيش مشاكل ممكن اجي فوق كده اهو تمام كده مش مهندسين. فده استخدام البروش بتاعنا لو عايزين نشتغل في البروش تمام اوكي. يبقى كده احساس النجفه ان في اضاءه ممكن والله مثلا ازود مثلا حده البروش شويه تمام انا ممكن بدل انتشار قوي قوي كده خلي انتشار اقوى سنه مثلا حاجه زي كده خلاص واجي ايه اعمل زومنج كده واشوف لو انا حاولت ازود كده سنه مش فارق كتير ممكن ازود حدتها بقى مضطر بقى ايه اعمل ايه تمام. لو انا عملت كده لا هتبقى شكلها يعني مش ظريف شويه تديني سيركل كده انا عايز حاجه ممكن حاجه زي كده مش فارق اللون يعني هو لو ممكن يكون على لون ابيض يعني ما عنديش مشكله لو عايزين ابيض خالص اوكي بس هي اوريدي لونها اصفر يعني هي المفروض لونها اصفر يعني ابيض نفس التأثير قوي لا هو المفروض ان هو اوكي يعني هي زي ما احنا كنا شغالين افضل واحسن من اللون الابيض يعني تمام. احنا ممكن نغمق اللون مثلا نصفره سنه كده ولا حاجه ممكن ده يظهره سنه اكتر هو اغمق هو الثاني كان افضل اوضح افتح كده ماشي معانا تمام اعتقد الثاني كده افضل يعني هو اصفر اصفر يعني يعتبر اول درجات الاصفر يعني تمام كده ونبتدي نديله بقى اللون بتاعنا بنوضحه كده على قد ما بنقدر بنزود طبعا كليكات كده ايه يدينا احساس بالاضاءه اعلى تمام خلاص لان طبعا ما اقدرش ان انا ازود له افكت زي لمعه السبوت ما تنفعش معايا طبعا تمام لكن كده احنا بنحاول ان احنا نعالج النقطه بالراحه كده بهدوء تمام بنديها احساس بس ان احنا عندنا ايه اضاءه موجوده عندنا تمام. اعتقد كده الدنيا يعني الى حد ما في احساس ان في اضاءه جوه الايه النجفه بتاعتنا تمام. ممكن برضو نفس الموضوع ناخدها على الجزء اللي هناك خالص ده تمام اللي هناك اللي مش باين له اي حاجه في اي حاجه ده خالص في اخر الاوضه ده تمام. ما اعرفش ده ايه ده بس طبعا محتاجين نصغر البروش ممكن نخليه كده زي ما هو اعتقد كده يمكن معقوله شويه تمام. من بعيد كده تحس ان في وهج اضاءه على الاقل تمام. فالدنيا اعتقد معقوله بقدر الامكان. اعتقد مفيش حاجه ثانيه محتاجه مننا وهج او احساس اضاءه. طبعا هو باين قوي افضل كتير قوي بالنسبه للشمعه خلاص لو احنا خدنا بالنا ظهرت اضاءه الشمعه بشكل كويس تمام. واعتقد ان كده بالنسبه لنا مفيش حاجه ثانيه ممكن نضيفها
على الفايل ده حتى الان، اعتقد ان الفايل يعني الى حد ما كويس. تمام. طيب اخر حاجه خالص طبعا بقى ممكن نعملها في الفايل ده، في تولز كده جميله جدا طبعا، ده بقى التاثيرات الايه اللي معانا اهو خلاص، وتاثيرات الانكسار والانعكاس. تمام اوكي ماشي، وتاثيرات الايه الريفليكشن بتاعتنا. تمام الدنيا زي الفل. طيب اخر حاجه بقى خالص عشان نبتدي نفنش الشغل بتاعك، طبعا انت عايز تحط التكست بتاعك بقى انت حر يعني، انت بتحط اللوجو بتاعك. مش عارف انا اللوجو عندي هنا ولا لا، مش عارف هيبقى موجود قدامي حاليا ولا مش موجود. بسم الله، اللوجو بتاعي فين؟ اللوجو مش عارف طبعا هلاقيه هنا ولا لا، عشان برضو بعض الناس اللي تحب الايه فين كان في البروجكت، اعتقد ممكن يبقى اللوجو موجود على البروجكت هنا اساسا. تمام ايوه ممكن، ده البوست وده الكاميرا. طب نبص كده هنا لو فتحنا ده كده، لا حتى اللوجو مش موجود هنا، غريبه جدا، ولا ممكن يكون مقفول. طبعا هتلاقي هنا في تاثيرات وحاجات كتيره قوي احنا حاطينها، لكن قصص تانية خالص بقى، دي ممكن بقى في حاجة تانية، لكن طبعا ما عندناش وقت ان احنا نقعد نشرح كل الديتيلز دي. طيب ما علينا، مش مهم اللوجو دلوقتي، مش لاقيينه او مش عارفين هو فين، تايه مننا خلاص، فده نبقى نشوفه بعدين. بتحط اللوجو. تمام اعتقد اللوجو كان باين هنا لو انتم شفتوه، اللي هو اللوجو. طبعا كل واحد بيعمل نفسه بقى اللوجو بتاعه او بتاع مكتبه او شركته. ده اللوجو بتاعي انا اللي مصممه لنفسي وانا اللي عامله. طبعا ده بيحفظ حقوق الملكيه بتاعتك، ان انت اللي انت اللي عامل الشغل ده، اثبات لنفسك انت، فبيبقى اللوجو باسمك. يفضل طبعا اسمك يكون مكتوب، بلس لو ليك شعار للمكتب او للشركه او لحاجه زي كده خلاص. انا عامل برضو الديزاين بتاعي ده، انا اللي مصممه لنفسي يعني الحمد لله. لازم تحط اللوجو بتاعك وتحطه في مكان ظاهر وما ينفعش يتشاف خلاص. يعني اللوجو ده مثلا ممكن تحطه فيه، بعض الناس بتحطه في وسط البلان، انا طبعا ما بحبش القصه دي، لكن في مكان ما ينفعش يجي قص هنا كده. يعني هو جه قص هنا كده يبقى قص، يبقى باين قوي ان هو قاصص الايه الكرسي مع الدنيا دي كلها. فانا بحطه في مكان واضح وفي نفس الوقت ما ينفعش ان هو يتشال. يعني في بعض الناس ممكن يقول لك ايه، طب انا هشيل لوجو، اخد شغل غيري واشيله والكلام ده كله. اوكي، فبيتحط في مكان، لو هو جه قص هنا كده هيطير الكرسي وهيطير الايه، في حاجات جزء من ايه من اللوحه، يبان ان اللوحه مقصوصه او متعدل فيها. فاللوجو بالنسبه لنا بيبقى برده حاجه مهمه، تقدر تحط الايه او تحفظ حقوق الملكيه بتاعتك في الشغل بتاعك. طيب اخر حاجه واهم حاجه بقى، اخر حاجه واهم حاجه في النقطه دي عشان نخلص الوقت بتاعنا، في عندي حاجه هنا في الكاميرات. تمام عشان الناس بس تبقى فهماني. بسم الله، على الشوت بتاعنا ده كده في عندي حاجه هنا في الفلاتر، حاجه اسمها كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر، الجزء ده تمام حاجه مهمه قوي، وممكن توفر علينا اللي عملته اللي فات ده كله. يعني انا لو قفلت اللي فات ده كله تمام، السبيكلر والكلام ده كله، ممكن توفر معايا الكاميرا رو فلتر دي القصص دي كلها، او تبقى في الاخر كده ختمه جميله تقدر تظبط دنيتك بيها. اسمه كاميرا رو فلتر. لما فتحت الكاميرا رو فلتر كده، ركز معايا بقى في اللي احنا نعمله ده، فتح لك نفس الصوره خلاص. ركز قوي لان الموضوع ده اهم من اللي احنا قلناه اللي فات ده كله. بيديك هنا ازاي تعدل على الصوره بكل اللي انت عايزه. تمام، يعني هنا مثلا الجزء الاولاني تقدر تعدل في التمبريتشر، درجه الحراره. يعني ايه درجه الحراره؟ ممكن تخليها وور، تمام، ممكن تخليها كول. فهمت حاجه؟ يعني ممكن تحول الشوت بتاعك لوور، حاجه زي كده خلاص، وممكن يبقى كول. يعني تلعب في درجه الاضاءه بتاعت الصوره. تمام، التنت بتاعك ممكن تبتدي تغير في درجات الالوان، الصباغه بتاعتك بوست ممكن تخليها ايه على لون تاني، او تخليها مثلا على لون مختلف. انا طبعا هنا لا، بخليها زيرو زي ما هي، ما عنديش مشكله. يبقى انا بس خليتها بس ايه جاست ورم شويه، 10 ولا حاجه خلاص، يعني لان عندي سبوتات وعندي اضاءه، فانا محتاج انها تكون ورم اكتر. الاكسبوجر فاكرينه، انتشار الضوء، ممكن كده بص بيفتح معاك الصوره وكده بيغمق الصوره. يعني بدل موضوع الشادو اللي احنا كان عندنا مشكله فيه، لا ده انا ممكن اغمق شويه الظل. تمام سوري، عفوا، ممكن اغمق الظل شويه من هنا اهو خلاص، وممكن افتح
يعني عندك صوره غامقه ولا حاجه ممكن تفتحها سنه مثلا حاجه زي كده، يبقى موضوع الشادو اللي كان عندي مشكله ومسحته لا ممكن عادي اعالج النقطه دي من عندي من هنا. طيب الكونتراست بتاعك الحده او الوضوح بتاع الصوره، بص كده الفرق هنا، بتحس الصوره بهتانه شايف، وكده الصوره بتاخد ايه وضوح اكتر، فكده كاني بزود ريزوليوشن، فممكن اقول مثلا كويس زياده يبقى انا ظبطت الدنيا شويه. الهايلايت تمام ماشي، الاضاءه بتاعتك بتزود تمام او تقلل، بص هنا خد بالك من الستاره هتبان معاك في الستاره قوي، انما الهايلايت كده بص لما تزوده تحس ان من شده الاضاءه قوي الستاره ما بقتش باينه وهك شديد قوي، لا فانا لو قللت مثلا كده ممكن ايه اوضح الشباك او اوضح ما وراه بهدوء كده بالراحه، ان انا بتحكم في الوهج او الهايلايت بتاعي شويه. طيب الشادو الظل ايه ده، انا عندي برضو الشادو اهو، اقدر ازود واقلل الشادو زي ما انا عايز، يعني نفس المشكله اللي كانت عندي هناك ما كنتش عارف احلها، لا ده انا ممكن هنا الشادو اهو ازود الشادو واقلله تمام بدرجات جميله جدا ببساطه، يبقى انا بكده بوضح الصوره عندي كويس. يبقى الامر ده اهم من اللي احنا شرحناه اللي فات كله بالنسبه للبوست برودكشن، يبقى انا كده ببتدي اتحكم في الكاميرا فلتر لو من خلال كل اللي انا عايزه تمام، سواء بقى الاكسبوجر الورم او الكول كل ده. طبعا بتلاحظ الوضوح عندك الوايت الابيض درجه الابيض تمام، بص كده بيفتح لك الصوره بص ابيض او بيغمقها تمام درجه الابيض. طبعا هنا خلاص انا خدت الشادو والكلام ده كله، اعتقد الصوره كده انا شايف انها مناسبه واضحه جميله جدا، وزودنا الوضوح بتاعها كمان شويه. اوكي طيب البلاك عايز تزود درجات الاسود او تفتح او تغمق، يعني بص كده بص بيغمق الشوت اهو، لا فاحنا برضو دي ما لهاش تاثير قوي. الكلير او الكلاريتي الوضوح تمام، بص كده بيعمل لك كلير قوي وضوح قوي حاد، يعني تبقى بص هنا بقول لك ايه زي ايه نغمشه كده شايفها، فالكلير ممكن تزود حاجه بسيطه قوي ان هو يعمل لك ايضاح اكتر تمام، هيبان قوي في الحدود دي شايفها، يعني حدود الجزء بتاع البانوهات مثلا تمام، لو انا عملت كده هتلاقي الوضوح الحدود مش باينه قوي، لو انت عندك مثلا شغل ديتيلز كتير عايز توضحه سنه فابتدي سوري انا بوظت الابيض تمام، انا بتكلم في الكلير تمام، لو انا عملت كده بص هتلاقي الحدود بدات تبان اكتر وتوضح اكتر. فهمنا كده يا جماعه؟ واضح الكلام ده؟ ماشي؟ في مشكله في اللي انا بقوله كده حتى الان، فتقدر توضح ايه تعمل تبقى حدوده حاده قوي، مفيش والدنيا معاك تمام خلاص بتسيبها زي ما هي زيرو، لا بتزود ولا بتقلل. هنا بقى برضو الفابريشن بتاعك درجات الالوان بتاعتك تمام، بتلعب في درجات الالوان. الساتوريشن بتاعك برضو نفس الموضوع، شايف كده بيقلب على اصفر قوي او بيبتدي على ابيض او ابيض واسود، بعض الناس ممكن يعمل الشوت عامله بعد ما يعمل كده عامله ابيض واسود كده، الله فرحان قوي يقول لك انا بص ابيض واسود كاني واخد شوت ابيض واسود بتاع زمان. اوكي اتس اب تو يو تمام، ممكن احوله كده ابيض واسود صريح يعني خلاص، واطلع لك شوت كده اقول لك الله بص كده صوره بعملها بايه من ايام الزمن القديم يعني تمام، في بعض الناس بتحب تعمل كده يعني. اوكي فانا اقدر اعدل الحاجات دي، خد بالك كل الكلام ده من فلتر واحد بس انا شغال عليه. طيب في ايه تاني هنا؟ قال لك هنا برضو نفس الموضوع، ممكن اتعامل مع المشهد بشكل عام بقى كله، يعني مثلا عايز الهايلايت اقدر ازود واقلل تمام، بص كده اهو اللي هي اللي معانا الهايت لايت زي ما انت عايز، بص ده كيرف بتاعه بتعمل بقى نفس الفكره بس بتعمل بكيرفات تمام، لو انت بقى ايه محتاج تعدل شويه او متمكن شويه ممكن برضو اللايت اهو ممكن ازود الاضاءه واقللها زي ما انا عايز ماشي خلاص. اوكي ممكن 10 كفايه تمام. الدارك ماشي نفس الموضوع، الاماكن الغامقه والكلام ده اعتقد مش محتاج. الشادو الظلال لو عايز تزود الظل او تقلله براحتك برضو اعتقد برضو مش محتاجينه. طيب تعالى هنا مثلا ايه الشارب بقى اللي هي الوضوح الحده تمام، الاماونت بتاعها ممكن تزود كده، بص بقى اللي هتلاحظ هنا في قوه عاليه قوي في الصوره، بص حدود حاده قوي، ممكن اجيبها كده شويه عش عفوا على جزء مثلا هنا كده، هي تعبنا بقى في موضوع الزوم ده خلاص. مثلا تعالى في الحده دي كده بص هنا كده في الجزء ده، لما اجي اقول لك مثلا هنا الشارب هنا زيرو، بص الحدود تحس انها ايه ها مبهمه شويه، لو حبيت اظهر الحدود قوي فممكن اقول له مثلا ايه شارب كده شويه، تدي إيه واحده واحده تبتدي يظهر لك الايه الحدود بحده خلاص، بص كده اهو. الكلام ده بينفعني انت لو عندك حاجه مثلا كلاسيك قويه قوي وتفاصيل بقى جبس والحاجات دي في الحيطه، فالشارب ده بيوضح لك التفاصيل دي، لو عندك اي ديتيلز زي الصوره اللي كنا عاملينها قبل كده في التفاصيل اللي هي بتاعت الاجزاء دي كلها، فاقدر اعملها شارب تاخد شكل اوضح اكتر
من الاول تمام، يعني برضو الاجزاء دي كلها هي برضو تقدر تظهر ايه بوضوح تمام. فانا بديها حده للحواف بتاعتها لو انت محتاج حاجه زي كده، فهمنا كده يا باشمهندسين؟ لو انت محتاج حاجه زي كده بص، بس ايه طبعا الكلام ده محتاج ريزوليوشن يكون كويس، بس هنا طبعا لو انت زودت كده شويه بيبان معاك كده عادي. لما تزود قوي كده بص عامله ازاي، شايف حته قويه، ممكن تزود الحده بتاعتها في حاجه بسيطه قوي تمام، كنوع من انواع ايه تظبيط الصوره مثلا لو انت حابب يعني، ممكن تديله 10 في ايه 10 درجات ولا حاجه خلاص. الديتيلز التفاصيل تمام، التفاصيل بتاعتك برضو اظهار التفاصيل عندك خلاص بنسيبها زي ما هي ايه سوري اريديوس، وبعدين عندك الديتيلز تحت منها. الماسكينج طبعا الماسكينج ده تحط ماسك على حاجه، بس احنا ما عندناش ماسكينج في اللوحه، ما استخدمناش اي ماسك هنا خالص تمام. النويز تمام، تقدر تلعب في النويز بتاعتك زي ما انت تقللها تزودها هنا تقريبا كده، النويز تكاد تكون بص بقى هنا الفرق، شايف هنا هنا من بعيد كده بص النويز عملت ازاي هنا، لو انا كده خليتها هنا النويز باينه اهي، شايفها اللي احنا كنا بنقول المشكله بتاعتها لو انتوا فاكرين النويز فوق اهي، لو انا جيت قللت النويز كده شويه بص بدات ايه النويز تختفي. طب زودت كمان شويه النويز بدات تختفي اكتر، طب لو زودت كده تمام بص النويز بدات ايه ما تبانش. دي كانت مشكله اللي كانت مضايقانا من هناك جزئيه النويز بتاعتنا خلاص. فلو في نويز بيبتدي سموثنج شويه ممكن اخليها مثلا 50% ايه، هتلاقي النويز بتاعتك او مثلا 60% خلاص، هتلاقي اغلبيه النويز اللي عندك شبه اختفت تماما من الشوت بتاعك باشمهندسين اوكي. فجزئيه النويز اللي احنا كنا بنتكلم فيها خلاص بالنسبه لي شبه ايه راحت من عندي تمام خلاص. التركيز برضو الكونتراست بتاعك، التركيز بتاعك او الحده بتاعت الصوره اوكي، تقدر تزود بقى برضو بيها زي ما انت عايز. دي كلها مجموعه تولز مهمه قوي بنشتغل عليها. هنا بقى تغيير الالوان او تلعب في درجات الاحمر والاورنج، يعني انت مثلا شايف الاصفر شديد شويه ممكن تقلله او تزوده، تحكم في درجات الالوان. طبعا الموضوع ده محتاج شويه سنس في درجات او التعامل مع الالوان بتاعتنا ماشي خلاص. طبعا هنا الايموشن ده زود عندي شويه البهتان بتاع الصوره كده اعتقد اوضح شويه، ممكن نصغرها بس حاجه بسيطه فقط تغيير عشان ايه ما يبقاش فيه بهتان عندي في الصوره. طيب هنا عندك الهيو ساتوريشن لايتنج والشادو برضو نفس الموضوع بتاعه تمام. عندك هنا برضو ايه لعبه كده من الناس اللي بيلعبوها تلاقوها على النت موجوده، يبتدي يعمل لك الصوره مقعره تمام كده او حدب تمام. بعض الناس بيعملوها كده في الدعايه الاعلان تلاقي الصوره مقعره كده خلاص، او الصوره محدبه كده مثلا يحطها مثلا في اعلان او حاجه تبقى الصوره ممطوطه بالشكل ده كنوع من لعب في الصوره، او ان يعني هو بيقول لك بقى ايه لا ده انا ايه بص بقى انا بتحكم في. بعض الناس بيفكروا بيعملوها بالكاميرا بالماكس، لكن هي موجوده عندي هنا خلاص انا بتحكم برضه لان عندي اللينس اهي كوريكشن اهي برضه موجوده، ده نظام اللعبه في العدسه بتاعت الكاميرا بقدر اعدل فيها كده، اما اخليها محدبه او اخليها مقعره زي ما انا عايز. في برضه عندي هنا الفانتج مثلا ده لو انا رجعت مثلا خليتها زيرو زي ما هي كده، ان انا بدي حواف للصوره كده سمراء من هنا، فممكن ازود الفانتج هنا كده بص بص كان ايه في جزء كده الاجزاء دي غامقه شويه اللي هي الجوانب بتاعته كده اهي خلاص، اللي هي الاجزاء دي معرفش واضحه معاك ولا لا. الجزء ده كده لو انا كده من غير بص كده بخليه ابيض اهو شايفينه، الجزء ده ابيض بس طبعا غالبا بيبقى اسمه، كنت اخليه مثلا جزء شويه كده كانه في تدويره ل الصوره بتاعتك كده. ده الجزء فينتج برده موجود في الماكس، لكن هنا بقدر اعمله من هنا بمنتهى السهوله بدل ما اتعب نفسي في الجزئيه دي تمام. طيب ايه عندي تاني؟ يعني كل التولز دي خلاص ما اعتقدش هي الشمعة وهج هنا ما هنا خلاص ما انا هنا اشتغلت فلتر تاني خالص، بس اما نشوف في الاخر هيبان عندي ولا لا. انا شغال بس الفلتر على الركنه وبعدين هنشوف بيت الوهج ده معانا في الاخر لما اخلص اوكي باشمهندس ايمن. طيب إيه عندي هنا برضو الكاميرا، بتحكم في الكاميرا بتاعتي هنا مديك الكاميرا خلاص، وايه الشادو بتاع الكاميرا والريد والجرين، تحكم برضو في الدرجات. هنا عندي برضو إيه لو في برسيتس جاهزه او اعدادات جاهزه انت بتجيبها بتنزلها عندك. خلصت الكلام ده كله كده مثلا وانت خلاص شايف الدنيا كده تمام بالنسبه لك والدنيا زي الفل تمام. في عندنا حاجه هنا كده محتاجه نظبطها شويه كانت ايه الالومنيشن دي خلاص، ده الالومنيشن ديتيلز تمام، كانت بتاعه قلنا دي الجزء بتاع النويز تمام، كنا عاملينه بس 10 تقريبا صح. الشاربن اوكي، الريديوس الديتيلز اوكي ماشي، الوضوح ممكن نزود الشارب شويه، الوضوح ممكن نخليه سنه كده بسيطه عشان يوضح الحدود اكتر تمام. اعتقد ما فيش عندي حاجه ثانيه ممكن اشتغلها
اكسبوجر تمام، الكونتراست ممكن ازود التركيز بتاع الصوره سنه، الاكسبوجر فقط كده مش هنزوده قوي، خليه كده يعني الى حد ما. الهايلايتس ممكن نقلله سنه عشان الاضاءه. اوكي يعني ما عنديش حاجه تانية كده ممكن نشتغل عليها، اعتقد كده الدنيا الى حد ما مظبوطه ومعقوله. هقول له كده اوكي عدل لي بقى، خد بالك ان الصوره دي لو بصيت دي عندي بقى، شايف دي عندي، شوف بقى الكاميرا فلتر لو عملت لك ايه، دي عندي، شايف الفرق كده؟ ها ايه رايك انهي احسن فرق، اليمين ولا الشمال؟ شفت كده فلتر واحد عمل كل اللي انا كنت بعمله من شويه على الصوره الاصليه، وش فرق باين قوي ما بين الاثنين، يعني فرق باين عندك هنا في اليمين عن الشمال تماما، ولا انتوا ايه رايكم؟ تمام. فالفلتر ده من الفلاتر المهمه جدا جدا جدا، وضح كل حاجه عندي بقوه، وخلالي الصوره اوضح واحسن من الاول بكتير. هنا تحس انها باهته تمام، هنا بقى ايه، لا خدت شوت جميل وبقت الدنيا عندك مظبوطه زي الفل. خلاص بقى ثبت الكلام ده، لازم تقول له هنا ايه اوكي كده يا باشمهندسين، اقول له كده اوكي خلاص اظبط لي بقى الدنيا دي، هتلاقي الصوره ظبطت معاك بالشكل ده. طيب الوهج والحاجه رجعت تاني هي باشمهندسه اللي كنت بتسال عليه، لان كنت شغال على ار جي بي بس بعدل في الاصل بتاعي تمام، بعدل في الاصل. كل بقى الفلاتر وكل الحاجات دي كلها ظهرت معاك تاني زي ما هي طبقا للترتيب اللي احنا عاملينه عندنا يا باشمهندسين. اوكي حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه كده؟ يبقى انا كده خدت الشوت النهائي بتاعي بعد ما عدلت بالفلتر ده، وجاهز ان انا احط اللوجو بتاعي عليه. هدور على اللوجو كده عشان بقى خلصنا الشوت بتاعنا. بالتالي ممكن نلاقي فيه هنا اي حاجه من اللوجوهات مثلا كده، ممكن نحط اي لوجو. بسم الله تمام. نحط بقى فين اللوجوهات، اللوجو كان فين هنا؟ بسم الله. ممكن نشوف كده على الماكس، اي ثينك ممكن يكون اللوجو موجود هنا، هو مش باين قوي بس اي ثينك انه ممكن. وعليك يا هندسه الله يخليك تسلمي، مش عارف اقول له اللوجو تايه مني بس هجيبه يعني، ما تقلقوش هجيبه يعني تمام. ممكن اخده من اي مشروع لو اللوجو موجود هنا، مش باين ما علينا. المهم في الاخر خالص باخد اللوجو كبي من اي مشروع تاني واحطه مثلا زي مثلا في الحته دي كده تمام. اعتقد مفيش حد يجي يقطع الجزء ده كده يعني، هيبقى صعب شويه القطع بتاعه، او ممكن احطه مثلا يعني دايما بحط اللوجو في مكان انا بس كده عايز اوريكم تحطوه ازاي يعني، او اتحط كده اتحط في مكان ما ينفعش يتقص تمام، يعني بحطه في مكان برده ما يغطيش على الشغل بتاعي تمام، يعني ما اجيش احطه لي في النص هنا كده تمام، يعني ما تحطش في النص كده في كده. لا مثلا ايه ممكن اشوف لك مثلا ايه، انا والله بس ادور عليه، او اي بروجكت اجيبه من البروجكتس اللي عندي بوست برودكشن. اي ثينك ان انا كان عندي، طب ده ايه ده؟ انا كنت عامل لوجو، لا ده باك جراوند، لا انا عندي مش علامه مائيه، ممكن تعمل علامه مائيه، لكن اي ثينك ان هو لو حطينا اللوجو بتاعك بيبقى افضل من الووتر مارك يعني، اي ثينك ان هو بيبقى افضل. ده في تقديري يعني، طبعا انت حر طبعا في شغلك او تعاملاتك انت ايه ادرى بيها تمام. طب ممكن يكون في عندنا كان في بروجكت هنا تقريبا كنا شغال فيه، ممكن نلاقي فيه الجزء ده او اللوجو بتاعنا هنا، في لوجو موجود ولا لا؟ طب ممكن نفتح اي واحد من دول كده نشوف يمكن نلاقي فيه لوجو. لا مش موجود برضو. هو فعلا مش مهندسة ايمان فعلا تابعاني، ففعلا هو كان في فايل لوحده فعلا اللوجو، بس مش عارف هو تاه مني فين بصراحة يعني. هو تاه بروجكت انا عامله قبل كده ممكن يكون موجود فيه اللوجو خلاص، فانا ممكن اعتقد ان ممكن يكون عندي فايل ده ممكن اخده منه هنا وخلاص. اوكي من اي فايل قديم. تسلمي يا هندسه الله يبارك لك يا رب تسلمي. هو فعلا يعني فعلا هو اللوجو كان عندي فعلا في فايل لوحده عشان اقدر اشتغل بيه بدل ما اخده كوبي من مشروع والكلام ده كله، فانا فعلا كنت عامله لوحده فعلا. اعتقد هنا برضو مش موجود اللوجو. ايه ده في ايه؟ اي ثينك ان اللوجو المفروض ان هو كان موجود جوه المشروع ده. طيب نشوف فين بقيه ملفاته. طب هو ده البوست بتاعنا ممكن يكون في الفايل ده.
برضو لا في حاجة غلط بقى يعني كده أكيد ال اللي عندي هنا اللوجو موجود يعني ولا ده حاجة تانية؟ طب فين الفايل أو الفاينل بتاع الفايل ده فين؟ غريبة جدا، لا هنا ولا هنا، لا هنا ولا هنا. طيب والله بص انا مش عارف يعني، انا ايه مش عايز اضيع وقت كتير في ان انا اقعد ادور عليه. انا بنزل اللوجو هبعته لكم باللوجو مش مشكله، بس انا زي ما قلت لك ان انت لما تحط اللوجو بتاعك حطه في مكان ما يقدرش حد يشيله او يعدل عليه، وفي نفس الوقت ما تغطيش بيه على شغلك يعني، دايما يكون ميسنج. ايه ماشي اوكي حاضر شكرا كنسل اوكي. هو عادي زي التكست عادي يعني، هو ما فيهوش مشكله، هو زي التكست عادي بيبقى لير عاديه جدا وبيتحط كده. والله انا مسميه لوجو اساسا يعني، انا عملت سيرش كده هسميه لوجو، هو انا مسميه لوجو اساسا ماي لوجو فورس اهو اهو هو ده اهو. شوف سبحان الله يعني هي جت كده اه، فين هو؟ اهو ادي اللوجو تمام ماشي، ده الباك جراوند عشان يبقى كده. ادي اللوجو بتاعي اهو، طبعا عامل الديزاين بتاعه، كل المجموعه دي لوجو اهي تمام، من هنا لهنا ده اللوجو. طبعا هو معمول كذا حاجه كذا جزء، بناخد كل الحاجات دي كلها كده دراج ودروب هنا تمام، نحطها هنا مثلا كده اوكي يس ماشي. بينزل عندك كده اهو، ببتدي بقى ايه احجمه زي ما انا عايز بالحجم اللي انا ممكن اكون محتاجه، واحطه في مكان ما يبقاش فيه اي مشكله خالص. يعني ممكن زي ما قلنا ممكن احطه في الجزء ده كده تمام، مثلا كده حاجه زي كده، ممكن اكبره كده سنه عشان يبقى باين، مش قوي كده يا اخي كده معقول مثلا خلاص. ممكن اخد اللوجو ده كده احطه هنا ماشي، شايف فين؟ طبعا ممكن حد يقول لي طب هو مش باين يا باشمهندس كده من هنا وكده، لا ممكن اعمل حواليه، اخد بقى احط له مثلا ايه الجزء بتاع الاطار بتاعه او البرواز بتاعه خلاص، او ممكن اغير لونه ما عنديش مشكله، او لا بيفضل زي ما هو، لكن ممكن اديله خط اطار بلون مثلا اغمق او حاجه خلاص تمام. اه ممكن اعمل لهم ميرج يعني، ممكن الليرات دي كلها كده ممكن اعمل كليك يمين عليهم واعمل لهم ميرج. يا هندسه راح فين امر الميرج؟ بسم الله. في عندي لا دوبليكيت، لا عايز الميرج لينك لير، في عندي امر ميرج هنا كنت بعمله راح فين؟ تمام بسم الله شارب فيرتيكال هوريزونتال تمام. في حد لسه امبيانت اون اوكي تمام. فانا ممكن اخد كل المجموعه دي كلها واقول لهم والله اعمل ليهم ميرج للمجموعه دي كلها كده، او ان انا ممكن اعملهم كونفرت تو اوبجكت سمارت اوبجكت، ممكن احوله كده زي ما انا عايز، ممكن ميرج او ممكن اعمله بالسيستم ده، او ممكن في الاخر خالص وانا بحفظه احفظه جي بي جي عادي جدا واشتغل عليه تمام. يعني ممكن اخد المجموعه دي كلها اشتغل عليها اوكي، او ان انا اسيبها زي ما هي ما عنديش مشكله تمام. لكن انا بسيبها ليه؟ لان ممكن اعدل عليها يعني، ممكن احتاج ان انا اعدل على اي حاجه، فانا سايب السورس ده مفتوح ليا بحيث حبيت اغير اضيف حاجه اعدل في اللوجو بتاعي، فهتبقى دي برضو ليها حريه عندي في التعامل شويه. فانا بحط اللوجو بتاعي كده هنا تمام، ممكن اكبره شويه، انا حر بقى لان حاطه على الارض هو مش مضايقني في حاجه، فممكن اظبط اللوجو بتاعي كده يكبر شويه واوضحه في النص مثلا هنا كده عشان ايه تبقى الدنيا تمام. وممكن اللوجو ده اعمله بلندنج اوبشن للتكست اللي انا عايزه، مثلا اخد كل تكست من دول هتلاقي في عندك بلندنج اوبشن تمام. ممكن في دروب شادو، لا ممكن اخد اوتر جلو واحد من دول مثلا، ادي لك ليه مثلا شكل من بره، فاقول لك مثلا في اوتر جلو، اوتر جلو ده ممكن مديله لون مثلا سي احمر زي كده او بلاك خالص تمام، واصغر الحجم بتاعه السايز يبقى الصغير تمام، والشفافيه والكلام ده كله، ده ايه حجم في السايز بتاعنا، ابتدي ايه الاوتر جلو او ادي لك اللون بتاعه زي ما احنا عندنا، ما عنديش مشكله خالص في النقطه دي تمام كده. مش مهندسين اه بتحكم كده في اللون زي ما انت شايف كده، ممكن اديله ايه التعديل بتاعه زي ما انا عايز تمام. يبقى انا كده اقدر ايه اتحكم في الجزئيه بتاعتي دي كده، او في الشغل اللي انا عامله ده اهو كده زي ما انتم شايفين كده، ده طبعا اللوجو بتاعي اللي انا عامله ومصممه لنفسي خلاص، ده اللوجو اهو ببتدي اشتغل عليه تمام. يبقى انا كده دايما باكد عليك لما تحط اللوجو بتاعك حطه في مكان واضح ما ينفعش يتقص تمام، عشان ما يجيش بعض الناس للاسف يجي يقوم قاطع ايه اللوجو وياخد الشغل بتاعه يقول لك ده الشغل ده بتاعي انا. فانا باجي على مكان فاضي تمام وحيوي في نفس الوقت، يعني ممكن اخليه مثلا هنا في الوش كده خلاص، هنا في الجزء ده كده اخليه مثلا هنا، او اخليه مثلا في جزء زي ده كده عندي بحيث ان هو ما يقدرش يطلع، او ممكن مثلا
اخد المجموعه دي كلها كده اسقطها فين؟ اسقطها مثلا على الكرسي هنا، يعني ممكن اخد الجزء ده كله كده اصغره كده فاهمني، خلاص واخد الجزء ده كله خليه على الكرسي هنا ماشي، فهمتني كده يا باشمهندسين؟ هنا واضح اهو جدا، وبرده ما يقدرش هو يقص، مش هيقدر يقص الكرسي بتاعك لو انت حابب ياخد الايه اللوجو بتاعك اهو، انت ما تزعلش يا سيدي، ادي اللوجو بتاعك اهو تمام، ما عندناش مشكله خالص في الجزئيه دي. يبقى كده ايه خلاص هو ايه اتدبس تمام، مش هيجي يقطع يقص الحته دي كده ويقول لك انا عشان اشيل اللوجو، مش هيعرف يعمل الكلام ده كله. انا بقول الكلام ده كله ده انا عارف طبعا في مشاكل بتحصل وناس بتبقى زعلانه قوي، يقول لي يا باشمهندس شغلي وفلان خده مش عارف ايه، للاسف في بعض الناس بتحب تاخد شغل غيرها وتنسبه لنفسها، فطبعا دي حاجه مش ظريفه تمام، او انا بعتقد الموضوع ده لا ما ينفعش، وكل واحد طبعا ومجهوده اولى بيه. فانا ممكن احطه كده كده واضح اكتر بكتير، لانه طبعا فاتح على الغامق او على الارضيه زي ما احنا كنا عاملينه من شويه، فطبعا انت حر في توزيع القصه دي. بس لما اقول لك تاني الوصيه اللي بقولها لك، انك تحطها في مكان واضح وحيوي، ما ينفعش ان هو يتمسح او يتقص من الصوره تمام كده يا باشمهندسين. طيب انا خلصت الكلام ده كله، انا عايز اطلع دي بقى صوره احفظها عندي على الجهاز او ابعتها لعميل او اعمل اي حاجه. يبقى انا هاجي كده في الاخر واقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي، طبعا عمل ده كده ايه سيف ده بي اس دي كده خليه في مكانه تمام، ده هيبقى البروجكت برو بروجكت تمام، واحفظه عندي هنا دي البي اس دي عادي ما عنديش مشكله، واقول لك هنا ايه سيف، ده الملف الاصلي في حين حبيت تعدل عليه بحفظه بي اس دي تمام. طب انا عايز اطلع بقى صوره العميل، هقول له سيف از لو سمحت، ونفس الموضوع ده بس طلعه ايه جي بي جي يا باشمهندسين، اللي كان بيقول لي عايز اطلعه باشمهندس الشماكه بيسالني في النقطه دي تمام. فانا دلوقتي عايز كل ده يطلع في لوحه واحده او صوره واحده جي بي جي، هقول له كده سيف اوكي. فبيسالك بيقول له عايز ماكسيمم اعلى الاعدادات او اعلى الجوده، هقول له اوكي يس تمام. هبتدي يطلع لي بقى كل الكلام ده كله في لوحه واحده صوره واحده بس، اقدر اشوفها فين في الفولدر الاساسي بتاعنا بتاع المشروع تمام. راح مدي لك الايه البروجكت الفاينل، وادي البروجكت البي اس دي لو سعادتك حبيت تعدل عليه وترجع له تاني، وادي الصوره النهائيه اللي احنا طلعناها للمشروع بتاعنا. خلاص هنبتدي نشوفها كده اهي، تظهر عندنا تحت اهي، ادي الصوره بتاعت مشروعنا يا باشمهندسين اللي نقدر نبعتها للعميل بتاعنا تمام. وطبعا لو انت بصيت للصوره اللي طالعه من الماكس تمام، اللي انت تعبان عليها وشقيان عليها، ادي صوره الماكس تمام اهي اللي احنا عاملينها ماشي، وادي صوره الفوتوشوب اللي احنا عاملينها يا باشمهندسين، وانت تقدر تقارن ما بين الاثنين وتقدر تقول انا فعلا انهي افضل او انهي المطلوب عندي. ادي صوره الماكس وادي صوره الفوتوشوب، ها ايه رايكم انهي احسن يا باشمهندسين؟ انهي احسن من وجهه نظركم؟ عشان ممكن بقول الفوتوشوب عايز دعوه تمام خلاص. فطبعا بيفرق كتير قوي، عشان الناس اللي بتشوف شغلها على الماكس، شوف انا عملت لك ريندر على اقل من الاقل، كمان شغال على الفيري لو يعني تمام، طلعت لك شوت ما خدش ممكن ياخد في الريندر معاك وقت، عشان الناس اللي عندها اجهزه ضعيفه او اجهزه كده مش لازم اكلفك ان انت تجيب جهاز تدفع لك فيه مثلا 20 30 الف جنيه، لا انت ممكن تجيب جهاز متوسط عادي طبعا يكون كور اي 7 يعني كويس شغال تقدر تشتغل بيه وتقدر تحط اعدادات قليله، وبالفوتوشوب بتحاول تعوض زي ما احنا عملنا كده الفروق او المشاكل اللي قابلتك في الريندر بتاعك، تقدر تطلع اعدادات كويسه وريندر كويس وفي نفس الوقت بشويه تعديلات بسيطه جدا وروتوش بسيطه قوي على الفوتوشوب، هيبقى بالنسبه لك ادي الفرق ما بين الاثنين. يبقى ده كده نتيجه مجهودنا في الدبلومه دي يا جماعه، من اول بلان 2 دي تمام للماكس للفوتوشوب، اعتقد الثلاثه كده بالنسبه لنا لو حطينا الثلاثه جنب بعض كفاينل كده للشغل برضه ده كده تمام اهو، ده الماكس. ونفتح بقى كان عندنا في اعتقد في الديسكتوب كان الصوره اللي احنا كنا مطلعينها كان عاملها باشمهندس ابو بكر واحنا طلعناها واشتغلنا عليها. يبقى كده عندنا ادي حصيله الدبلومه بتاعتنا، ممكن نعمل ده روتيت بسم الله كده عشان تبقى ماشيه معانا بالظبط تمام. ادي الحصيله بتاعتنا يا جماعه في التعب بتاعنا على مدار بقالنا قد ايه فتره تقريبا مش قليله. يبقى ادي عندك هذه الحصيله بتاعتنا اهي،
خدنا الاوتوكاد تمام وطلعنا البلان زي ما اهو نكبره كده زوم شويه اوكي وخدنا الماكس وبدانا نطلع النتيجه دي وادي الفوتوشوب بدينا نطلع النتيجه دي فادي كده الثلاثه عندنا ادي ملخص دبلومه كامله على فتره كبيره اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيها ويكون استفدته ويكون النتيجه بتاعتنا في المحصله في الاخر حاجه كويسه. الله يخليك يا باشمهندس ايمان اشكركم جميعا واتمنى خير ان شاء الله. ما هو الاظهار ما هو الثلاثه هم يا باشمهندس قصدك اظهار ايه؟ ما هو باشمهندس كده انا حاطط اهو ده الكاد وده الماكس وده الفوتوشوب الثلاثه جنب بعض. الله يخليكم يا باشمهندسين. فعلا كنت سعيد جدا معاكم وان شاء الله باذن الله هحاول ارتب مع الباشمهندس صديقي العزيز باشمهندس عمر وفريق العمل اللي معاه تمام ان شاء الله هنحاول نلتقي في حاجات ثانيه ان شاء الله تمام باذن الله ويمكن ربنا يكرم كده بحاول يعني افكر معاه كده ان احنا نعمل حاجه ثانيه كويسه ربنا يكرم. على العموم لو احتجتوا اي حاجه الجروب معاكم تمام ان شاء الله باذن الله ممكن نخش بعد كده في حاجات ثانيه ربنا يكرم هحاول ارتب معاه حسب مواعيده والسكيدول ممكن نخش في 3 دي كاد ممكن نخش في ريفيت ممكن نشتغل في حاجات ثانيه كتير ان شاء الله تمام. النقطه الثانيه ان شاء الله ممكن يكون لينا كيان منفصل ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم بنخطط له هيبقى حاجه برده كويسه قوي عايزين ان شاء الله يكون في متابعه في اي وقت تحت امركم في اي وقت اي حد عايز اي حاجه معاكم جروب الفيسبوك معاكم جروب الواتساب تمام. لو حصل حاجه بقى في موضوع الواتساب والكلام ده كله تقدروا توصلوا عن طريق الفيسبوك او ان لو عملنا حاجه ثانيه بقى سيجنال او وات ايفر بقى ايا كان الابلكيشن الثاني اللي احنا ممكن نستخدمه لكن ان شاء الله اكيد هتلاقونا على الفيسبوك باذن الله في الجروب هتابعوني باستمرار باذن الرحمن. اشكركم جدا واشوفكم على خير باذن الله في كورسات ثانيه على خير باذن الله. شكرا لكم. الله يعزك يا استاذ اسلم. اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.